احمد اللايف لو بدأ تقول لي بدأ شايف ظهر عندي، ظهر عندي هو من فيسبوك ظهر. طيب بسم الريكوردينج، الريكوردينج نعم. ولا ما احنا من الريكوردينج؟ لا ما بنعمل. اوكي تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خميس جديد، والأيام يعني تسير على رق، والساعات تتواصل، والعمر يمضي بنا، ولا بد من ولا بد من أرشفة والسير في رق الناجحين، وكذلك التنقيب عن تلك الجواهر، التنقيب عن تلك الكنوز السودانية المدفونة في باطن الأرض وظاهر الأرض. برنامج ونسعى على دروب النجاح الذي تتبناه مبادرة الباحثين السودانيين، الغرض منه يا جماعة اللي هو التوثيق لهؤلاء النجوم ولهؤلاء الكنوز. الليلة يا جماعة حتكون جلستنا خاصة، جلسة متفردة ككل خميس، يعني كل ما نحن نستضيف موسوعة سودانية بنكتشف انه والله نحن فتحنا صفحة واحدة. يعني مجرد ما نحن عملنا الإعلان لضيفنا الليلة يعني كانت حاجة يعني ما يعني تفوق الخيال. يعني أنا صراحة يعني I was very proud إنه أنا أستضيف الليلة بروف شريف بابكر فضل، مش لأنه هو بروف ولا هو مثلا بيدرس مثلا في جامعة الخرطوم أو لا، لكن يعني سبحان الله يعني كمية الطلبة اللي بيقولوا والله بروف شريف بروف شريف بروف شريف، يعني كانت حاجة كده ما عادية. يعني من البوست كده نزل، يعني أنا شخصيا صفحتي وصلت ال5000، يعني من بس إني عملت الإعلام بتاعي والله يا جماعة إحنا هنستضيف بروف شريف، الصفحة بتاعتي كان فيها زي 2000 وحاجة في خلال أقل من أسبوع، وصلت الماكسيموم 5000. فربنا يديك الصحة والعافية بروف شريف، وسعيدين بيك جدا يعني انك انت الليله جاي جيتنا وقاعد لحد الان في مكتبك عشان انك انت تكون ضيف معانا في ونس على دروب النجاح. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة يعني لا بد أن أشكر يعني الإخوة والزملاء في مبادرة الباحثين السودانيين، وعلى رأسهم يعني الإخوة الأفاضل الذين يعني تتواصلوا معي من أجل هذه الجلسة، الأخ الدكتور ياسين وباشمهندس هيثم، ومعانا برضو الباشمهندس أحمد داود، وكل الإخوان المستمعين لهذه الجلسة يعني. وبالحقيقة طبعا يعني التايتل بتاع الجلسة يعني يعني ونسى على دروب النجاح وكده، يعني الواحد طبعا بيحس بأنه يعني التايتل شوية يعني بخلي الواحد يتراجع شوية، يعني لأنه النجاح ده طبعا كلمة كبيرة يعني. فنتمنى أن نكون من الناجحين دائما، ونتمنى لكل المستمعين وكل الإخوة المتابعين لهذه الجلسة يعني كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نكون إضافة يعني من تجاربنا، إضافة للتجارب بتاعت الناس يعني يحاولوا ياخذوا الحاجة المفيدة من التجارب بتاعتنا، ويحاولوا يتفادوا الأخطاء الكثيرة اللي وقعنا فيها في أثناء المسيرة بتاعتنا. شكرا جزيلا يا باشمهندس، شكرا جزيلا. الله يديك العافية بروف، الله يديك العافية، يعني سعيدين بك. ونبدأ طوالي، يعني دايرين نتعرف عن قرب يعني عن بروف شريف. نعم والله طبعا يعني التجارب طبعا يعني بتاعت الاشخاص طبعا بتختلف يعني على حسب البيئه بتاعتهم وعلى حسب الانفايرمنت اللي عاشوا فيه والظروف بتاعتهم المختلفه يعني. بالنسبه لنا كشخص يعني التجربه يعني طبعا تجربه ممتده منذ الطفوله الى اليوم، وحتكون مستمره ان شاء الله لحد ما ربنا ياخذ يعني امانته. البدايات الاولى طبعا بالنسبه لنا يعني احنا طبعا اصلا من شنبات، يعني احنا اصلا من شنبات، فاحتمال كان عندنا يعني ما اقدر اقول اللكشري بتاعت انه يعني واصلنا الحياه بتاعتنا في حته واحده يعني.
عدد كبير من الناس يعني كان التجارب بتاعتهم بتخليهم يتحركوا من مكان لمكان، وطبعا الحركه زادت بتكسب الزول يعني الكثير من الفوائد والتجارب يعني. يعني انا الاسره بتاعتي يعني من شنبات زي ما انا ذكرتها، اتولدنا في شنبات، و يعني عندي اخو كان اكبر مني راشد دفعه قدامي بسنه ونص، وعندي اخواني برضو، عندي اخو اكبر اصغر مني زي 6 سنوات اصغر مني او اكثر، وعندي اخو طوالي اصغر مني نوال هي محاميه الان. فالطفوله بتاعتنا كانت في شنبات يعني، ودي انا بفتكر بانه يعني الانفايرمنت اللي عشنا فيه يعني انفايرمنت يعني اقرب للريف من المدينه، لكن برضو احنا عايشين جوا المدينه، فده طبعا يعني كان كومبينيشن غريب شويه. ف يعني اترعرعنا في يعني وسط الاهل وسط الاسره، ولكن في نفس الوقت يعني كان معانا الناس اللي هم جايين من حتات تانية، فالمجتمع كان مجتمع متوازن الى حد كبير يعني، وتوازن المجتمع برضو طبعا بيكسب الزول كثير من الخبرات يعني. فالمجتمع بتاعنا مجتمع ممكن نقول ريفي لحد كبير يعني، أهلنا جزء كبير منهم في الزراعة وجزء كبير منهم برضو موظفين وكذا، فكنا يعني 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 عايشين في جو كده بتاع mixed environment. فده أفتكر بأنه أكسبنا كثير من التجارب، وال يعني ودانا فرصة بأنه الواحد يحتك ب ممكن أقول ثقافات مختلفة إلى حد كبير. فالدراسة الأولى بالنسبة لنا يعني نحن من الجيل بمناسبة يعني، لما أقول للناس والله نحن درسنا في الروضة كويس، فحاجة غريبة إنه نحن في الجيل بتاع الستينات نكون درسنا روضة يعني كويس، فكنا احتمال من أوائل الناس اللي كان يعني قدرنا نخش في الروضة. الأستاذة القديرة يعني الأستاذة زينب قريشي، أتمنى إنها هي أو واحد من أولادها أو بناتها أو من الأسرة يعني يسمع كلامي، لانه كان ليه دور كبير جدا في الادوكيشن بتاعنا في ذلك العمر يعني، وتعلمنا منها الكثير جدا في حاجه، تعلمنا منها تقريبا اي حاجه نحن نحتاج لها في بدايه الدراسه يعني. يعني زي ما نقول القرايه والكتابه والحفظ بتاع الصور القصيره وكلام زي ده كله نحن اكتسبناه من الاستاذه يعني زينب، بنتمنى لها الصحه والعافيه. ويعني انا دائما يعني بلاقيها يعني يعني هي الأستاذة بالنسبة للأستاذة الأولى يعني، فكان لها دور كبير جدا في الإدوكيشن بتاعنا. بعدين مشينا طوالي للدراسة في الابتدائي، وكانت التجربة بتاعتنا برضو تجربة غريبة، لأنه المدرسة درسنا فيها مدرسة الصافية، اسمها مدرسة الصافية لكن قاعدة في شنبات، فحاجة غريبة كمان في الجزء الجنوبي من شنبات يعني، حتى ما قريبة صارت الجزء الشمالي من شنبات يعني ما قريبة من الصافية يعني. فالمدرسة بناها المرحوم عبد القادر حي الصافي يعني رحمه الله، وهو رجل بر وإحسان، تحية لأولاده وربنا يرحمه ولكل أسرة الممتدة في شنبات وفي الحلفاية وفي كل يعني في 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 حتى في غرب في غرب السودان، في أسرة ممتدة، أسرة الصافي أسرة ممتدة كبيرة يعني، لهم التحية والتقدير. فكان لهم الدور المباشر في الإدوكيشن بتاعنا، لأن المدرسة بناها قال حصل. احنا كنا الدفعه الثانيه في المدرسه، فكان يعني الادوكيشن بتاعنا يعني معظم الاساتذه درسونا كانوا من شنبات نفسها، يعني الاستاذ السابق صادق حسين واحد من الاساتذه، الاستاذ عبد الكافي رحمه الله، مجموعه كبيره جدا من الاساتذه يعني معظمهم من داخل شنبات وبعض منهم من خارج شنبات. فده كان طبعا ده كان البدايه بتاعتنا الحقيقيه للتعليم، والانفايرمنت العام طبعا يعني انك انت بتدرس في مدرسه قريبه للحته اللي انت ساكن فيها. انا بفتكر دي واحده من الاشياء، انا بتمنى بانه التعليم يرجع ويوفر الفرص دي للناس انهم يدرسوا في نفس البيئه بتاعتهم اللي عايشين فيها. يعني انت بتطلع من البيت ما في زول بيوصلك المدرسه، بتطلع براك بتمشي المدرسه، بتجي راجع من المدرسه، يعني كل الحكايه دي بتمشي بكل عينك يعني مع زملائك وكده، فدي بتكسبك كثير جدا من المهارات المجتمعيه، وبتديك الثقه في نفسك انك تتعامل مع ناس اكبر منك، ناس اصغر منك كويس. فده كانت البيئه اللي عشنا فيها، وانا افتكر بانه عدد كبير من المستمعين يعني ذي كان ريليت للكلام ده يعني، وعدد كبير من برضه من المستمعين يعني ذي كان ريليت لانهم فقدوا الحاجه دي يعني. انت بتقوم من الصباح بتنتظر العربيه بتاعت
بتاع الهنايه الترحيل عشان توصلك المدرسه يعني، فبتكون عايش في almost in a very close environment يعني environment بتاع عربيه يعني، ليش المدرسه برضه environment بتاع فصول يعني، فبتفقد كثير من الحريه يعني. يعني انت تمشي في المدارس الحكوميه لحد الان موجوده المدارس دي بالحسبة انه مدارس واسعه، انت بتجري في المدرسه بتطلع شير بتعمل بدافع في كثير من الحريه، بتطلع من المدرسه المشوار من المدرسه للبيت ومن البيت للمدرسه يعني، دي كلها حريه. انا بفتكر بانه الاطفال في العمر المبكر يعني بيحتاجوا للنوع ده من الحريه. انا بتمنى بانه المدارس خلينا نوقفك هنا شويه يا بروف، سوري للمقاطعه. اول حاجه برحب بكل الناس اللي معانا ما شاء الله يعني، طلابك وبيغروك السلام والتحيه في الفيسبوك، الله يبارك فيك انا شايفهم، وشكرا للناس اللي معانا في الزوم. طيب يا بروف، المدرسه يعني الواحد لما يكون في المدرسه بيكون الخيال بتاعه ممكن يكون واسع ومرات بيكون شافح شويه، ففي الوقت ذاك خيالك كان كيف يا بروف؟ والله طبعا ده طبعا سؤال غريب شديد يعني، وسؤال صعب، لانه يعني الخيال في الوقت ده، انا الغريبه دائما لما ادرس الطلاب في الجامعه، احتمال قبل يومين كان عندي ليكشر في الجامعه، فبحكي للطلاب الفتره بتاعت، طبعا درسنا الفتره بتاعت الستينات، كانت البدايه بتاعت الادوكيشن بتاعنا كويس، فالفتره دي كانت الى حد كبير يعني، انا عاوز اتكلم عن حاجه ما لي علاقه بالمدرسه، الانفايرمنت بتاع المدرسه، لكن الانفايرمنت بتاعنا احنا كاطفال يعني جارين في الشوارع وبنجري نلعب حاجات كثيره وكلام زي ده، فكان في الوقت ده كاركترايز باي حاجتين احنا بنذكرهم فيري ويل يعني، هم دي ثلاث حاجات يعني. الحاجه الاولى كان في زي ما بيقولوا خواجات دريس تو ذا مون يعني، السباق للوصول للقمر كان في الوقت ده، والصراع اللي كان مرتد يعني بين الروس والامريكان كويس، والمركبات الفضائيه اللي بتطلع وبتتفرقع في السماء وشنو كلام زي ده، فلنا كنا متابعين الريزة بشراسه يعني. وبعدين كنا الى حد كبير كنا منقسمين يعني، ناس عاوزين الروس يصلوا في الاول وناس عاوزين الامريكان يصلوا في الاول، فبذكر احنا كنا بنكون متعارفين بان والله في اليوم الفلاني ده حيطلقوا المركبه الفلانيه، فبنصحى من الصباح ونمشي نفتش الاخبار ونمشي نقرا الجرايد ونسمع الهناي حصل شنو في 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 الميشن المعينه. فدي واحده بمناسبه واحده من الاشياء اللي احنا تابعناها في الوقت ذاك، والى حد كبير يعني شكلت الوجدان بتاعنا، ممكن اقول الوجدان الهندسي يعني، الواحد بقى عنده خيال بان والله يا اخي دي حاجه مهمه، الشغل بتاع الفضاء والشغل بتاع الهندسه وكده دي حاجه مهمه احنا لازم نهتم بها. الحاجه الثانيه برضو كونت الخيال بتاعنا والوجدان بتاعنا في الوقت ذاك، كان المجموعه بتاعت ممكن اقول المباريات اللي هي كان بيلعبها محمد علي كلاي جينس الاخرين يعني، طبعا احنا كنا بالضروره كنا بنأيد وكنا بنشجع محمد علي كلاي، لكن برضو يعني التشجيع بتاعنا له كان بيعني اهتمامنا بحياه كثيره، انك تمشي تقرا الجريده وتشوف الاخبار وتتابع وكلام زي ده. برضو طبعا في نفس الوقت كان المباريات المختلفه بتاعت البرازيل في الوقت ذاك، والزمن بتاع بيليه طبعا، والرايز بتاع 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 البرازيل يعني كتيم، فدي مجموعه من الحاجات احنا كاطفال يعني كنا مهتمين بها اهتمام كبير. فالاهتمام بتاعتنا ما كانت بس داخل السودان، كنا صح مهتمين بالهلال والمريخ كده، لكن كان برضو عندنا اهتمامات ممكن نقول اهتمامات خارجيه يعني، لكن طريقه المتابعه بتاعتنا كانت شويه مختلفه من الجيل الحالي يعني. اذكر قبل يومين انا كنت بحكي لبعض الشباب يعني ذكرياتنا في الوقت ذاك من الستينات، ما بي في نهايه الستينات، نحن كنا نطلع من بيوتنا في شنبات بنجي ماشيين، الوقت ذاك كان طبعا الكوبري كوبري شنبات كان يتعمل طبعا يتعمل سنه 64 65 حاجه زي دي كويس، فبنقطع الكوبري من شنبات بنجي كداري بنقطع الكوبري بنمشي لحد استاد الهلال كويس كداري عشان نحضر التمرين بتاع الهلال، طبعا كان نوت فورد بانه نمشي نخش الكوره يعني، لكن بنمشي نحضر التمرين، فعندنا اهتمام بالحياه اللوكل كويس، وفي المجموعه بتاعتنا الصغيره بتاعت الاطفال يعني ممكن نقول صبايا يعني كويس، فكانت يعني افتكر بانها كانت مجموعه من التجارب، ده غير طبعا اهتمامنا بالكوره انه احنا ذات نلعب كوره يعني. يعني برضه من حياتنا بحكيها دائما انه تقريبا قبل شويه كنت بحكي لبعض الاخوان يعني انه نحن بنصحى الصباح من 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 الصباح بدري جدا الساعه 5 ما بي 6 بنلقى الجماعه عملوا لنا شاي بنشرب الشاي، طوالب بنشيل عندنا عند راشد اخوي كان الكابتن بتاعنا بتاع الفريق، وبنشيل القنا وبنمشي طبعا الحته بتاعت بنسميها الخلا اللي هي الحته بتاعت شنبات الاراضي، طبعا كلها حته مناطق مبنيه يعني، فبنمشي بنغز القنا بتاعنا وبنلعب كوره لحد جوز الساعه 10 كده، بنجي راجعين البيوت بنفطر
من الجرائد طبعا بخش اي بيت بتاكل ما عندك مشكله. بعدها في الحته الوقت بتاع النهار بعد الساعه 11 بنمشي الزراعه في المزارع، نمشي المزارع ونمشي البحر كويس، نلعب لحد الساعه 3 الثاني نجي راجعين البيوت عشان نمشي ثاني نلعب كوره في العصر. فاليوم بتاعنا كان فل، كان فل دي اوف اكتيفيتيز، كله كان الى حد كبير مع 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 زملائنا من ال من ال من الاطفال من من السيبيا وكده يعني. طبعا انت في المسيره دي بتكون عندك كونتاكت ما بالضروره بس مع الناس اللي هم قدرك، لكن بيكون عندك كونتاكت مع سبيكترم كبير يعني ناس اصغر منك وناس اكبر منك وكده يعني. فالاكتيفيتي دي والحريه نحن لقيناها في الوقت ده يعني، اذا كان داخل المنزل في المدارس كويس في المجتمع عموما يعني. انا بفتكر بانه دي واحده من الحاجات يعني ما بين حزاتنا ساهمنا بانه نحرم الاجيال الحاليه بانهم يعيشوا يعني. فده فيما يخص طبعا السؤال بتاعك كان عن الخيال بتاعنا في الوقت ذاك يعني. نعم يعني انا بفتكر بانه الخيال بتاعنا كان فيري دايفيرس كويس والى حد كبير يعني كان مختلف. عندنا اتذكر كان مجموعه من الطلاب يعني عاجزين عشان اوريك بانه السبيكترم بتاعنا كان مختلف كيف يعني. نحن طبعا في شنبات بنجي بكرعينا بنجي المدرسه، كان عندنا مجموعه من اصدقائنا كانوا بيجوا من العزبه اللي هي حته ممكن نقول في الحته بتاعت شرق شنبات ما قريبه يعني. فدول كانوا بيجوا بالحمير كويس، بيجوا بالحمير بيجوا بيربطوا الحمير بتاعتهم جنب المدرسه ويجوا يقروا معانا يعني كويس. فده الرينج بتاع 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 الناس اللي انت بتعايش معاهم. بيجوا ناس مثلا في شنبات كانوا بيجونا الطلاب من الصافيه يعني الطلاب بتاعنا الصافيه بيجوا بيقروا في شنبات، بعض منهم كانوا صاحب مش بيقروا في المزار، لكن الصافيه ذاته ما كان فيها مدارس يعني. فده كان يعني ميكسر فيري سترينج يعني بتاع سبيكترم واسع بتاع يعني بتاع ناس. الحاجه الوحيده اللي بتجمعهم انهم هم زي بعض، نحن كلنا سواسيه، ما في فروقات نحن هسه بنشوف الليله دي ما كانت موجوده، معلش في ازعاج برا، ما كانت موجوده يعني 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 من اكثر الناس فقرا الى اكثر الناس ثراء، نحن كلنا قاعدين في فصل واحد، طلابي من الصافيه فيري ويلثي بيبل بيجوا بيقروا معانا كويس في شنبات، هم ما عندهم مدارس سترينجلي انف كويس، وجونا ناس من حتات بعيده شديد برا شنبات كويس بيجوا بيقروا معانا في شنبات. فانا بفتكر بانه يعني الرينج اوف اكسبيرينسز في الوقت ذاك انا ريلي هوب يعني. اذكر مره انا كتبتها في فيسبوك، ودي كانت اول ايام لما انا رجعتها من بريطانيا في 2010، وكنت بطلع الصباح بدري شديد، كنت باجي الجامعه مع اخوي راشد بيطلع بدري للساعه 6، فانا بطلع بعدين براقب الاكتيفيتي في الشارع يعني، وبشوف الاطفال اللي بيطلعوا من بيوتهم ونوع العربات اللي بتجي السوق مع عشان توصلوا المدارس كويس. بعدين كتبت انه في الاول بيجوا ناس لابسين شنو كلام زي ده جروب، بعدين بيجي جروب ثاني ممكن اقول اشكالهم حتى نوع العربات اللي بتجي يشيلهم برضه مختلفه. بعدين في النهايه في فيري ليت بيجوا الناس اللي اصلا بيجروا في المدارس بتاع الشنبات نفسها كويس، اللي هم ديل تقريبا ممكن اقول اقل ناس اللي هم ما قادرين يودوا اولادهم المدارس اللي هي المفروض يدفعوا فيها قروش كثير. فده طبعا انت بتكون عملت في بالاكتيفيتي دي عملت سيجريجيشن بين الناس يعني، الناس اللي بيدفعوا كم والناس اللي بيدفعوا كم والناس اللي بيدفعوا كم، انت عملت سيجريجيشن بتاعهم من البدايه يعني كويس. نحن الحكايه دي الحمد لله ما 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 عشناها، وانا ريلي هوب بانه يعني النوع ده من الاكتيفيتيز السوشيال اكتيفيتيز يرجع ونشوفه مره ثانيه في المجتمعات بتاعتنا الصغيره وفي المجتمعات الكبيره على مستوى البلد. يعني انا والله ما تتخيل انه طبعا اكيد الناس معي مستمتعين يعني، نحن سيدي يعني بنقلب في صفحات يعني لسه نعم. ما مشينا نحن بس لسه ما مشينا اي المرحله الابتدائيه يا برو. نعم دي المرحله الابتدائيه ايوه المرحله أيوة. الابتدائيه مدرسه شنبات الفضاء منتخب البرازيل بتقطع الكوبري تمشي تحضر أيوة. الهلال مباريات محمد علي كلاي الدايفيرسيتي في المدارس دي كلها رسائل. انا اتمنى انه الناس اللي بيسمعونا يا جماعه يعني انتم ما تتخيلوا يا جماعه بس اطلع لكم شويه انه البرنامج ده فيه ناس يعني والشكر ليهم استاذ حبيبنا هيثم الكاشف وباجماتيس احمد داوود واخوتنا ريم فيصل والصحفيه رقيه المغربي والشباب بتاع عين التصميم، الجماعه دي كلهم يا جماعه بيشتغلوا كتيم يعني. انا ان شاء الله يجي يوم نوريكم انه الناس دي بيشتغلوا في التيم كيف. فالبرنامج ده يا جماعه نحن صراحه بندعم فيه تمام؟ بندعم فيه ليه؟ عشان لما نجينا يا جماعه يعني غامه ونخله سامغه زي بروف شريف عايزين الناس تستفيد منه،
يعني شوف بس كميه الرسائل اللي يعني انا بكتب، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجه كده يعني انا يعني اقتنعت تماما، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك من فضله. انه ليه؟ الله يبارك فيك. ليه الطلبه بحبك؟ طيب الله يبارك فيك. مرحله المتوسط يا ابرو. الله يبارك فيك. طيب المرحله المتوسطه طبعا يعني برضو كانت مرحله جميله شديد. احنا درسنا في مدرسه الشنبات، مدرسه الشنبات الثانويه العامه، الوقت ده كان مسميها كرتون، مدرسه الكرتون. وعندنا جروب بس الغريبه في 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 في, في الواتساب اسمه هنا مدرسه الكرتون، كويس. في الحقيقه المدرسه من اوائل المباني اللي اتبنت في الحته بتاعت شنبات الاراضي، كويس. الحته بتاعت شنبات الاراضي طبعا حته من الصافيه لحد هناك لحد الحنفايه، حته كانت فاضيه، يعني حته كانت فاضيه تماما. حتى كان في من الحاجات اللي نحن دائما بنتذكرها، كان في ميدان كبير جدا في دائره بنسميها، نحن بنسميها دائره الحصين، كويس. يعني الحصين لما بتتدرب وكده في دائره كبيره جدا بتجي الحصين بتجري فيها، كويس. احنا برضه كنا بنجري، بنمشي نجري مع الحصين دي، كويس، نجري نلف الدائره دي ونجي ثاني للكوره بتاعتنا ولا كده. فالمدرسه بتاعتنا مدرسه شنبات الثانويه العامه، يعني احنا برضه كنا الغريبه الدفعه نمره 2 في المدرسه، كويس. طبعا في الوقت ده كان حصل التغيير بتاع السلم التعليمي من 4 4 4 اتحول ل 6 3 3. ففي البروسيس دي كان في تغيير بتاع عدد من المدارس وكلام زي ده. المهم احنا لما جينا المدرسه نحن كنا في سنه اولى، خشينا سنه اولى وكان في سنه ثالثه، يعني نحن في سنه اولى وكان في سنه ثالثه، سنه ثانيه ده ما كان موجود، كويس. فنحن احنا كنا اول دفعه خشيت في مدرسه بعد الثانويه العامه من سنه اولى، فوصلنا فيها سنه اولى وثانيه وثالثه. وكان عندنا في الحقيقه كنا محظوظين جدا، مجموعه من الاساتذه، في استاذ حسن احمد، ربنا يديه الصحه والعافيه، يعني واحد من الاساتذه انا لازم اشيد بالدور بتاعه في التعليم بتاعنا. انا بتذكر يعني، ودي حاجه احتمال هو ذاته ما يكون، يعني انا كتبت عنها كم مره في فيسبوك، لكن انا عاوز اذكر المعلومه دي مره ثانيه. هو من ابناء شنبات، ويعني ساهم في الادوكيشن في شنبات وفي غير شنبات ثرو اوت هيز لايف، يعني وما زال يقدم في التعليم. نحن لما جينا مدرسه الشنبات الثانويه العامه زي ما قلت لك، نحن كنا في سنه اولى وكان في فصل في سنه ثالثه. سنه اولى الناس الاساتذه الموجود كان في نقص في الاساتذه في الوقت ذاك، فكان الاساتذه الى حد كبير كانوا مهتمين بسنه ثالثه لانهم ديل الناس اللي حيتخرجوا وحيمشوا للثانوي. نحن في سنه اولى الاستاذ حسن احمد ديا كان تقريبا بيدرسنا اي حاجه. انا بتذكر يعني الحصص قول 7 حصص في اليوم، يصدف مرات حسن احمد يدرسنا 6 حصص في اليوم. يعني كان فيري كين وكان فيري ديتيرمين انه الناس الموجودين في سنه اولى ديل لازم ياخذوا الادوكيشن اللي بيستحقوه. فبذل قصارى جهده، يعني كان بيدرسنا رياضيات، انجليزي، جغرافي، اي حاجه كان بيدرسنا، كويس. ف يعني الدور اللي قام به حسن احمد في الادوكيشن بتاعنا، يعني انا بفتكر بانه ده واحد من اهم البيلرز في حياتنا، بتكلم عن حياتي انا الشخصيه، لانه وزاوت المجهود اللي بذله حسن احمد في ذلك الوقت نحن ممكن كنا نكون حاجه مختلفه، لانه كان في سنه من عمرنا حتكون ضايعه. برضو من الاساتذه الشنبات اللي لازم اذكرهم، الاستاذ عثمان عبد الحافظ، برضو من ابناء شنبات، وهو قدم للتعليم يعني ما اعرف اقول شنو، لكن يعني كان له دور كبير جدا في التعليم بتاعنا. الاستاذ عبد الحليم رحمه الله، يعني ومجموعه كبيره جدا من الاساتذه يعني ساهموا وبذلوا. الاستاذ الفاتح محمد احمد برضه من درسنا اللغه الانجليزيه، وكان يعني انا بفتكر بانه لولا استاذ الفاتح احنا كنا حنكون حاجه مختلفه يعني. فهؤلاء الاساتذه الافاضل، يعني انا ما اتذكر المدرسه دي، بتذكر الاساتذه، لانه الناس زي ما قلت لك يعني كانوا بالنسبه لنا اي حاجه في حياتنا، كانوا هم هذه المجموعه من الاساتذه. برضو لازم اتذكر بدون ذكر اسماء، لانه انا اذا حاولت اذكر الاسماء بتاع زملائنا الطلاب في ذلك الوقت، انا متاكد يعني حيدقوني، يعني لانه عندنا جروب كبير جدا فيه اكثر من 100 من زملائنا، فاذا نسيت اي واحد يعني حيكون عندي مشكله. لكن هؤلاء الشباب يعني اجمل ذكريات عندنا نحن في المراحل المختلفه، انا افتكر بانها كانت في مدرسه الشنبات الثانويه العامه. بعدين كان عندنا بيئه اتاشمنت غريب شديد لهذه المدرسه، وما زالت عندنا علاقه قويه بهذه المدرسه، مع انها تحولت الى مدرسه ابتدائيه بعد ما حصل التغيير طبعا بتاع التعليم
ابتدائي وثانوي فقط، فتحولت المدرسه الى مدرسه ابتدائيه، لكن ما زلنا يعني مرتبطين بهذه المدرسه، ليس فقط وجدانيا لكن فيزيكلي برضه نحن بنحتاج الى هذه المدرسه. ونتمنى انه هذه المدرسه وتفر الدور اللي بتقوم بها، اذا كانت في الابتدائي او في الثانوي او غيره، يعني نحن هنقف خلف هذه المدرسه وندعمها دعم كامل ان شاء الله في 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 فيما تبقى من عمرنا يعني. فالفتره الثانويه العامه بالنسبه لي انا يعني من ناحيه اكاديميه، انا ممكن اقول بانه دي المرحله انا اكتشفت فيها نفسي اكاديميا، يعني الاهتمامات بتاعتي الاكاديميه والاحساس بانه الزول ممكن يعمل حاجه في حياته كانت في هذه المدرسه. وانا لازم في هذه العجاله يعني لازم اذكر ايفنت كان له اثر كبير جدا جدا في شخصيتي وفي الاسبيريشن بتاعتي في حياتي. اذكر ان امتحنا امتحانات انا العاديه يعني امتحان الصف يعني، وبعدين احنا جارين في المدرسه زي يعني زي اي كل المدرسه جاريه يعني بنلعب وكلام زي ده. فالاستاذ حسن احمد هو ذاته ما حيكون مذكر الايفنت دي، ناداني، كانوا كلهم هم الاساتذه قاعدين ومعاول المدير بتاع المدرسه كده قاعدين كانوا بيفطروا، فناداني قال لي يا شريف تعال. فجيت جيت جاري، طبعا متخيل في حاجه ايفنت كبير حصل يعني. ف يبدو بانه اول حاجه اللي عرفت انا في الوقت ذاك انه انا كنت الاول بتاع المدرسه، لكن دي ما كانت الحاجه اللي هو داري يوصل لي، كان داري يوصل لي بانه الفريق بيني وبين الثاني كان فريق كبير كويس. وبعدين قدام الاساتذه طلب مني انه يا شريف لازم تحافظ على المستوى بتاعك. انا الاستاذ حسن احمد اتمنى بانه التسجيل ده يوصله ويعرف بانه كيف هو بطريقه غير مباشره كان له اثر كبير ومباشر بالنسبه لي انا في التكوين الوجداني بالنسبه لي في المستقبل بتاعي. فانا من تلك اللحظه انا كنت ديتيرمين بانه انا لازم اتليست بالنسبه للمدرسه دي انا لازم اسجل حاجه كويسه يعني بالنسبه للمدرسه كويس، لانه ما عاوز ديسابوينت الاستاذ حسن احمد حاج ابراهيم. فالكلام ده كان في سنه ثانيه، بعدين طبعا انتقلنا لسنه ثالثه، والنتيجه بتاعت الايفنت الحاجه اللي هو قالها لي في الوقت ده كانت بانه انا جيت الاول بتاع المديريه وكنت الاول بتاع السودان. طبعا كل مديريه كانت بتمتحن براها، لكن الحقيقه وطي اينو بان انا كنت الاول بتاع المديريه، طبعا دي حاجه معلنه يعني، لكن اولسو انا كنت الاول بالنسبه لي، يعني كنت جبت اعلى معدل في كل السودان في الوقت ده في المرحله الثانويه من العام للعالي. فالدور المباشر طبعا الكلام ده يا جماعه انا بقوله يعني ما اقدر اقول بانه انا كنت الاول، ما اقدر احتفل بكده، لكن عاوز اقول رساله لكل الادوكيترز انه الكلام اللي انت بتقوله لطالبك ما تفتكر بانه ده كلام ساي وجمهور ساي. اذا كان الكلام بتاعك كلام بوزيتيف وكلام انكرجينج للستودنتس، تاكد بانه الستودنت ده ويتيك الحاجه اللي انت بتقولها يعني انتو اكاونت. If you discourage him he will be discouraged. If you encourage him he will be encouraged. خاصه اذا كان عنده احترام لك، وبالتالي النتيجه المباشره بانه الزول ده حيكون على الاقل ما عاوز تو ديسابوينت يو. وانا شخصيا على المستوى الشخصي في المسيره بتاعتي يعني كإدوكيتر، إذا استعملت الكلمة دي، عندي أمثلة كثيرة يعني ما داري أذكرها هنا، إنه أنت يعني إذا كان يعني نقلت للطالب بأنه please don't disappoint me do better يعني than what you do، أتأكد بأنه الزول ده he or she will do a lot better than you expect. فدي رسالة أتمنى بأنه الإدوكيترز هنا الموجودين يتذكروا بأنه يعني try always to encourage الناس، يعني بعدين try to highlight الحياة الناس اللي بيعملوها كويسة، وبعدين try to ignore الحياة السيئة، يعني الحياة السيئة دي ممكن بجنبها كده تلكسوا، لكن الحياة الكويسة نبيهم بأن والله انت عملت الحياة الكويسة، وانا acknowledge بأنك انت جديد well وانا expect you to do more يعني. فدي رسالة أتمنى بأنه الإدوكيترز انت قولي، ودي تجربة شخصية يعني أنا أتمنى بأنها تصل للناس. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. سؤال أو محطة، مسابقة الرياضيات، مسابقات الرياضيات. ايوه نعم طبعا، مسابقه الرياضيات دي بتجيك في الثانوي العالي كويس، اللي هي الاولمبيات الرياضيات، نمشي للثانوي العالي. هاي نمشي للثانوي العالي. هاي الثانوي العالي طبعا كان يعني من المحطات الغريبه شويه، طبعا انت بتجي الثانوي العالي بيكون في تغييرات كبيره في التفكير بتاعك والتوقعات بتاعتك، وبيكون في تغيير كبير حاصل في حياتك عموما يعني كويس، بيكون في ابس اند داونز في المرحله بتاعت الثانوي دي بالذات يعني. فوق شيء الثانوي، وبرضه طبعا الحاجه الكويسه في المرحله بتاعت طبعا قرينا في مدرسه بحري الثانويه الحكوميه بنين، مدرسه بحري، وهي مدرسه عريقه ومدرسه نحن كنا بنفتخر بانه
يعني كانت واحد من الاسبيريشنز بتاعنا انه عايزين نخش مدرسه بحري. يعني اي زول موجود في بحري ده يقرا في بحري الثانويه. طبعا المدرسه يعني انا طبعا ممكن اتكلم عن المدرسه والهيستوري والتغييرات اللي حصلت فيها والاثر بتاع يعني ال 30 سنه السابقه على المدرسه ده ممكن اتكلم عنه في النهايه، لانه ده طبعا حاجه قريبه للوجداننا ولوجدان كثير من الناس. لكن المرحله بتاعت الثانوي كانت مرحله بتاعت تكوين شخصيه الى حد كبير، ومرحله بتاعت انه نحن بدينا يعني الواحد يبدا يشوف العالم بنظره مختلفه. طبعا مشينا نحن طبعا لحد الثانوي العام الى حد كبير كنا محصورين بزملائنا في شنبات، وزملائنا اللي كانوا بيجونا من الحتات اللي هو شمال شنبات من الحلفايه، بعض منهم كانوا بيجونا من الكدرو وكذا، كانوا بيجوا بيقروا معانا في مدرسه شنبات الثانويه العامه. لما مشينا بحري التقينا بمجموعه نجره ومجموعه ممتازه جدا من كل المدارس ببحري، ناس من الشعبيه، من المزاد، من الختميه، من وين يعني، وبعدين حتى من الحتات الثانيه من الحلفايه من الكدر وكذا، يعني كل الاسبيكترم بتاع بحري الناس كلهم التقوا في مدرسه بحري. بحري وكنا مدرسه بحري الثانويه الحكوميه بنين. فالتقينا مع هؤلاء الشباب، والمدرسه كانت مدرسه ممتازه، وكانت يعني مدرسه ويل اكويبت، ونحن كنا اكستريملي براود ان نحن نكون بارت من هذه المدرسه. وطبعا انت بتجي في انفايرمنت جديد بالنسبه لك يعني، والحي كويس انه الناس كلهم كانوا يعني كان في تجانس تام مع زملائنا في مدارس في مدرسه البحري. الناس اللي كانوا قدامنا عندنا اخواننا وكذا كانوا قدامنا، وبعد ذلك طبعا برضه جو الناس برضه معانا من شنبات في احنا مشينا لقدام. فالفتره بتاعت الثانوي يعني الى حد كبير يعني كانت مرحله دايفيرس، والاكتيفيتيز فيها كانت دايفيرس برضه، كان فيها كوره وفيها باسكت بول. عندنا ميدان طبعا اكثر مدرسه البحري من اكثر الحاجات المشهوره بها انه فيها ميدان بتاع باسكت بول، ولحد الان الناس بيتذكروه كويس شديد يعني. وكان فيها مجموعه من المعامل لحد الان الغريبه موجوده هذه المعامل، لكن it was unused for a very long time. المعامل دي ما زالت موجوده. المدرسه ضخمه شديد، نحن كنا اربع انهر اربع فصول، فالتقينا بمجموعه ممتازه جدا، والحاجه الكويسه انه نحن الى الان متواصلين مع هذه المجموعه من زملائنا اللي هي نحن دفعه 79 اللي هو طلعنا 79 من المدرسه. فكانت مرحله من ناحيه بتاعت education اتعلمنا فيها الكثير، تعلمنا كثير جدا في هذه المرحله. انت طبعا قبل سالتني في الرياضيات، وانا ممكن اقول انه في المرحله بتاعت الثانوي يعني الحب بتاعنا والشغف بتاعنا للرياضيات ممكن اقول يتكون في هذه الفتره. واذكر قصه انا كنت دائما بحكيها، نحن كنا في سنه ثالثه، يوم كده نحن جينا الصباح بدري، فجانا المدير بتاع المدرسه قام نادانيا شريف تعال، و معي باشمهندس محمد جار النبي وهو واحد زملائنا وقريبنا برضه من الشنبات، قال لنا يا اخي في مسابقه في بتاعه رياضيات، ونحن وانا عاوزكم تمثلوا المدرسه، المسابقه 200، قال الامتحان الليله، امتحان الساعه 10، نحن صباح المدرسه يعني، كيف الساعه 10؟ قال لا تمشوا، الامتحان الساعه 10، فقلنا مشينا، قلنا الامتحان وين؟ مشينا، قالوا والله الامتحان في جامعه الخرطوم، احتمال دي اول مره احنا نخش جامعه الخرطوم، ها وين؟ قالوا في كليه العلوم، فتش، لقينا الكليه، كويس؟ دخلنا اللي ذكر في جي ال تي، قالوا الامتحان هنا. خشينا امتحاننا مين جاوبنا ورجعنا المدارس يعني. بعد فتره احنا طبعا نسينا بانه امتحاننا، فبعد فتره قام الجماعه بيسمعوا في الراديو، قاموا زعوا اسمي، قالوا الاول بتاع مدير الخرطوم شريف فضل بابكر، كويس؟ وبعدين الثاني وبرضه زميلنا لقيناه ليتر في الجامعه يعني، فتحي جابر، اتمنى انه يكون بيسمع او اولاده او كده يعني، واحد من النوابغ يعني في الرياضيات، فهو كان من اولاد درمان، فهو كان الثاني، فقالوا الاول والثاني حيمثلوا المديريه، كويس؟ المهم بعد فتره كده المدير قام نادانا ثاني، قال والله يا اخي المفروض تمشوا تمتحنوا الامتحان بتاع الرياضيات بكره. قال تمشوا الجامعه. قلنا خلاص نمشي الجامعه. فشلنا شنطنا مشينا، قالوا الجامعه الناس يبيتوا في الجامعه. شلنا شنطنا ومشينا الداخليه لاول مره يعني نخش الجامعه الداخليات كمان، كويس؟ فامتحنا. طبعا الحاجه الكويسه طبعا دي واحده من الحاجات الغريبه شديد، انه كل المديريات تزعى في الوقت ده، كل مديريه جابت احسن اثنين احسن طلاب في الرياضيات اللي هم امتحنوا الامتحان في الوقت ده. فجينا وكانت يعني انا افتكر بانه من اجمل الفترات اللي احنا عديناها، كانت الفتره بتاعت اسبوع تقريبا اللي احنا عديناها في الداخليه،
لقينا الشباب ديل جايين من كل المديريات كويس انكلودنج المديريات بتاعت جنوب السودان الثلاثه الوقت ذاك. فكانت فتره جميله جدا انك تلاقي ناس من حداد هم في الغالب او معظمهم في الحقيقه لاول مره يطلعوا من الحته اللي هم فيها يعني كويس وجوا الخرطوم. ونحن طبعا اوريدي في الخرطوم لكن ويمكس مع ناس احتمال اصلا ما لقيناهم قبل كده او ما لقينا ناس بالشكل ده يعني بهذا الوضع يعني very close ساكنين في نفس الداخليات. كانت فتره جميله شديد. والحاجه اللي طبعا الاوت كم الفاينل اوت كم قالوا النتائج يوم كده مبارك قالوا احتفال كبير كان في نادي النادي بتاع الطلاب في جامعه الخرطوم بتاع الجامعه كويس اللي هو دار الطلاب دار اتحاد الطلاب بتاع الجامعه. فمشينا وجو عدد من الاساتذه وبتاع ما اعرف عامل كليه العلوم شو عدد من الناس انا ما بتذكرهم هم منهم كويس. لكن تو ماي سيربرايز بان وانا كنت الاول بتاع الاولمبياد كويس وذكر ادوني قروش كانت 100 جنيه سوداني وادوني تذكره الى مصر كويس يعني كانت من حاجه جميله شديد يعني 100 جنيه دي كانت الوضع في يعني. ففعلا لما مشيت مصر واستمتعت بال 100 جنيه ولكن الحاجه الاهم بان انا كنت الاول. لكن الحاجه الغريبه شديد طبعا ليتر ونحن طبعا وي ونت اون ما ادري عشان بصل الموضوع ده ريليتد بالاولمبياد يعني فوي ونت اون وخشينا الجامعه. لكن تو اور سيربرايز انه كل الناس اللي احنا لقيناهم في الاولمبياد مره ثانيه لقيناهم في كليه الهندسه. يعني فعلا الناس دي كانوا ناس مميزين وفعلا كانوا ناس مميزين في داخل كليه الهندسه. فده بيعكس لك مدى اهميه النوع ده من المنافسات وانك تعكس الروح الايجابيه وسط الطلاب وكده بالمنافسه الايكوال يعني المنافسه كانت كومبليتلي ايكوال يعني ما في اي ادفانتج لزول كان في الخرطوم او زول كان في حته ثانيه يعني كويس. فنحن كنا صح انا كنت الاول لكن الثاني ما كان من الخرطوم يعني كان من حته ثانيه يعني كان تماما يعني كويس. محمد صالح ده كان جاي من خورطقة يعني كويس. فده بوريك بانه يعني في ذلك الوقت الادوكيشن كان بالانسد وكان في نوع من المساواه في الادوكيشن في كل السودان يعني الناس جايين من السودان الثانويه. طيب يا بروف معلش الثانويه نعم ما شاء الله يعني الواحد يعني لازم نستفيد منك اللي ما حنخليك ساكت يعني الله يبارك فيك يا دكتور. طيب يا بروف المساواات دي حاجه جميله جدا وفيها نوع من التحفيز وفيها نوع من الموتيفيشن. طيب لكن انت سيدي بقيت ما شاء الله يعني بقيت مدرس في الرياضيات، هل دي اثرت على اهتماماتك الثانيه دراستك للمواد الثانيه ولا زادت الشغف ليها؟ والله طبعا يعني هو طبعا الرياضيات ما كانت براها في الوقت ذاك يعني او الاهتمام ما كان فقط بالرياضيات هي ما بكل كل 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 العلوم يعني كل المواد الثانيه يعني كان في اهتمام الى حد كبير يعني بها. طبعا انا لما يعني just thinking about الاهتمام بالمواد وكذا يعني لما انتقلنا طبعا احنا للامتحان من العام من العالي للجامعه يعني برضه we did well يعني في المواد الثانيه يعني كويس we did reasonably well يعني. طبعا يعني في بعض المواد مثلا اللغه العربيه التربيه الاسلاميه التاريخ مثلا الجغرافيا الحاجات زي دي يعني في بعض المواد انت بتكون عندك ليها اهتمام ممكن نقول اهتمام فطري يعني كويس يعني ما بالضروره for academic purposes يعني كويس يعني مثلا الاهتمام باللغه العربيه والكتابه والتعبير وكده يعني انا افتكر بانه يعني we did reasonably well يعني صح احنا ما experts في المجال ده لكن يعني ما بطالين شديد في كثير من العلوم دي. نعم برضه الاهتمام باللغه الانجليزيه برضه كحاجه يعني كحاجه مهمه في الوقت ده اللي هي قبل الجامعه وبعد الجامعه واحتمال الى اليوم يعني الواحد عنده اهتمام الى حد كبير بالاشياء دي يعني. لكن طبعا انت from a professional point of view تلقى نفسك يعني اتاج اكثر للمواد وكده اللي هي علاقه مباشره بالبروفيشن بتاعك يعني اذا كان فيزيكس اذا كان ماثماتكس يعني just الماثماتكس يعني والانجينيرنج عموما يعني والريليتد سبجكتس يعني. واحدة من الحاجات اللي انا برضو منتهز الفرصه دي لازم اذكرها يعني وانا مشهور بان الدكتور عبد الرحمن كرار يعني معانا هنا في هذه العجاله يعني انا مفتكر بان احنا كنا برضو محظوظين الى حد كبير في الانفايرمنت اللي عشنا فيه هو الفتره بتاعه الثانوي والفتره بتاعه الجامعه
الى حد كبير يعني، فكنا محظوظين بانه وجود اشخاص يعني عندهم اهتمامات مختلفه زي دكتور عبد الرحمن كرار، وهو طبعا يعني انا عنه بانه هو عنده اهتمامات قويه بمثلا الليتريتشر انجلش ليتريتشر وبالتاريخ وبحاجات كثيره كويس. فنحن بنحاول كنا برضو نحاول نجاريه يعني في اهتماماته الاهتمامات المختلفه. لكن واحده من الحاجات دي من الحاجات اللي انا عاوز اذكرها، واحده من الحاجات المهمه شديد وكان لها اثر مباشر في الـ في الـ في المسيره بتاعتنا، كان الاهتمام بتاعنا بتفاصيل الاشياء. كان الاهتمام بتاعنا بتفاصيل الاشياء، يعني كان عندنا التندنسي وكان عندنا يعني الميول الدائم لانه نحن نحاول تو اندرستاند الاشياء، يعني نوت تو تيك ثينجز فور جرانتد. في معلومه معينه انت لو ما اكدت منها ولو ما اقنعت نفسك بان المعلومه دي حقيقه، انت ما تحاول تدعي المعرفه تدعي بانك بتعرف هذه المعلومه. فدي واحده من الحاجات اللي كان لها اثر، ولحد الان بالمناسبه الحكايه دي لها اثر مباشر على 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 الاتيتيود بتاعنا towards science عموما. يعني حاجه انت ما متاكد منها، حاجه انت ما عارفها ما مقتنع بها، ما تمشي بها واحتمال ما تحاول تنقلها لغيرك يعني. فده واحد من زي ما انا ذكرت بيل، يعني ده كان واحد من الحاجات المهمه شديد كان له اثر مباشر بانه نحن يعني نكون الوجدان بتاعنا، ممكن نقول الوجدان الهندسي والوجدان العام بتاع towards science. والى الان يعني انا واحد من الناس بحمل هذه الصفه، يعني حاجه انا ما مقتنع بها بحاول اقنع نفسي وبحاول يعني افهم الحاجه دي قبل ما احاول استعملها، ما بي قبل ما احاول امشي بها لقدام. فدي برضو رساله عاوز اوصلها للشباب اللي بيسمعوا في هذا البرودكاست، انه يعني دائما بقول للناس اذا انت في حاجه ما فاهمها ما تمشي لقدام، لا ارجع لورا ارجع لورا لحد ما تفهم الحاجه دي، حتى بعدك تحاول تمشي ستيبس لقدام. فانا بكرر هذه الرساله انه يا جماعه always try to build the base بتاع go always try to go back to basics understand the basics بعد ذلك انطلق امشي لقدام. فانا really hope بانه الرساله دي تصل والناس يحاولوا يعني يستفيدوا من الحكايه دي، لانه نحن على المستوى الشخصي استفدنا منها كثير في خلال المسيره بتاعتنا القصيره يعني. الونسة مستمرة لحد الآن، يعني مدرسة شمبات، مدرسة الكرتون، المسابقات المدارس وبحري الثانوية. نعم. طيب نجي بعد ذاك طبعا في المرحلة الثانوية الواحد يعني بيكون شخصيته تقريبا معالمه بدأت تصهر. بالضبط. ويعني ما شاء الله بالإنفايرومنت اللي انت فيه، الإنفايرومنت الثقافي والديموغرافي وكده يعني. نعم. البعد السياسي كان وضعه شنو في الوقت ذاك يا بروف، وتأثيره على المدارس؟ نعم والله، طبعا الفترة بتاعتنا طبعا الوضع السياسي كان في طبعا يعني الأحزاب كانت موجودة في الوقت ذاك كويس، يعني طبعا الاتجاه الإسلامي كان موجود كويس في المدارس على المستوى بتاع المدارس، والقطاعات الثانية يعني الأحزاب الثانية زي الحزب الشيوعي وكده والمستقلين إلى حد كبير بدوا يصحروا في الوقت ذاك. الميول بتاعتنا انا برضو في واحد من الحاجات المهمه، يعني احنا في شنبات برضو نشانا يعني كان عندنا ميول، ممكن تقول ميول صوفيه الى حد كبير يعني كويس، وكان عندنا انتماء صوفية وكده، يعني كنا برضو الجانب ده ما يعني ما ننساه برضو as well. لكن في المرحله بتاعت الثانوي يعني كان في تجاذبات مختلفه، كان في تجاذبات مختلفه يعني بين الاتجاهات الاسلاميه الى حد ما والاتجاهات اليساريه في المجتمع الطلابي كويس. لكن ما اقدر اقول بانه يعني التجاذبات دي كانت عندها تاثير نيجاتيف على الانفايرمنتس الموجوده في المدارس في الوقت ده كويس. طبعا الوقت ده طبعا كان الوقت بتاع نميري كويس، يعني ما كان في حريات سياسيه في الوقت ده، لكن الى حد كبير ما كان في القمع اللي هو يعني الناس ممكن يتخيلوه اتليست في الوقت ده احنا فيه اثناء وجودنا في المدارس كويس. الحركات السياسيه او كده يعني كان عندها دور الى حد ما في تشكيل ودانا، لكن ما اي دونت ثينك بانت واز ات واز ذات سترونج. اتليست الاحزاب السياسيه كانت معروفه، نحن ممكن نكون تاثرنا اكثر بالاحزاب بالتصوف عموما كويس. كان عندنا انتماءات لبعض الطرق الصوفيه، يعني كنا نمشي ابو قرون والمضوم بان والحكايات زي دي كويس.
لكن ده برضو ما معناه انه كنا غافلين الاشياء الثانيه في الحياه الاجتماعيه عموما يعني. طبعا في الوقت ده في ناس يعني مشوا في الاتجاه الاسلامي ولحد الان عدد كبير منهم، ولا وناس مشوا برضو في الطرق اليساريه وكده، يعني نتمنى لهم كل الاحترام والتقدير. وكلهم قاموا بادوار مختلفه يعني في المجتمع، عندهم ادوار بوزيتيف كلهم في تكوين حتى قدامنا نحن في ذلك الوقت وفي ما تلا من السنين. طيب يا بروف، خلاص يعني انت ماشي للسنه الثالثه اللي هي منها وتمتحن للجامعه. ايوه. طيب طبعا الفتره بتاع السنه الثالثه دي او ما سبق السنه الثالثه دي من الفترات الجميله جدا، والى حد كبير كونت وجداننا وكونت شخصيتنا ما بي الى اليوم يعني. واحده من الحاجات المهمه شديده انا لازم اذكرها اللي هو نحن ماشيين من ثاني ماشيين على ثالثه، كان في ذلك الوقت زملائنا واخواننا وحنا في شنباد اللي هم كانوا منسوبين لجامعه الخرطوم، وبرضه كانوا منسوبين بعض منهم لجامعه القاهره فرع الخرطوم في ذلك الوقت، كويس، كانوا بيعملوا كورسات تقويه في ذلك الوقت للطلاب، كانت كورسات مجانيه. فنحن بمجرد ما انتهينا من سنه ثانيه، اليوم الثاني طوالي مشينا الكورسات بتاعت اللي هو رابطه الطلاب وخريجي جامعه الخرطوم بشنبات، وكانوا بيدرسون مجموعه نيره من الاساتذه في ذلك الوقت. يعني برضو ما درس كويس من اي واحد منهم، لانه نازل بذلوا معانا قصارى جهدهم وبذلوا معانا كل ما يمكن يعني ان يعطى، كل ما يمكن يعطيه الاستاذ للطالب في ذلك الوقت. فدرسنا كل المواد تقريبا، ممكن نقول كل اتليست المواد العلميه يعني من الرياضيات، كيمياء، يعني الناس اللي كانوا ماخذين احياء ما كنا ماخذين رياضيات اضافيه، كويس. وطبعا الرياضيات الاضافيه انا لازم اذكر هنا الاستاذ نور عبيد، انا اتمنى انه يكون متابعنا هنا وهو موجود في الخليج، ومجموعه اخرى من الاساتذه اللي هم كانوا يعني هم معظمهم كانوا طلاب في جامعه الخرطوم، ومعظمهم او عدد كبير منهم كانوا خريجين اوريدي وكانوا بيساهموا وبيعطوا من وقتهم بلا مقابل للطلاب. فدرسنا في ذلك الكورس وطبعا ده برضه كون جزء كبير جدا من شخصياتنا وعلاقتنا المباشره مع الاساتذه، اللي هم يعني الجاب بيننا نحن كطلاب والاساتذه الجاب ما كبير يعني، فكانوا اصدقاء اقرب اكثر من انهم يكونوا اساتذه بالنسبه لنا. فدي افتكر بانه كان عندها دور كبير جدا في تكوين شخصياتنا، وراح اتكلم عن الموضوع ده لما واصل شويه لقدام. نعم. فبعد ذلك طبعا احنا خشينا المدرسه ووصلنا في المدارس وامتحنا، واذكر احنا بمجرد ما انتهينا الامتحانات اليوم الثاني جاني اتذكر الاستاذ الباشمهندس نور عبيد للمره الثانيه اذكره، قال لي يا شريف يا اخي احنا عندنا كورس بتاع الجبر تقدر تدرسه لنا؟ قال لي ادرسه، انا لسه نتيجتي ما طلعت. قال لي لا، حتنجح وحتخش الجامعه فتقدر تدرس الكورس ده، كويس. المهم بعد مجابده خد وهات وكلام زي ده، فوافقت انه ادرس الكورس. فجيت ادرس الكورس، طبعا دي اول تجربه لي انه ادرس يعني. فكان انا بدرس الكورس، وانا اتمنى عبد الرحمن كرار يكون متابع معي في هذا يعني هذا البرودكاست، لانه عبد الرحمن كرار كان هو احد طلابي، كويس. يعني انا قدامه بسنه لكن انا بدرس فيه في الماده اللي هو حيمتحنها، كويس. ومجموعه كبيره جدا من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشباب، كويس، اللي هم في النهايه جديد اكستريملي ويل يعني في الكارير بتاعهم، خشوا الكليات المختلفه يعني الطب، الهندسه، القانون، البتاع. فبدل انا ادرسهم، والفريق بيني وبيناتهم سنه واحده، كويس. طبعا بعد ذلك احنا خشينا الجامعه وبقينا نحن في رابطه الطلاب وخريج جامعه الخرطوم في شنبات، كويس. بعد ذلك طبعا ناس عبد الرحمن كرار برضه نفس الحركه اللي عملوها لي، انا عملناها ثاني في عبد الرحمن كرار برضه، عبد الرحمن ومجموعه اخرى ناس الرخويلي وغيره، كويس. فديل برضو جه طوالي بدرسوا، والحكايه استمرت يعني الناس اللي بنحس بانهم ناس كويسين طوالي بنخليهم يدرسوا. فالحكايه دي استمرت، نحن يعني امتحان الشهاده سنه 79، فانا استمريت بدرس اللي هو تدريس للطلاب بتاع شنبات والطلاب بتاع كل المنطقه بتاع البحري، وكان عندنا عدد كبير جدا من الطلاب بيجوا من الحتات او صايد بحري يعني من ام درمان ومن الخرطوم ومن غيره في الروابط بتاعت شنبات، كويس. من 79 لحد انا ما طلعت من السودان سنه 90، يعني انا طالب في الجامعه، وبعد ذلك اتخرجت من الجامعه كنت مساعد تدريس،
كويس، مشيت بريطانيا وجيت راجع، عملت ماجستير وجيت راجع برضه مواصل كويس. فدي خلقت بمناسبه، انا بفتكر بانه دائما لما يعني ناس بيزعلوني، يا اخي انت ليه علاقتك كويسه مع الطلاب كويس؟ ده سؤال يعني، وليه الاساتذه الثانيين علاقاتهم مو كويسه؟ انا ما داري ادعي بانه علاقتي كويسه، لكن ده الكلام اللي انا بسمعه وبحاول القى تفسير كويس. بعدين الكلام ده برضو انا مع الدكتور عبد الرحمن كرار قاعدين نتكلم دائما، وعبد الرحمن برضو عنده نفس الصفه انه علاقته كويسه جدا مع الطلاب كويس، علاقه بتاعت فريندز يعني اكثر من علاقه بتاعت استاذ مع طالب. انا بالنسبه لي اكسبلانيشن السبب المباشر هو الاثر بتاع وجودنا في رابطه الشنبات في الوقت ده، وانه نحن كنا بندرس ناس الفرق بيننا وبينهم كان بسيط شديد. يعني احنا الاثنين بتتعامل مع كل السبيكترم ديا بانهم اصدقاء، يعني انت ما استاذ بالنسبه لهم لانه نازل معك طلبه في الجامعه كويس، نحن زملاء في الجامعه بندرس ناس، بعد شويه حيكون هم ذاتهم زملاء في الجامعه. فالريليشن شيب بيننا نحن كاساتذه في الوقت ده مع الطلاب اللي هم الفريق طبعا بدا يزيد، يعني من سنه بقى سنتين ثلاثه لحد ما بقى 10 سنين، لكن وي نيفر لوست الفيلينج بتاع انه والله الناس دي قريبين لك. وانا شخصيا واحد من الناس الى الان بتعامل مع الطلاب دي كويس، بتعامل مع كل الطلاب يعني، مبي انا هوب انه بعض منهم يكونوا يعني ذا واي اي فيو الطلاب دي بانهم الناس دي قريبين شديد لي، الناس دي قريبين يعني، ما بحس بانه انا يعني في فريق في العمر كبير، مع انه الفريق كبير شديد يعني انا ساعه كل مره بيجيني طالب يقول لي والله يا اخي يا هنا يا ابوي قال هو دفع الوراق بثلاث سنين، يا اخي ما اقول يا اخي انا حاسبك اخوي هنا زميلي، تقول لي يا اخي هنا يا ابوك هنا انا درسه، ما اقول يعني كويس. فالاحساس بالضبط كده يعني، الاحساس بتاع انك انت ديل ناس قريبين لك، الاحساس وي نيفر لوست الفيلينج ده. والى الان انا بمشي بدرس الطلبه يعني، انا فيل بانه الناس قدامي ديل الناس ديل يعني هم اصدقائي. وبمناسبه انا الى الان يعني لما اتخاطب مع الطلاب ما بقدر اقول لهم يا ابنائي، الى الان بمناسبه ما بقدر اقول لهم يا ابنائي كويس، بقول لهم يا اصدقاء يا كده يا زملاء، لكن يا اقول لهم يا ابنائي، بحس بانه انا يعني انا يعني دي الناس قادرين يعني كويس، مش محاوله بانه انا صغير نفسي، لكن this is my feeling لانه الكونتينيوتي بتاعت الفيلينج ده يعني I never lost this feeling. ما يكون في حاجز بعدين دكتور؟ نعم لا ما في اي حاجز. وعشان انا والله ما اعرف، لكن احساس جميل يعني، انت لما تقول يا يعني كده انا بحس انه ما في حاجز يعني، انا عندي مشكله بالضبط حاجز على اصلها باجي بكل اريحيه يعني، ودي المفروض يكون في الاستاذ يعني. نعم الله يبارك فيك. طيب امتحان الشهاده يا ابو، نعم نتيجتك كانت كم؟ وقررت انك انت في الوقت ذاك انك انت تمشي تدرس هنا كويس؟ ده طبعا رايت سؤال ظريف شديد يعني. طبعا انا النتيجه بتاعتي افتكر كانت زي 84 شويه، لكن كنت الرابع بتاع الشهاده كويس. الاول افتكر كان الغزالي دكتور اسفي موجود في بريطانيا كويس، كان افتكر 86 اللي هو كان الاول، من احنا كنا انا كنت الرابع يعني كويس. الغريب انا لما خشيت كانت الرغبه بتاعتي الاولى، وقدمت في الحقيقه واخذوني اخوي اقرا فيزيكس بالمناسبه كويس. يعني انا ما خشيت هندسه في الاول، خشيت فيزيكس كويس، وكانت الرغبه بتاعتي الاكيده انه اخش اقرا فيزيكس كويس. بعد ذلك طبعا خشيت الجامعه وكده، وبعدين حتى لما بدينا السنه الثانيه يعني اديت فيري ويل في السنه الاولى يعني، احنا كنا مجموعه من الشباب كنا جايبين 5 ايز يعني، كانت اربع مواد وكنت جايب 5 ايز كويس. لكن كان الانتنشن بتاعي انه اقعد اقرا فيزيكس كويس. لكن بعد ذلك بديت افكر كويس في الاشياء من جديد، وحسيت بانه انا والله يا اخي اقرب للهندسه واقرب للكهرباء بالتحديد يعني من الفيزيكس. لكن maybe I don't know اذا انا رجعت ثاني ويعني عشان اتخذ نفس القرار ده يعني، هل كنت ححول بعد ذلك؟ I have no idea. لكن المهم this what happened at that time. فالسيل الميول بتاعتي للفيزيكس وحبي للفيزيكس موجود يعني، واحترامي لكل الناس بتاع الفيزيكس يعني موجود، وبمشي على الكبير من الجامعات يعني. كنت قبل كم يوم في جامعة الميلين في ديبارتمنت فيزيكس، بمشي بمتحن لهم طلاب وكلام زي ده، وعلاقتي قوية جدا بناس الفيزيكس في جامعة الخرطوم. فالإحساس طبعا يعني الإحساس بأنه الكهرباء جزء من الفيزيكس والفيزيكس جزء من الكهرباء، واستمر إيجابي بالفيزيكس احتمال
يعني that is reflected في التشويس بتاعي في المرحله بتاع الدكتوراه يعني. ففي المرحله بتاع الدكتوراه انا الشغل بتاعي كان اقرب للسوليد ستيت فيزيكس من الالكترونكس. انا سبب بدعي بان انا بتاع الالكترونكس لكن شغلي كان اقرب للسوليد ستيت فيزيكس. يس انا خشيت جامعه الخرطوم. طبعا الوقت ده كان الناس كلهم كانوا بخشوا يعني بخشوا سنه اولى مع بعض بنقرا البريليم في في كليه العلوم. لكن الناس بيكونوا عارفين نفسهم يعني دين ناس الفيزيكس ودين ناس العلوم ودين ناس الهندسه دين ناس الطب دين ناس الصيدله and so on. يعني الناس بيكونوا عارفين انهم ماشيين وين. فانا كنت في الاول في الفيزيكس لكن يعني قبل السنه ما تنتهي كويس سنه اولى انا ديسايدد انه همشي مع زملائي في الهندسه. فقدمت ونحن كنا مجموعه يعني حتى في بعض الناس كانوا في الفيزيكس اصلا يتحولوا يعني لل 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 للهندسه يعني مجموعه كبيره من الناس يعني. فبعدين طبعا مشينا للهندسه يعني. وطبعا الفتره بتاعت الجامعه يعني من اجمل الفترات طبعا اجمل الفترات في حياه الانسان. ودي الفتره الحقيقيه الواحد كون فيها يعني maybe الفيوتشر بتاعته وال يعني نظرته للمستقبل بتاعه كانسان يعني وعلاقاته بالاخرين والعطاء يعني للمجتمع وانه عاوز يكون شنو يعني في الحياه يعني. فطبعا واحده من الحياة المهمه شديدا قبل طبعا ذكرت بانه زملائنا جو من كل الحتات من السودان كويس من كل المديريات المختلفه قابلناهم مره ثانيه في الجامعه كويس في السنه الاولى واستمرينا معاهم يعني كاصدقاء الى اليوم يعني. يعني الصداقات بتاعت الجامعه ما زالت مستمره وان شاء الله تستمر يعني. من اجمل واقوى العلاقات اللي بنفتخر بها هي العلاقات اللي تكونت في اثناء الجامعه. ومن الغريب يعني طبعا انه السودان تغير شديد في الفتره بتاعت 30 سنه يعني. انت بتجي البنتيه الداخليه يو جاست يعني سيلكت روم يعني كويس بعدين بتتصور معاك في ما شاء الله ربع الشهاده السودانيه ب 86%. نعم الاول كان 86 تقريبا. نعم. انا يخيلي كنت 84 ما متاكد من النمبر بالضبط كم لكن يخيلي 84 بوينت حاجه. اسيا الان ممكن ربع الشهاده السودانيه ممكن يكون كم بالضبط هاي بيكون 98. هل ده بيدير انه في خلل في الـ في الـ في الـ في 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 يعني في الطريقه بتاعت الامتحان والله في خلل في المنهج والله يعني دي من حسب تاسي كاستاذ وحسب يعني زي ما امتحنت انت زمان وجبت ال 86 او 84. نعم وطبعا طبعا الموضوع بتاع الاسسمنت ده طبعا هو ديبيت يعني موجود في كل العالم يعني كويس. نعم. زياده في المستويات عموما يعني زي ما جيت اي دوله بقول لك والله الاعداد بتاعت النجاح زايده وكلام زي ده يعني كويس. طبعا يعني انا طبعا واحد من الناس اللي قال لي كثير يعني في الموضوع ده يعني كويس. الشباب اللي هم هسه امتحنوا كويس امتحنوا الشهاده وجابوا الدرجات العاليه دي 98 و97 maybe I don't know الاول كان كم غريبة. الاولى كانت من بنات الشمبات ريان ليها التحيه والتقدير يعني احنا very proud of her يعني في الشمبات. طبعاً اذا نظرت انت للامتحان انت في نهايه عندك امتحان والطلبه جاوبوا على هذه الاسئله كويس. الطلبه طبعا جاوبوا and they know بانهم they got الحاجه دي صح كويس. بعدين انت يعني كإدوكيتر وكزول بالصحيح يعني عندك حاجة عندك واحد من اثنين يا إما زول ده جاب حاجة صح تديه النمرة بتاعته يا إما جاب غلط ما تديه النمرة بتاعته كويس. أو حاجة جايب حاجة في النص تديه حاجة في النص على حسب التقييم بتاعك أنت للحاجة اللي في النص دي موجودة كويس. للأسف طبعا يعني الناس طبعا دي مشكلة يعني أنا هوب بأنه ما تدخلني أنا ذاته في مشكلة مع الناس اللي بيسمعوا في هذا البرودكاست يعني كويس. في بعض الناس يقول لك انا والله يا اخي اعلى درجه عندي ما بدي زول اعلى من 75 كويس. يعني انت لو جبت لو عندك مساله والمساله هي الخطوات بتاعتها 10 خطوات كويس وانت جبت ال 10 خطوات دي صح انا بديك 75 ما بديك 100 كويس. طبعا this is not fair وانا against النوع ده من الاسسمنت. اذا كان انت عندك امتحان وضعت امتحان
كويس، وعندك انسرز معينه له انت، يو نو الانسرز ديل. اذا الطالب جاب الانسر دي على حسب انت الحاجه متوقعه كويس، تديه الدرجه بتاعته. لو كانت 100 تديه ال 100 بتاعته كويس. لو كان ناقص شويه في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الانسرز بتاعته، معلش عمل اسسمنت يقول والله زوده جايب 80 انا اديه 70 يعني، يعني الخطا ده انا بقدره بكده. دي الحاجه العاديه نحن بنعملها. لكن يعني يعني الناس اللي بيقولوا بان والله ياخذ شهاده دي المستوى ده زاد شديد كويس، وما ما مفروض ولا يجيب مثلا 100 من 100 مثلا في الرياضيات، ليه ما يجيب 100؟ يعني جاب 100 تديه ال 100 بتاعته كويس. اذا انت اذا الامتحان بتاعك انت وضعته من الاول بحيث انه يكون يعني تو ديفيكلت كويس، بحيث انه ما في زول حيقدر يجاوب الاسئله دي، معلش حاجه ثانيه تقول والله انا وضعت الامتحان ده واعلى درجه عندي كانت 80، لكن ما ممكن تقول لي انا وضعت امتحان سهل لكن انا ما حد زول اكبر من ال 80. فانا يعني يعني انا بشيد بالمستوى بتاع الطلاب. وانا يعني واحده من الحاجات المهمه شديد يعني احنا وي هاف تو ريمبر انه المنافسه بين الطلاب ماشيه محتده، المنافسه ماشيه زياده، بالتالي بتتوقع بان المجهود اللي بيبذلوه هؤلاء الطلاب في خلال الدراسه بتاعتهم ماشي في زياده، بالتالي حتتوقع بانه الدرجات بتاعتك اوتوماتيكلي بتقع. الناس اللي بينادوا بان والله يا اخي الدرجات دي كانت اعلى من اللازم ومفروض كانوا ينزلوها، انا اجينس انه الناس ينزلوا الدرجات دي كويس. الحاجه اللي بتتعامل تحت انه والله يا اخي انا ما عاوز الرسوب يكون اكثر مثلا نقول من 30% مثلا، وبالتالي انا عاوز ازيد الناس تحت، ما له زيدهم لكن ما تحاول تنقص الناس الفوق، ما تضرر الناس الفوق ده، خليهم انهم يتنافسوا بدرجاتهم العاليه دي كويس في الحاجه المتاحه. طبعا الدايليما اللي حصلت المره دي طبعا يعني طبعا في ديبيت كبير انه منو مزور يعني، هل هو هي التعليم العالي ولا التعليم العام يعني. طبعا الاوتبوت بتاع التعليم العام هو الانبوت بتاع التعليم العالي كويس، يعني الدرجات من هنا دي حتكون هي انبوت من هنا. ميبي اذا 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 الواحد عاوز يلوم جهه ما يعني التعليم العالي ويقول كلام كده يعني، بتجي بانه كان ممكن يعملوا يعني ريكالكوليشن يعني للتوقعات بتاعتهم يعني، يعني ما الناس ما يستعملوا نفس التوقعات بتاعت السنه اللي فاتت and they just apply للتوقعات بتاعت السنه دي. I don't know. انا ما عاوز الوم اي زول، لكن ما يبي دي حاجه كانت ممكن تقلل شويه من الحده بتاعت الاوت كم اللي هو عدد كبير زي 2000 طالب ولا كده ما لقوا لهم سبيسز، وانا بعرف بعض منهم يعني كويس، ووصل بعض منهم ما لاقي لهم. هم قالوا 70% من الناس لقوا لهم سبيسز somewhere، لكن في انذر 30% لسه in the pipeline. ففي اجابه للسؤال بتاعك يعني مباشره يعني يعني نحن وسفر الجيل بتاعنا وسفر من ما يبي امتحانات صعبه نمره واحد، وصفرت من اتيتيود بتاع اساتذه يعني يعني ما دا يريدوا درجات كويس يعني، يعني تجيب الاجابه كامله يقول لك بديك 70 يا اخي، ليه؟ والله يقول لك ما بس بديك 70 كويس. ففي الاجيال السابقه دي صفرت، وانا مشور بانه عدد كبير من الناس اللي بيسمعوا في كلامي ده دي نو بانه يعني when you pull الدرجات داون الايفكت بتاعها حيكون شنو كويس. فانا مع انه اي زول النتيجه بتاعت الطلاب اللي جايبين 100 ديل تديهم ال 100 بتاعتهم، ما تحاول تقول والله انا عاوز اصلح النتيجه I'm going to pull it down كويس. صح انت عندك بوليسي بانه انا ما عاوز الناس الساكتين يكونوا اكثر من كده، لانه عندي والله ممكن يمشي تعليم فني تعليم صناعي تعليم كده، انا ممكن يعني I can push them اديهم 5 درجات 10 درجات بحيث انه ازيد النسبه بتاعت النجاح للناس اللي تحت كويس، وعشان اكون فير ممكن ازيد الناس اللي فوق لكن شويه ما كثير يعني ما يوصلوا ل 100 كويس. دي حاجه دائما بتتعامل يعني في كل النتائج اللي بنشوفها يعني. نرجع لجامعه الخرطوم والحياه في جامعه الخرطوم يعني الاشراقات والنجاحات والاجواء عامه في الجامعه يا ابو في الوقت ده يعني. والله الجامعه زي ما انا ذكرتها يعني الانفايرمنت في الوقت ده طبعا كان انفايرمنت فيري هيلثي، انا بدات قبل بانه الناس كانوا متساويين يعني كويس، مساويين في السكن مساويين في الدراسه مساويين في اي حاجه كويس. حتى في الكالكوليتر دائما بحكي بانه احنا كنا زمان بنستعمل السلايد رول كويس، يعني احنا بنجي من اول سنه بنجي بنقوم بدون السلايد رول عشان نعمل بها الكالكوليشن كويس. الناس اللي قدام شويه بيعرفوا what do I mean by slide rule. بعد ذلك لما بدات الكالكوليترز ذكر
بعض الناس كان عندهم المقدره بانه يسروا كالكوليترز، فالناس جابوا كالكوليترز وكده، لكن عشان ما يكون في مشكله في الامتحانات فكان البيجو احنا قاعدين في الفصل بتاع الامتحان بيجو الجماعه مارين يشوفوا اذا عندك كالكوليتر، اذا ما عندك كالكوليتر بدوك كالكوليتر يعني عشان ما تكون ديس ادفانتج انك انت ما عندك كالكوليتر كويس. فده الجو العام بتاع المساواه اللي هو كان سايد وسط في المجتمع الجامعي يعني. بعدين ما في حاجه اسمها والله يا اخي زول ساكن صح، احنا كان الناس ساكنين في الخرطوم، بعض منهم كانوا بيسكنوا في بيوتهم، لكن الفاست ماجوريتي من الناس كانوا ساكنين في الداخليات. احنا في شنبات ما بعيدين ساكنين في الداخليات كويس، الناس زملائنا في الشعبيه في بتاع المزاد ده برضه ساكنين في الداخليات، فكان في مساواه تامه بين الناس. المجتمع الجامعي طبعا كان في حياه اجتماعيه ممتازه شديد، وكان في حياه ثقافيه صره موجوده في الوقت ده، مع انه الوقت طبعا كان لاحظوا انه الوقت ده كان الوقت بتاع نميري، وقت بتاع دكتاتوريه يعني، لكن برضه كان في كثير من الحريات متاحه السلف في الجامعه في ذلك الوقت. اوكي برضو طبعا الناس يعني وي انجوي ذا لوت اوف ستاديز ممكن تقول يعني كنا دائما بنطلع من الهناية بنمشي المكتبه اذا كانت المين لايبرري او المكتبه بتاعه الهندسه، وبعدين القاعات منظمه بتكون فاتح للطلاب انه يقعدوا يتذاكروا وكلام زي ده. ف وي هاد ا لوت اوف جود ايدوكيشن ممكن اقول، حتى المعامل وكذا الاكسس ليها كان فيري ايزي يعني، ما زي هسه المنظمه اللي احيانا الناس بيقفلوا لك اي حاجه وان ذي جو يعني كويس، اذا كانت مكتبات اذا كان قاعات كويس يعني، بالكثير بعض القاعات بتكون فاتحه، لكن زمان معظم القاعات بتكون فاتحه للطلاب. فالجو العام للادوكيشن والجو العام للتحصيل اعتقد بانه كان فيري هيلثي و وي انجويد يعني، اند وي هاد اوبورتيونيتي انه زول يعني يتعلم از ماتش از وي كود يعني. طبعا الوجود في يعني تواجدك في المكتبه يعني بتيح لك طبعا انك تقرا في المواد بتاعتك الساينس وكده والانجينيرنج، لكن برضه بتيح لك بانك انت تطلع على اشياء ثانيه من داخل المكتبه. طبعا الكلام ده ما معناه انه الناس الاساسيه اللي هم ما بيشوا المكتبات وكده they don't enjoy يعني، لانه الاكسس طبعا بقى different وبرضه يعني الاكسس للحاجات اللي هي نون اكاديميك يعني نون ممكن اقول يعني education direct education related stuff برضه متاح للجميع. فالزول اللي عاوز يطلع في ذلك الوقت يعني فكر بانه كانت كل الاشياء متاحه عند يعني الى حد كبير يعني عدد كبير من الناس انجويد الفتره دي من الـ من الـ من الـ من, الـ من عمرنا يعني، فكانت فتره جميله وان ويدد كوايت فيل يعني في ذلك الوقت. طيب كملت البكالوريوس، كان الخطه يعني الخطه شنو؟ انه انت يعني تمشي تشتغل مثلا ولا تمشي تحضر ولا؟ انا الى حد كبير واحد من الناس يعني كنت حاسس بان الوجود بتاعي في المجال الاكاديمي ده المستقبل بتاعي، مع انه طبعا التوظيف في ذلك الوقت في اي حته اللي زول عاوزها كان فيري ايزي يعني، انت بتتخرج طوال بتشتغل يعني ما في حاجه اسمها بانك تنتظر وتمشي تفتي الشغل وكلام زي ده يعني، تمشي تودي ورقك في لينك الاختيار كويس يعني within weeks، ولكن بتكون لقيت لك وظيفه somewhere كويس، اذا كان في دار الهاتف في ذلك الوقت اللي هو الحته بتاعت الكوميونيكيشن، او تمشي بالسكه حديد، او حتى بدات تمشي القطاع الخاص very easy يعني. لكن انا كنت حاسس بانه يعني انا الى حد كبير يعني في المجال الاكاديمي يعني this is what I liked يعني، انه انا عاوز اكون في المجال الاكاديمي. ف it was not too difficult بانه احنا نتعين كمساعدين تدريس في ذلك الوقت. اذكر الوظيفه اللي انا تعينت فيها، انا هو بانه باشمهندس حافظ يكون موجود معنا هنا، حافظ الحاج هو انا كنت في اللايت اللي هو في المجال بتاع الكوميونيكيشن الكترونكس، وهو كان في المجال بتاع الباور اللي هو الهيفي يعني. فالوظيفه اللي دعيت فيها انا في النهايه هي اصلا كانت وظيفه متاحه لناس الباور كويس، كان في وظيفه ثانيه المفروض انا اتعين فيها، لكن بتكلم عن الوظيفه ذاتها اللي انا دعيت فيها، فكان المفروض يكون فيها باشمهندس حافظ، هو برضه كان فيرست كلاس، اتخرجنا احنا اثنين في ذلك الوقت، هو كان في الباور وانا في الكوميونيكيشن، وهو في النهايه قرر بانه عاوز يشتغل في الاندستري ومشى، كان في ذلك الوقت في مدني، ونحن متواصلين معه يا حق الان اصدقاء يعني، وهو مهندس قدير يعني. فاشتغلت انا في الجامعه
وكانت في الوقت ده طبعا الفتره بتاعت الانتفاضه 85 يعني خلينا 84 بعد ذاك طبعا حصلت الجوطه بتاعت الانتفاضه وكده وحصل ديسيربنس كده وطبعا جاءت بعد ذاك الحكومه المنتخبه في ذلك الوقت المرحوم الصادق المهدي فكان في ديسيربنس شويه يعني في ذلك الوقت يعني فاشتغلنا مساعدين تدريس وكانت برضه اوبورتيونيتي بانه الواحد يساعد ويساهم في العمل بتاع اللابات والعمل بتاع التيتوريالز وتعرف كمان على الطلاب وبعدين كنا نمشي بالرحلات العلميه مع الطلاب بنمشي معاهم متمازين كويس ودي طبعا واحده من التجارب الممتازه جدا ان احنا كان مرينا بها انك تمشي تكون مسؤول من مجموعه كبيره من الطلاب تكون انت مشرف على 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 هذا العدد من الطلاب يعني في رحله علميه فبرضه كانت تجارب تعلمنا منها الكثير وخلقنا صداقات ممتازه جدا مع الطلاب بعد ذلك طبعا واصلنا في كمساعدين تدريس فكانت تجربه ممتازه شديد الجامعه ذاتها كانت زاخره بمجموعه ممتازه خالص من الاساتذه في كل المجالات ونحن في قسم الكهرباء كنا محظوظين بانه عندنا مجموعه ممتازه شديد من الاساتذه اذكر منهم جس على سبيل المثال يعني المرحوم بروفيسور سمير قبيال فقدناه يعني قبل سنه تقريبا او اكثر من سنه هو كان واحد من ضحايا الانقاذ يعني سنه 89 يعني كان من اوائل الناس اللي شالتهم الانقاذ هو كان بروفيسور مشهور ومعروف انترناشونال يعني فكان من اوائل الناس اللي شالوهم برضه كان برضه حزينه باستاذ الدكتور معتصم عبد الله محمود هو من اهم من الشنبات برضه كنا محظوظين يعني بانه درسنا عدد من الكورسات في ذلك الوقت ومجموعه كبيره من الاساتذه الموجودين حتى الان دكتور لمين حموده ودكتور محمود علي عباس كل الاساتذه دكتور سامي شريف بروف سامي شريف وعدد كبير يعني من الاساتذه اللي كان لهم دور كبير في الادوكيشن بتاعنا وما زالوا وما زالوا يقدموا يعني حول الاساتذه يعني فبعد ذلك طبعا المرحله الثانيه انا ممكن اقول ممكن طوالت الجمب يعني المرحله بتاعت الماجستير اللي هي انا مشيت كان مشينا منحه على البريتش كونسل في ذلك الوقت مشيت انا في اسكس يونيفرسيتي وعملت ماجستير فيري سترينج يعني كان في حول لناس بتاعين كوميونيكيشن في ذلك الوقت فمشيت عملت ماجستير ان كوميونيكيشن اند انفورميشن سيستمز ودي واحده من الحاجات معظم الناس ما عارفينها لحظه بس معلش قبل ما طيب قدمت لها كيف المنحه دي يا برو عشان والله المنح طبعا في ذلك الوقت طبعا دي واحده من الحاجات اللي فقدناها وفقدوها في الحقيقه الاجيال اللي هي ثلاث الانقاذ طبعا المنح دي كانت موجوده لحد 89 90 ما بين لحد 91 كانت موجوده منح البريتش كونسل يعني السودان زيه زي اي دوله ثانيه كانت تحت الرعايه البريطانيه كويس ففي مئات المنح متاحه بتجي البريتش كونسل بعض منها بتمشي يعني ناس بيقدموا لها فريلي وعدد كبير منها بيجي للجامعات كويس واعداد ضخمه جدا من الطلاب في ذلك الوقت بيمشوا على حساب البريتش كونسل يعني كلها فولي 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 بيد يعني كويس احنا من التذاكر من هنا تمشي هناك يقابلوك في المطار يودوك يدفعوا لك يعني فولي فاندد ام اس سي يعني وكان في فولي فاندد بي اتش ديز يعني على حساب البريتش كونسل في ذلك الوقت انا ريلي هوب بان الحياه دي ترجع للاصابه الطبيعي والسودان يحظى بما تحظى به بقيه الدول اللي هي ممكن طبعا ممكن واحد يقسمه لجزئين يعني بريتش كونسل بيدي كل الدول في العالم منح لكن عنده منح خاصه للدول اللي هي كانت تحت الرعايه البريطانيه في وقت من الاوقات السودان يعني يعني الفتره بتاع الثوره بتاعت الانقاذ والفتره بتاع الانقاذ 30 سنه يعني الاف الاف من المنح ضاعت على الشباب وعلى السودانيين اللي كان ناتشورالي بيمشوا في هذه المنح ففي ذلك الوقت يعني كونك تطلع انت عشان تعمل ديجري وانت استاذ في الجامعه دي كانت واحده من حياه المسلمات يعني ما حاجه انت بتنتظرها وبسكه او كلام زي ده كويس فالمنحه جات من البريتش كونسل ونحن قدمنا واخذونا يعني كويس يعني didn't take more than just few weeks يعني انه to get everything arranged يعني كويس فمشينا عملنا الماجستير كانت ماستر by courses for one year وكان 86 87 حاجه زي دي وجيت راجع على السودان وكانت فتره جميله جدا الفتره اللي هي من تقريبا من 88 قول بدايه 88 تقريبا هي
برضه كانت السنه غريبه 88 الى لحد ما طلعنا ثاني في 90. فالفتره دي انا كنت يعني كنت مساعد تدريس وكان عندي ماجستير، لكن كنت بدرس يعني كويس، كنت بدرس بعض الكورسات، مع انه في الوقت ذاك ما كان القانون بتاع انك يسمح للناس اللي بماجستير يدرسوا، القانون ده لسه ما كان موجود. القانون طبعا ظهر بعد التوسع الكبير في الـ في الـ في, الـ في الجامعات كويس، لكن برضه كنا بندرس في ذلك الوقت وي هاد اكسلنت اكسبيرينس في الفتره دي. وبرضه من الحاجات الغريبه يعني بالمقدرات بتاعتنا في البرمجه وكده، برضه كنا بنشتغل شغل بتاع سوفت وير وسوفت وير ديفلوبمنت، يعني شغل ساعي بتاع سوق يعني كويس. فوي هاد لوت اوف اكسبيرينسز في ذلك الوقت يعني بوز في الاكاديميك سايد وفي الاندستريال سايد از ويل، لانه طبعا الكمبيوترز كانت وعدد من البنوك الماجستير نعم سوري من المقاطعه اسف الماجستير عملته في اسيتس مش كده هنا نعم. نعم في اسكس ايوه في اسكس يونيفرسيتي اي طيب كده ثاني اي نعم الدين يعني ذكرياتك وخواطرك عن مقاطعه اسكس. طبعا مقاطعه والله اسكس هي من المقاطعات تقريبا أيوة. شمال شرق لندن نعم. بعدين من الحته طبعا اللي فيها انجليز يعني كويس، انا ما اعرف اذا في سؤال. طبعا بتكون سمعتوا الاتير بيقول لك اسكس جيل كويس، الناس اللي قاعدين برا في بريطانيا بالذات يقول لك شيء زي اسكس جيل كويس. يعني طبعا اسكس جيل للناس اللي بيسمعوا يعني اذا كانوا اولاد ولا بنات معناها بيت سمحه شديد يعني، وبعدين الشعر بتاعه بيكون ذهبي يعني كويس جولدن يعني كويس. فمشهورين بانهم ناس سمحين وناس انجليز تمام يعني كويس. فطبعا يعني وجودنا نحن طبعا في الوقت ده لازم نتكلم عن الفتره بتاعت الثمانينات كويس 86 87 يعني كويس. فالوجود بتاع ناس سود بالمناسبه في ذلك الوقت في حتات which is white dominated كان وجودنا غريب يعني، الوجود بتاعنا كان غريب. نحن طبعا كنا في الجامعه الانفايرمنت بتاع الجامعه كان healthy environment ما في مشاكل يعني، لكن if you delve outside الحته بتاعت الجامعه في ذلك الوقت بتسمع بمناسبه يعني بتحس بالنعره العنصريه في ذلك الوقت يعني كويس. ليه؟ لانه يعني السود والاجانب ما كانوا كثيرين في الحتات دي يعني، كانوا موجودين في المدن الكبيره في السبيربس بتاعت لندن وكده حتات قريبه، لكن في الحتات البعيده زي دي في اسكس والحتات اللي هي اصلا نون بانها وايت دومينيتد بعدين وايت ريتش يعني دومينيتد بليسز يعني، فكثير كنا بنسمع يعني بعض الاشياء اللي هي ممكن تنسيها بانها ريشيال في الوقت ده كويس. طبعا البلد تغيرت كثير بعد ذاك، حتى ايفن احنا بعد ذاك مشينا بعد عدد ما كبير من السنين حسينا بانه في تغيير حاصل في المجتمع البريطاني يعني مدى استقبالهم للاجانب وتقبلهم لهم كده يعني، فعلا حصل جنب كبير في الاتيتيود بتاعهم. في اذكر انا في اسكس ان احنا كنا سودانيين، انا كنت سوداني بعدين كانت معي اسره واحده بس سودانيه كويس، دكتور صلاح بندر، احتمال بعض المستمعين هنا يكونوا بيعرفوه يعني، هو الان موجود في بريطانيا من الناس المعروفين يعني، كل زول معروف يعني المجتمعات السياسيه وكذا. فهم كانوا الاسره بتاعتي في الوقت ده كويس، صلاح بندر وزوجته يعني، انا ما كان عندي زول غيرهم في المنطقه يعني، فكنت لما اشتاق لاكل ولا بتاع بقوم بضرب له كويس، بمشي له وبمشي اقعد معاهم يعني، فليهم الشكر الجزيل يعني ما قصروا معي في ذلك الوقت يعني، كانت عندنا ذكريات جميله جدا مع بعض. فما كان في غيرهم في اسكس. كان عندنا برضه مجموعه من الزملاء والاخوان والاصحاب والاصدقاء في لندن، وكنت بمشي لهم كثير يعني، لما اسهج برضه في الويك اندز بمشي لهم. لكن طبعا معظم حياتنا كانت في اسكس اللي هي مدينه كولشستر، الناس اللي بيعرفوا بريطانيا هناك مدينه صغيره من المدن القديمه، من مدينه هيستوريكال سيتي يعني كولشستر. وبعدين يبدو بأنه كان فيها زمان عدد من الملوك وكذا، فمدينة يعني مدينة إنجليزية بمعنى الكلمة، وال يعني السبيكترم بتاع الناس الموجودين فيها إنجليز من الدرجة الأولى يعني كويس، يعني الناس الأجانب وكذا بتلقاهم إلا في الجامعة اللي هي just outside المدينة نفسها. فكانت تجربة جميلة وتعلمنا كثير جدا فيما يخص الساينس والإنجينيرينج، وطبعا الواحد when you are exposed للانفايرمنت زي ده وانت عندك اتيتيود ما بي برضه كان to some extent كان اتيتيود يكون يعني كان ممكن اقول يعني فيه كثير من الشغف للتعلم وكده.
فيستفيدنا كثير جدا من المرحله دي في حياتنا في حياتنا الاكاديميه والعمليه برضو هذه قدام. بعد ذلك لما انتهيت الماجستير رجعت طوال يعني السودان. طيب نعم عملت البكالوريوس يا بروف في الكهرباء وجيت عملت الماجستير في انفورميشن انفورميشن سيستم مش كده؟ في هاي آلية الكوميونيكيشن انفورميشن سيستم هاي. طيب الموتيفيشن شنو خلاك يعني تشيفت كده؟ يعني هي تشيفتي ما كبير لكن الخلايا طبعا طبعا انت ما تنسى بانه الوقت ده كانت الفتره بتاعت الثمانينات منتصف الثمانينات كويس الكلام ذاته بتاع الكمبيوترز نفسه كويس والكلام بتاع الكوميونيكيشن اللي هي الكوميونيكيشن له علاقه بالكمبيوترز الكلام ده كان يا دوب الناس بدوا يتكلموا فيه يعني كويس فالكوميونيكيشن اند انفورميشن سيستمز في الوقت ده كان ممكن تقول الى حد كبير كان هو الستيت اوف ذا ارت يعني 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 انا بذكر احنا في اسكس يا دوب الناس بدوا يتكلموا عن الايميل يعني لما اقول لزول والله يعني احنا من الجامعه انا من جامعه اسكس برسل ايميل برسل رساله لاحظ برسل رساله لصاحبي موجود في جامعه لندن which I used to do في ذلك الوقت الناس بيستغربوا كيف انت بالكمبيوتر ترسل رساله من حته لحته ثانيه بعدين يعني برضو من حاجه كانت غريبه الشديد احنا كنا بنعملها انك يو استابليش ا كونكشن بين كمبيوتر وكمبيوتر ثاني كويس يعني تعمل مثلا FTP في FTP تعمل داونلود لفايل موجود في كمبيوتر هناك يعني ده كان ماجيك في الوقت ده ف يعني الكوميونيكيشن خاصه طبعا الانالوج كوميونيكيشن ما في مشكله الاي ام والاف ام والكلام ده كله ده ما في مشكله حاجه معروفه يعني لكن الحاجه اللي ما كانت جديده هي الديجيتال كوميونيكيشن فاحنا في الوقت ده كده علمنا يعني ممكن تقول الى حد كبير الستيت اوف ذا ارت فيما يخص يعني زي الناس بيتكلموا عن الداتا ساينس والارتفيشال انتليجنس والكلام ده كويس الكلام في الوقت ده كان على الكوميونيكيشن والكمبيوتر كوميونيكيشن بعدين الديجيتايزيشن للسيستمز الموجوده كويس يعني عندك سيستمز موجوده اذا كانت الانظمه بتاعت بنوك الانظمه بتاعت شنو ما عارف الانظمه الكبيره دي انت عاوز تحولها من النظام التقليدي الورقي ده تحولها لانظمه يعني رقميه في ذلك الوقت فكان السيت اوف ذا ارت بمناسبه يعني تيلي كوميونيكيشن انفورميشن سيستم فتعلمنا فيه الكثير ورجعنا طبعا السودان بخبرات ومعارف برضه مختلفه الى حد كبير يعني وساهمنا برضه طبعا في التدريس والبروجكتس فاينل هي بروجكتس وكلام زي ده يعني كان لنا دور مع انه ما طويل شديد يعني انا رجعت قلت 87 كويس ميبي بداية 88 قعدنا لحد سنة 90 طبعا سوية الإنغاز جاءت 89 بعد 90 احنا طلعنا مرة تانية للدكتورة فكان يعني الفترة كانت فترة بتاعت continuation لأشياء اللي كنا بنعملها ميبي بعض الإكسبوجر للإندستري السوداني وبعض الإكسبيرينسيز فيما يخص البرمجة بالذات يعني الاتصالات الرقمية طبعا دفنتي ما كانت موجودة في السودان في الوقت ذاك كانت تجربة جميلة يعني واستمر طبعا العطاء بتاعنا برضو والcontribution بتاعنا في السايد والمشاركات بتاعتنا في السايد بتاع التدريس في الثانوي اللي هو حاجة أصلا كانت مستمرة ما وقفت خالص يعني I think واحد من الحاجات اللي we enjoyed quite a lot يعني التيتشنج بتاعنا في المرحلة الثانوية نعم طيب ما شاء الله تبارك الله يعني رحلتنا يعني ما زالت متواصلة قرابة الساعة ونص ويعني والله يعني روعة يعني صراحة الله يبارك فيك يا دكتور بديناها من مدرسة شنبات الابتدائية مدرسة الكرتون نعم. البحر الثانوية وبالألغ بتاعها بعد ذاك نعم. المستقبل بتاعت الرياضيات نعم. عرجنا علي ومن هنا يعني من هنا التحية للدكتور عبد الرحمن كرار وإن شاء الله يعني نليم فيه نعم. بتاعنا ده والتحية للأستاذ النور عبيد وجامعة الخرطوم والاهتمام بالتفاصيل الأشياء ده طوالي بيقودني للبيت شدي طبعاً البيت شدي سألنا كان عندنا زميلنا نحن كنا بنعمل في الماجستير فهو عمل الدكتوراه ويتخرج فقمنا بعد ما خلاص يعني عمل السيرمون وكذا عشان قعدنا في مطعم الكلام ده هنا في ليدز في يوكي قلنا له طيب احتاسك شنو يا دكتور فقال والله يا جماعة البيت شدي فقدتني الكومون سنس مش كده ايوه انا داير يعني داير تبدلينا من الحته دي يا برو اي طبعا المرحله بتاعت البي اتش دي مرحله غريبه شويه لانه طبعا في الوقت ده كنت اتزوجت سنه 90 نفسها في بدايتها
وانا ما اعرف، اتمنى يبقى انه زوجتي ما هتكون متابعه، هي غايته وعدتني بانها هتكون متابعه كويس، لكن ما اعرف اكون رايك. وطبعا بكون رايك في الشعر، انا قبل معي بعض الشباب قلت لهم هتكون اكثر حاجه مركزه مع الشعر، فاي هوب بانها يعني تتجاهل الشعر شويه الليله فكانت تجربه جميله شديد. يعني احنا في حياه جديده، وسافرنا في ظروف صعبه شديد، يعني قدرنا طلعنا من السودان في بدايه ثوره الانغاز، لاحظ سنه 90 نحن مجموعه كنا 37 37 شخص، يعني درسنا من جامعه الخرطوم من الجامعات الثانيه، ولكن طبعا الاوضاع كانت اوضاع سيئه، واي زول هنا مبعوث، يعني الناس الموجودين في كل العالم مبعوثين، يعني ما يفتكروا بان المشاكل هم بعانوها الان هي حاجه جديده، المشاكل بتاع المبعوثين دي مشاكل عامه ومشاكل قديمه نحن مشينا ولسناها، وافتكر برضو خليناها للناس الورع. ما اقدر اتكلم عن ال عن ال عن ال عن النقطه دي، يعني بانها قصور او تقصير من الحكومات المختلفه، لكن الحكومات بتحاول تعمل الحاجه بتقدر عليها. Sometimes يعني they succeed and sometimes they fail. انا اي هوب ان الناس ما يتضرروا كثير من التاخير بتاع الجروش بتاعتهم والتيوشن فيز، كلنا عانينا، ما عاوزنا نتكلم عن الموضوع ده بالتحديد. لكن يعني الفتره زي ما قلت لك، يعني زول كان عايش في حياه مختلفه، يعني انت مزول من ناس وعايش مع ناس، وكنا محظوظين جدا بانه كان عندنا مجموعه من السودانيين يعني في المجتمع بتاع جلاسكو. انا طبعا كنت في جامعه جلاسكو، يعني من 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 افضل الناس اللي انا مروا علي في حياتي، يعني الناس اللي عشنا معاهم في الفتره بتاعت جلاسكو، دكتور حسن عمر ما كلهم، ما داير ابدا اذكر اسماء، لكن يعني الخاتم اول زول لقاني كان في المحطه، الخاتم وهو قريب عبد الرحمن كرار ايضا، ودكتور محي الدين عبد الغفار، ومجموعه كبيره جدا حتى من الطلاب، دكتور زكريا دكتور زكريا، ومجموعه وبعد من اهم الناس اللي يعني اللي عندنا معاهم ذكريات، دكتور ابراهيم اوكير. طبعا كل الناس في السكول هنا لما يذكر اسم اوكير، ابراهيم اوكير، بيذكروا استاذ ابراهيم اوكير، الاستاذ القدير في الرياضيات، وهو كان عنده دور كبير جدا يعني في اسراء الحياه الاجتماعيه بالنسبه لنا هناك في جلاسكو. مجموعه كبيره جدا من السودانيين كلهم كان عندهم الادوار بتاعتهم المختلفه في يعني تسبورت الوجود بتاعنا، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه اكاديميه وغيره. البي اتش دي بتاعتنا طبعا كانت الى حد كبير زي ما انا ذكرت قبل في السوليد ستيت فيزيكس، لكن سوليد ستيت فيزيكس كنا اقرب للالكترونكس من الفيزيكس. اول طبعا قبل قلت انا كنت اقرب للفيزيكس من الالكترونكس، المهم كنا حاجه كده نحن في النص ده. طبعا كله لانه التداخل بتاع العلوم مع بعض والانتر ديسيبلينري تايب اوف ريسيرش بخليك انت تكون اكسبوز لاشياء مختلفه في المجالات المختلفه، يعني كنا عندنا جزء اكسبيرمنتال بنتعامل مع الناس اللي بيعملوا فابريكيشن للديفايسز وكده، ونحن بنعمل الشغل بتاع الموديلنج، فكان كان كان كونتينوس في لوب بتاع فيدباك، كل واحد فينا بيستفيد من الشخص الثاني. فبعدين طبعا الفتره بتاعت البي اتش دي زي ما قال زميلي قبل انه فقدتنا الكومون سنس، لكن ميبي هو كان بيعني العكس تماما، يعني لانه انت في الفتره بتاعت البي اتش دي النظره بتاعتك للاشياء بتكون نظره مختلفه، يعني انت التفكير بتاعك دائما بيكون تفكير كريتيكال، يكون تفكير كريتيكال، يعني انت لازم يكون عندك راي في الاشياء اللي انت بتشوفها، اذا كان الشغل بتاع الاكسبيرمنتال، اذا كان الشغل ثيوريتيكال، اذا كان الشغل انت يو جيت ريزلتس قدامك، فلازم التفكير بتاعك يكون تفكير كريتيكال، يعني رايك شنو بالحاجه دي؟ هل دي انت الحاجه دي الحاله انت متوقعها؟ ولا دي حاجه جاتك وانت اخذتها زي ما هي؟ وطبعا يعني احنا دائما بنمشي يا جماعه، انا برضو انتهز الفرصه دي ما دام في عدد كبير من الناس بيستمعوا للبرودكاست زي هذا. واحده من المشاكل اللي احنا بنلاحظها في اثناء الامتحانات بتاعتنا والمناقشات بتاعتنا المختلفه للطلاب في الجامعات المختلفه، بنلاحظ بانه يعني الكريتيكال ثينكينج فيه قصور كبير لدى الباحثين السودانيين عموما. كويس؟ معلش دي اتهام، لكن انا ما عاوز الناس ياخذوه كاتهام، انا عاوز الناس ياخذوه بانه ده ريكويست لانه الناس يغيروا الاتيتيود بتاعهم للنظره بتاعتهم للساينس عموما.
يعني انت مثلا جاتك ريزلتس، جاتك ريزلتس، رايك شنو انت في الريزلتس؟ هل الريزلتس هل هي صحيحه ولا ما صحيحه؟ هل دي الحاله انت متوقعها ولا ما متوقعها؟ لو دي الحاله انت متوقعها ليه هي صحيحه؟ لو دي مو الحاله المتوقعه، طيب ليه البيهافير دي؟ ما يبي الحاله انت ما متوقعها دي اهم ريزلت عندك انت. ما يبي دي اهم ريزلت تطلع بيها، انك انت تفكر في الحاجه اللي انت ما كنت متوقعها، يعني ليه بالجراف ده نزل وطلع ثاني، والله انا كنت متوقع ينزل بس ما متوقع يطلع ثاني، طيب طلع ليه؟ فلازم نحن كلنا يا جماعه كباحثين والبرودكاست يعني على صفحه الباحثين السودانيين، انا عاوز اذكر الناس لازم الاتيتيود بتاعكم يكون كريتيكال، يعني يكون عندك الكريتيكال ثينكينج. وده رجعنا للكلام اللي قلت لك قبل، في ان احنا كنا في انفايرمنت يعني كنا دائما بنحاول نفهم الاشياء، نحاول تفهم الاشياء، يعني ما تاخذ الحاجه زي ما هي، يعني لازم تحاول تو اندرستاند الحاجه دي، انت الحاجه دي تعملها ليه تعملها؟ هل دي الحاجه صحيحه؟ لو الحاجه صحيحه ليه؟ كويس؟ فالانفايرمنت بتاعت البي اتش دي، انت في انفايرمنت كل الناس شغالين سبورتنج اكتيفيتي واحده في المجال بتاع النانو، النانو الكترونكس، الحاجه اللي انت طبعا قلتها في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الديسكربشن بتاع الـ 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 يعني الارياز اوف اكسبيرينسز اللي انا مريت عليها يعني. فكل الناس دي شغالين في بكاباسيتيز مختلفه في المساحه بتاعت شنو في الاريا بتاعت النانو تكنولوجي. فكل واحد من ديل عنده ريزلت، كل واحد من ديل عنده فكره، كل واحد من ديل عنده سجيشن، كل واحد من ديل عنده سؤال يعني كويس. فانت الانبوت بتاعك لازم يكون كريتيكال، لازم هل انت مقتنع بالحياه اللي قال الزول ولا ما مقتنع؟ اذا ما مقتنع ليه؟ اذا ما فهمت حاول تفهمها يعني. فالفتره بتاعت البي اتش دي انا بفتكر بانه ساهمت الى قدر كبير بانه انه 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 الاتيتيود بتاعنا towards science، الاتيتيود بتاعنا towards knowledge عموما يكون فيها نوع من الكريتيكال ثينكينج، نوع من الكريتيكال ثينكينج. فالناس ما ياخذوا الاشياء كمسلمات، يحاولوا المعلومات يستفيدوا منها ويمشوا بيها لقدام. ومن اي نتيجه انت تحاول تعرف what is next، اذا كان انا مقتنع بالنتيجه دي ممكن امشي بيها لقدام. ففتره انا بفتكر بانه يعني كونت كثير من الشخصيه بتاعتنا، خاصه في التفكير المنطقي والاتيتيود towards النوليدج والاتيتيود towards research والاتيتيود towards انك انت تحاول تفهم الطرف الاخر، الطرف الاخر ده بيقصد شنو؟ طبعا الكلام ده فيما يخص الساينس اند انجينيرنج. فدي الرساله بتاعتي اللي عاوز ارسلها للباحثين السودانيين الموجودين في بيسمعوا في هذا البرودكاست وما بي يسمعوا التسجيل في وقتها. نجدد التحيه والتقدير لبروف شريف ولكل الناس الحاضرين معانا، ما شاء الله تبارك الله، يعني طلابك بيرسلوا لك السلام والتحايا. الله يبارك فيك. عبرنا. طيب يا بروف، يعني شنو نانو الكترونكس؟ يعني بمعنى بسيط كده يعني. نعم انا نانو الكترونكس. ايوه نانو الكترونكس طبعا. ايوه نانو الكترونكس طبعا. نحن طبعا في الالكترونكس عموما يعني بنقول دائما بانه الشغل بتاع النانو تكنولوجي عموما، طبعا نانو تكنولوجي كلمه كبيره، يعني نانو تكنولوجي اللي هو ان احنا بنتعامل مع الاشياء الصغيره في الرينج بتاع النانو، يعني دائما زي ديفايند باي انه الاشياء السايز بتاعها اقل من 100 نانومترز كويس. فالالكترونكس والديفايسز بتاعتنا خاصه اللي علاقه مباشره بالانتجريتد سيركتس، الدوائر المتكامله الانتجريتد سيركتس اللي هي طبعا هي درايف لكل الالكترونكس بتاعتنا. فالسايز بتاع الديفايسز هي يعني طبعا له زمن كثير جدا احنا شغالين في الرينج بتاع النانو، يعني السايز بتاع 100 نانومتر زيها ده احنا خشينا فيه قبل اكثر من 15 سنه كويس. اكثر من 15 سنه بنتكلم عن النانو ديفايسز، يعني الديفايس بتاعتنا السكيل بتاعها اقل من ال 100 اقل من ال 100 نانومتر. طبعا كرنتلي الديفايسز بتاعتنا في الانتجريتد سيركتس اللي هو في الفي اس اي فيري لارج سكيل انتجريشن، يعني بنتكلم عن ديفايسز في الرينج بتاع 10 نانومترز ناو ديز، 10 14 ما بي اقل من 10 نانومترز. فالاريا اوف ريسيرش بتاعتنا كانت نحن بنحاول ندرايف الديفايسز بتاعتنا دي يعني توورز سمولر اند سمولر سكيل، يعني كنا شغالين في السايد بتاع السكيلينج داون اوف الديفايسز دي. برضه كان عندنا جروب كبير كانوا شغالين في الشغل بتاع الاوبتو الكترونكس، الشغل بتاع الليزرز وكده، يعني
وده كان برضو جروب كبير. فاحنا كنا جروبين نانو وكنا اوبتو الكترونكس. انا كنت في الجروب بتاع النانو الكترونكس، فعملنا عملت البي اس جي بتاعتي في النانو الكترونكس، وبعد ذلك برضو واصلتها في الشغل بتاع الكترونكس عموما في نفس الانستيتيوت، في نفس الريسيرش سنتر اسمه نانو الكترونكس ريسيرش سنتر، لحد الان موجود في جلاسكو بنفس المسمى، وعدد من زملائنا ما زالوا موجودين في هذا الريسيرش سنتر. نعم. طيب طبعا قبل ما ناخذ البيت دي ونرجع للسودان، الحياه في اسكتلند مختلفه عن الحياه في انجلند. نعم. اي اللي طبعا كنا في جلاسكو. جلاسكو نفسها مدينه كبيره، وهي المدينه نمره 3 تقريبا، بعد طبعا لندن اكبر مدينه، وبعد ذلك في بيرمنغهام تقريبا نمره 2، وجلاسكو مدينه كبيره. في بعض الناس بيقولوا مانشستر اكبر، لكن لو في ريكوردز بتقول انه جلاسكو اكبر من مانشستر. فايتس كوايت ا بيج سيتي. المدينه ذاتها يعني مدينه، يعني كانت مدينه اندستريال الى وقت كبير، لكن طبعا حصل لها مودرنايزيشن كبير. حتى نحن لما مشينا كانت مور ليس مودرن تايب اوف سيتي. الشعب الاسكتلندي طبعا معروف بانه شعب، يعني شعب كريم، وشعب يعني ناس ظريفين، وناس يعني بيقبلوا الناس المختلفه. طبعا انا ما دار اقول بانه غير الاسكوتش هم ديفرنت من كده، لكن ديل الناس اللي عشنا معاهم وديل الناس اللي عاشرناهم وعارفين الخصائص بتاعتهم، ناس فيري فريندلي وما ما ما اجريسيف، يعني وبيتعاملوا مع الناس بطريقه جميله شديد. يعني طبعا انا طبعا قبل ذكرت بانه حصل تغيير كبير حتى ايفن في المجتمع الانجليزي. يعني انا عشت فتره في الثمانينات كويس في مجتمع انجليزي ريفي الى حد كبير، وبعد ذلك رجعت عشت في سري اللي هي لحد كبير هي منطقه يعني اوتسايد المدينه، والناس اللي فيها ناس ممكن نقول مختلفين عن الناس الموجودين في السيتي. فالتغيير حاصل والتغيير كبير، يعني ما بتحس باي نوع من الـ من الـ من من الـ من الـ من الـ من الباد اتيتيودز اللي استعملت الكلمه دي، يعني تورز الاجانب. فحصل تغيير كبير، والمجتمع الانجليزي نفسه بقى مجتمع يعني اكسبتنج للاخرين، ومجتمع الى حد كبير يعني فيري جنرس يعني في التعامل مع الاخرين، خاصه في الفتره من ال يعني من الليت ممكن اقول 90s وكده. يعني المجتمعات كلها بقت مجتمعات قريبه لبعض، وحصل تغيير كبير في الاتيتيودز towards الاجانب عموما. يعني فيس انا بحيي الشعب الاسكتلندي، وكانت عندنا معاهم ذكريات جميله شديد، وعشنا في حتات مناطق مختلفة من جلاسكو، يعني بعض منها فقير شديد في وقت من الأوقات، وبعض منها يعني بيتر أوف في وقت ثاني، وما لقينا منهم إلا كله خير يعني في كل المجتمعات اللي عشنا فيها. طيب الرحلة بتاعت البي اتش دي، خلصت البي اتش دي، رجعت طوال السودان ولا فكرت إنك؟ لا ما رجعت. طبعا الفترة بتاعت التسعينات طبعا كانت فترة فيها ترمويل كبير يعني في السودان، وفيها تغييرات كبيره. ونحن ذاتنا طبعا كنا، يعني انا ما دار اخش في الكلام البوليتكس، لكن احنا برضه كنا ضحايا الى حد كبير يعني من يعني احنا ذاتنا اترفدنا من الجامعات وكده في الوقت ده، يعني وي لوست الجوبس بتاعتنا. وحقيقه كل الناس اللي هم كانوا 37، انا كان ذكرت البيل كنا مشينا 37، كل 37 ديل تقريبا يعني المنح بتاعتهم في الوقت ده وقفت، ونحن وي هاد تو ستراجل يعني تو فينيش البي اتش ديز بتاعتنا عليه، يعني ديبندنج على مصادر اخرى يعني. فانا كنت في يعني بعد ما انتهيت من البي اس جي ما رجعت السودان طوال. الحقيقه قعدت فتره طويله ما رجعت السودان طوال، يعني قعدت اشتغلت في الجامعه، اشتغلت فتره بتاعت 8 سنين و9 سنين كنت باحث في الجامعه في نفس الانستيتيوت اللي هو نانو الكترونكس ريسيرش سنتر، وكانت فتره جميله جدا من البحث والتعلم في نفس الوقت. يعني اشتغلت از ريسيرشر في المجال بتاع الديفايسز اللي هو الكلام اللي اتكلمت عنه بيل، وكانت فتره زي ما ذكرت انا فتره سره جدا من البحث العلمي والنشر. احتمالات اكثر فتره انا نشرت فيها يعني نشر جاد، يعني كانت الفتره اللي انا اشتغلت فيها باحث في الفتره بتاعت يعني من سنه 93 لحد نهايه 2000. في الوقت ده كنت ريسيرشر في جامعه جلاسكو، اتعلمنا فيها كثير و ماتشورد كوايت ا لوت يعني في الاتيتيود بتاعنا توارد ريسيرش، والتعامل
مع النولج والتعامل مع الاخرين والتعامل مع الباحثين الاخرين والتعاون مع الانستيتيوتس الثانيه والتعامل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي يعني مع الابحاث في المجالات المختلفه كلها طبعا كانت دائره في المجال بتاع الالكترونكس والمجالات بتاعت النانو الكترونكس والنانو تكنولوجي عموما يعني. فدي الفتره دي يعني كانت فتره جميله برضو في نفس الوقت يعني كان يعني ربنا رزقنا بي احمد في الوقت ده ومها زوجتي برضو في نفس الوقت عملت ماجستير في المجال بتاع الكمبيوتر ساينس وكان الوقت ذاك الكمبيوتر ساينس والشغل بتاع الانترنت وكده يعني كان في بوم حاصل كبير جدا في المجال ده فكان في حوجه كبيره للبروفيشنالز في المجالات بتاعت الكمبيوترز يعني. بعد ذاك انتقلنا نحن الاثنين معلش انا تجمب من هنا طوالي انتقلنا نحن الاثنين الى الجنوب ودي طبعا الفتره يعني دي برضه فتره مهمه شديد في المسيره بتاعتي العمليه يعني. انتقلنا مها انتقلت ك ك ك ك سوفت وير انجينير كويس الى الجنوب وانا انتقلت برضو ك انجينير بدل ما كنت باحث الى الشركه اللي هي استمرت فيها فتره طويله من حياتي اللي هي الشركه اللي هي تاليس افيونكس كويس في الاول كان اسمها ماركوني بعد ذاك تحول الاسم بتاعها كويس يتحول الاسم بتاعه وظل في النهايه رست على داليس كان اسمها تومسون سي اس اف الناس الموجودين في فرنسا اذا في زول خاشي معانا من هنا تومسون سي اس اف كانت ذا اكوايرد ماركوني وتحولت الشركه لتومسون فالشركه تومسون ذاتها طبعا هي ممكن نقول هي الزراع ممكن نقول الحربي للحكومه الفرنسيه يعني كانوا ماسكين كل التكنولوجيا اللي لها علاقه بالميليتري وكده فنحن كنا فهم زي اكوايرد الشركه دي لكن ليتر اون يعني زي ديسايدد تو تشينج النيم بتاعهم لانه الاسم كان مربوط بالميليتري فديسايدد تو تشينج النيم لاسم ثاني فتغيرت الشركه لتاليس تاليس اللي هو تي اتش اي ال اي اس تاليس افيونكس كنا شغالين في السايد بتاع الاكتيفيتيز بتاعتهم اللي هي علاقه بالكوميونيكيشن والالكترونكس كويس في المجالات بتاعت الطائرات كويس في الافيونكس عموما يعني فده كان الجنرال area of work بتاعه فكنا بنشتغل شغل بتاع research and development في الشركه دي كويس ودي انا بفتكر بانه يعني التجربه اللي استفدتها انا في الفتره من 2000 ومن 2000 بالتحديد لحد 2010 من في السودان 2010 كويس فالفتره دي نحن اشتغلنا في مجموعه من البروجكتس بعض منها small projects وبعض منها كان very large projects من ال very large projects اللي انا اشتغلت فيها كان الديفلوبمنت لسيستم ضخم جدا اللي هو النظام بتاع الجي بي اس سيستم لاوروبا كويس السيستم ده كان المين كونتراكتور له كانوا ناس ايسا اللي هو اليوروبيان سبيس ايجنسي ونحن كشركه تاليس كنا ماسكين جزء كبير منه كويس جزء كبير جدا من الشغل ده نحن كنا عاملينه فكنا انفولفد في اكتيفيتيز كبيره جدا ليه علاقه بـ very big project فيتعلمنا يعني اشياء كثيره جدا فيما يخص الـ research and development وفيما يخص الـ processes بتاعه الـ development اذا كانت processes بتاعه research طبعا هنا ده طبعا applied research يعني عندك حاجه معينه عاوز تو اتشيف فانت you want to do research to do a particular thing يعني it is not just research for a purpose of research كويس بعد ذلك برضو الجزئيه بتاعه الـ applying processes to get things done يعني ممكن نقول البروسيسز فور ديفلوبمنت عندك بروجكت ماين عاوز تو اتشيف البروجكت ده وعندك اكتيفيتيز معينه لازم تو بي فينيش بطريقه معينه في وقت معين تو بي تيست بطريقه معينه تو ديليفر الحاجه دي في 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 طريقه في وقت معين وانا كتبت في فيسبوك كثير من التجارب بتاعتنا لسبيسيفيك بروبلمز يعني كانت واجهتنا وسبيسيفيك سوليوشنز احنا وي هاد تو ابلاي عشان 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 يعني to solve the problems اللي واجهتنا والبوز في وقت من الاوقات كانت لقت روايد كبير حتى بعض منا يعني خش في الجرايد وكلام زي ده يعني بعض الناس صار بيحبوا الاشياء اللي تظهر بطريقه يعني فيها نوع من الاثاره يعني فتعلمنا كثير جدا في الجزء بتاعت انك انت
الجزء بتاع الانجينيرنج فور انجينيرنج، يعني نوت انجينيرنج فور ريسيرش او ريسيرش فور، يعني ريسيرش فور انجينيرنج بيربسز دايركتلي ريليتد للانجينيرنج. فكانت فتره من 2000 نهايه 2000 نهايه 2000 اللي هي 2000 جست بعد يعني بعد انا سبت جامعه جلاسكو. فتعلمنا كوايت الوت في الفتره دي، الفتره بتاعت الاندستري. عشان كده انا يعني الناس لما يسالوني انت زول بتاع الاندستري اقول لهم والله انا بتاع الاندستري، انت بتاع ريسيرش عين ولا بتاع ريسيرش؟ لانه اي هاد تو اكسبيرينسز بعدين فور فيري لونج بيس اوف تايم. فدي كانت فتره جميله شديد. وزي ما قلت لك وي هاد لوت اوف كونتريبيوشنز. انا لما اركب طياره مثلا بعدين اشوف الناس بيتكلموا تليفونات، بعدين بعاين كده في التفاصيل بتاعت الاشياء، واتذكر بانه السيستم الموجود ده احنا عملناه، يعني نفس السيستم اللي احنا عملناه قبل، يعني اللي هو كان انا جيت هنا في 2000، فالسيستم ده هو ديليفر السيستم ده قبل ما انا اجي بشويه يعني كويس في 2010 ما بي في 2009، وحتى هو كونتريبيوتد للتستنج بتاعه وكده. فانت يو فيل فيري براود بانك انت بارت من منظومه كبيره بتناقش في جزء منها ساتلايتس، جزء منه جراوند ستيشنز، جزء منه موجود في الطيارات نفسها. يعني انت يو فيل فيري براود اوف الكونتريبيوشن بتاعك توورز الهيومانيتي كلها از اول. يعني طبعا دي اصلا هي العلم اللي بنتفع به. يعني الانسان يعني من الحاجات العلم مفروض يعني يدعب في علم انه الناس يستفيدوا منه، يعني الاجيال تستفيد منه، يعني ف يعني حاجه ما عاديه. تخيل لي يا دكتور يا بروف اهتمامك بتفاصيل الاشياء ده اللي خلاك تنجح في الـ في الـ في الـ في النانو الكترونكس. والله انا ما اعرف، انا طبعا بالنسبه لي فكره انك تو بين بوينت يعني حاجه معينه انها ساهمت في انك انت مثلا تنجح في حاجه معينه كويس، اذا اعتبرنا بانه انك توجيت ديجري هو نوع من النجاح، يعني او انك انت يعني تو يعني فينيش اوف جوبس، يعني في النهايه هو نوع من النجاح. طبعا هي في النهايه يعني اي حاجه، انا طبعا انا قريب قدمت محاضره عن المهنيه البروفيشناليزم كويس، كانت حضور عدد كبير من الناس، وقبل كده قدمتها في فورمز مختلفه، يعني على مستوى بتاع طلاب، على مستوى بتاع مهندسين وكده. يعني فالمهنيه في اداء العمل يعني واحد من الحاجات المهمه شديد فيها اللي هي العمليه بتاعت الاتنشن تو ديتيلز. يعني طبعا في بعض الاحيان الناس ما يفتكروا معنى الاتنشن تو ديتيلز هو في كل الاحيان حاجه كويسه شديد، لانه في بعض الناس بيغرقوا في التفاصيل كويس وبعدين بينسوا الحاجه العامه. يعني انت يعني 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 الحكايه عاوزه الرايت بالانس، يعني انت الحاجه الكبيره تهتم بها وبعدين تهتم بالتفاصيل. انا بتذكر ان احنا زمان عندنا الاستاذ كان بيدرسنا سيرفين، بعدين كان بيقول لنا انت يو شود اولويز ستارت فروم ذا هول تو ذا بارت كويس، يعني انت في الاول تعمل الحاجه الكبيره السكيلتون بتاع الحاجه، بعدين تغطيه في التفاصيل بتاعتها. فكان اتذكر واحده من الاكسرسايزز اللي احنا بنعملها في ذلك الوقت، يقول لنا اطلعوا كويس امشوا اعملوا ارسموا لي الجامعه، ارسم الجامعه كلها كويس بعدين المباني بتاعت الجوا كويس. ففي بعض الناس بيبقوا طوالي في رسم المباني، يعني تبدا من المباني بعد ذلك لما تجي للمبنى البرا تلقاه فارق كثير. يعني ليه؟ لانك انت بديت من التفاصيل وداير تمشي للحاجه الكبيره كويس. فهو كان الادفايس بتاعنا بانه ستارت فروم ذا هول، ابدا في الاول حاجه البر الكبيره دي بعد ذلك فتن التفاصيل بتاعتك. فالاثنين طبعا انت which attitude you take، يعني مرات it is better بانك تبدا من ده، مرات it is better بانك تبدا من ده. ف it always needs the right balance، يعني التفاصيل واهتمامك بها برضه ما تغرق في تفصيل صغير بحيث انك تغرق بس هنا في الحته دي بدون ما تشوف الباقي بتاع الاشياء. فالاتنشن تو ديتيلز واهتمامك بها وبعدين تراينج تو اندرستاند الاشياء دي والى اي مدى انت عاوز تخش في التفاصيل، انا بفتكر بانها الى حد كبير فيها نوع من السكيل، يعني اكثر من انها ساينس، يعني ذات يو كان ليرن. لكن في النهاية is an attitude that you must have and you must adopt، يعني كويس انه ما تعمل الاشياء بدون ما انت تكون متاكد منها، لكن في نفس الوقت ما تخش في تفاصيل اكثر من اللازم بحيث انك تغرق انت في التفاصيل. طيب سؤال سريع قبل ما نمشي من المحطه دي، الفرق شنو يا بروف بين النانو تكنولوجي وميكانيكي الكم؟
النانو تكنولوجيا. طبعا هناك الكوانتم ميكانكس، الكوانتم ميكانكس الى حد كبير يتم بنستعمل. طبعا الكوانتم ميكانكس از ا بيج ساينس، وانا اتمنى بعض زملائنا في الفيزيكس يكونوا موجودين معنا يسمعوا في البرودكاست ده. يعني نحن في الـ في الـ في الـ في الـ في الستديز بتاعتنا للديفايسز كويس، اللي هو ده شغل الى حد كبير نانو تكنولوجي، بنلجا للنانو تكنولوجي كويس، للكوانتم ميكانكس كويس، عشان تو اكسبلين بعض الاشياء كويس، عشان تو بريدكت بعض الاشياء. انت لازم تمشي للفيزيكس بيهايند الاشياء. الفيزيكس بيهايند الاشياء مرات انت بتجي في ليفل قبل ما تخش للكوانتم ميكانكس، لكن في كثير من الاحيان بتضطر تمشي للشغل بتاع شنو بتاع الكوانتم ميكانكس. واحده من الديفايسز بتاعتنا دائما بذكرها للطلاب، لانه يو كانوت اكسبلين ويزاوت كوانتم ميكانكس، وبعض الطلاب باحتمال يكونوا هسه بيسمعوا في كلامي ده، اللي هو التانيل دايودز دي طبعا بتعتمد على البروسيس اوف تانيلينج، والبروسيس اوف تانيلينج اصلا هي كوانتم ميكانيكال ايفكت، اللي هو الاشياء تو جامب ثرو الباريرز rather than above الباريرز. فنحن بنلجا للكوانتم ميكانكس كويس كتول من التولز اللي بنستعملها عشان تساعدنا بانه تو ستدي الديفايسز بتاعتنا. طبعا هنا برضو يعني التفاصيل بتاعتنا يعني اذا نحن طبعا نحن مهندسين في النهايه، عاوزين نوليدج بتاعت كوانتم ميكانكس والثيوريز بتاعتها والتكنيكس بتاعتها، لكن ما عاوزين نغرق فيها، ما عاوزين نغرق كثير في الكوانتم ميكانكس. عندها ناسا وعندها الاكسبيرس بتاعنا وكده، لكن مرات بنضطر نحوم كده على المجالات بتاعت الكوانتم ميكانكس. انا الشغل بتاعي بالذات كان فيه كثير من الكوانتم ميكانكس، لانه كان بيعتمد على كثير من الـ من الـ من, من البروسيسز بتاعت الكوانتم تانيلينج وكده، يعني بانواع مختلفه. فيس يعني ناس كثيرين بيكونوا شغالين في النانو تكنولوجي كويس، في الفابريكيشن، في الكاركترايزيشن، في كده، ما بيحتاجوا خالص للكوانتم ميكانكس. نحن كنا اقرب للناس بتاع الفيزيكس زي ما قلت لك قبل، لانه كنا عاوزين كاركترايزيشن فروم الكتريكال بوينت اوف فيو، فروم الكترونكس بوينت اوف فيو، بالتالي كنا بنضطر نحوم كده في المجالات بتاعت الكوانتم ميكانكس. نعم جميل. طيب يا بروف، نحن بعد حننتقل لك عشان ما نضغطك ونقعدك، يعني قاعد من الصباح وقاعد في محل شغل وكده. رجعت السودان سنه كم تحديدا؟ يعني كويس، انا رجعت السودان في 2010 كويس، تقريبا في اكتوبر 2010 انا اتخذت القرار بانه ارجع، ما بي قبل كده، ما بي بسنه ولا كده، يعني كنت حاسس بانه لازم ارجع السودان كويس. وطبعا في كثير من الناس لحد الان بيسالوا الغريب بين انا في نفس المكتب بتاعي ده، يعني طالب قاعد معي هنا، فبرضه سالني نفس السؤال كويس، انت يا دكتور رجعت السودان ليه؟ يعني المهم انا اتخذت القرار بانه انا راجع السودان يعني كويس، راجع وداير اشتغل في الادوكيشن والتعليم كويس، وانه الحاجه اللي زول اللي اتعلمها وعارفها يعني يساهم بها يعني خصوصا اكسنت. وطبعا حكايه انه زول راجع السودان يعني في كثير في اتهامات كثيره طبعا بتوجه لي يعني كويس. بعض من الناس بيقول يا اخي انت كوز، انت لو ما كوز ما الناس دي جابوك كويس، وبعض الناس يقول يا اخي انت شويه لانه شعرك كثير كويس. المهم اتهامات كثيره يعني بهنا، لكن كلها it doesn't explain why I came يعني كويس. يعني انا ما جيت for any political reason، ما جيت for any reason ثاني، لانه يعني الواحد داير يجي ويشتغل يعني ويساهم بالحياه اللي بيعرفها اذا كانت كثيره ولا شويه. انا بذكر الدكتور عبد الرحمن كرار، انا اتمنى بانه يكون بيسمعني هسه دي، كنا بنقعد بنتكلم، فكان عنده مقوله مهمه يعني بيقول لي يا اخي اذا ربنا اصلا دايرنا نكون في حته ثانيه كان خلقنا هناك، يعني ربنا عاوزنا نكون هنا يعني فخلقنا هنا يعني كويس، المفروض ان نكون قاعدين هنا. طبعا عبد الرحمن ذاته عنده ظروف وكده اضطر مشى، انا يهود انه يرجع ويساهم معنا مره ثانيه في هذا بنعمل فيها دي يعني كويس، جزء منها جوطة، جزء منها كويس، جزء منها المهم في النهايه بندافر يعني من جاي لجاي يعني كويس. فجيت في اكتوبر تقريبا اكتوبر 2010، وكانت البدايه طبعا جيت كزول غريب يعني، وبعدين ما بنسى ابدا اول يوم انا جيت خاشي الكليه كويس، بعدين الطلبه قاعدين يعني كويس في البنشز بتاع كليه الهندسه وانا جاي ماري كويس، بعدين اي نو بودي يعني من الناس اللي من الطلاب ديل، طبعا الموظفين وكده بيعرفوني يعني، فجيت ماري ما صادفت اي زول من الموظفين يعني كويس لحد ما خشيت جوا. وبعدين حتى افتكر ان عبد الرحمن كرار والجماعه ديل
وكانوا مشككين بانه انا ما في الغالب ما حاجي يعني كويس، مع انه هم ادوني وظيفه وانا اكسبت الوظيفه واي حاجه، لكن يعني انا عندي احساس بانه الناس كانوا مفتكرين بانه انا يعني I will decide eventually بانه يا اخي الحكايه دي صعبه يعني انه اجي يعني كويس. فايت واز يعني القرار كان قرار صعب to make يعني انه الواحد يعني to pack your bags يعني and you just go يعني كويس. بعدين you land في الخرطوم، اتذكر وصلت بالليل ووصلت البيت الصباح يعني بدري، لكن في نفس اليوم كنت مصير انه امشي الجامعه يعني كويس. فكنت مواصلات اتذكر قلت لازم امشي مواصلات، كنت من شنبات نزلت في بحري، وكنت من بحري مشيت الخرطوم كويس، ونزلت في الجامعه مشيت الجامعه خشيت جوا، يعني ما في زول بيعرفني يعني، فخشيت عبد الرحمن، اتذكر عبد الرحمن كرار ده كان قاعد شغال في الكمبيوتر يعني، فمقبل كده على الحيطه، فمن دقيته كده في كتفه، فايفن كرار هي واز سربرايز يعني انه انا جيت يعني كويس. فكانت تجربه غريبه فيري يعني فيري ايموشنال يعني اكسبيرينس. انا لما اذكر انه يعني مروري على الطلاب بالمناسبه كان يعني كان غريب شديد يعني كويس، لانه وين اي كومبير يعني نفس الوك اللي انا جيت مع ريبيو يعني ذات 10 اور سو يس جو يعني بنفس الوك اللي انا بمشي بيه هسه يعني هسه انا هو مور اور ليس يعني كل الطلاب بيكونوا بيعرفوني يعني في توداي يعني كويس، احتمال انا ما بعرفهم كلهم which is a big shame يعني، لكن يعني الحكايه has changed quite a lot في ال maybe not في يعني maybe it changed during the first year itself يعني. يعني في نفس السنة أنا بعرفت عدد كبير جدا من الطلاب وخلقت علاقة كويسة جدا مع الطلاب. برضو واحد من الحاجات اللي ساعدتني كويس إنه دكتور كرار نفسه كان موجود وعدد من الأساتذة كانوا موجودين، وبعدين رحبوا بي ترحيب كبير. أنا برضو ما أنسى خالص يعني أنا جيت في بعد يوم ولا يومين أذكر دكتورة تهاني كانت مصرة بأنه لازم يكون عندي مكتب كويس وبتاع، وكانت جارية في الموضوع ده بنفسها يعني، وبعدين جابت لي عملت اللافتة دكتور شريف فضل بعد كده كويس. بعدين قالت ادتني طوال الرئيس قسم الهندسه الالكترونيه والحاسوب كويس، لحد هسه اللافته دي موجوده. وانا اونستلي يعني انا هوب انها تكون بتسمع الكلام ده، انا افري داي اي جو بشوف اللافته دي بذكر دكتور دهان يعني كويس، لانها هي كان لها دور كبير في انه انا استقر يعني في نفس المكتب. فليها التحيه والتقدير والاحترام يعني، كان لها دور كبير بانه انا just to settle يعني في الحته اللي انا يعني اخترتها يعني بمحضرات يعني. فبذكره كل يوم يعني في الليل اللي ذكرتها اجيب خاشي يوم يعني بس. فكانت تجربه غريبه يعني من هنا يعني. طيب يا بروف معلش المقاطعه، طيب كده انت يعني عاصرت الجامعه في 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 جامعه الخرطوم في ثلاثه فترات، ف رؤيتك شنو للثلاثه فترات دي؟ يعني الفتره اللي هي انت كنت طالب، وفتره بعد رجعت من الماجستير، والفتره بتاعت رجعت من الدكتوره. نعم والله طبعا 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 التغيير اللي حصل تغيير كبير يعني، ده طبعا ما في زول بينكره يعني، خاصه اي زول حضر الفتره ديك الفتره بتاعت الثمانينات كويس يعني، احنا كطلاب يعني او حتى قبل الثمانينات يعني، بين الثمانينات والسبعينات ما حصل تغيير كبير يعني الداخليات والاديوكيشن كده ما حصل تغيير كبير في الجامعه كويس. نحن لحد ما طلعنا من هنا سنة 90 التغيير ما كان كبير كويس يعني، الداخليات لسه موجودة، الأساتذة يعني أي حاجة متاحة نحن لقيناها، نحن طلعنا خلينا الحياة دي موجودة يعني لحد سنة 90. بعدها طبعا حصل التغيير الكبير بتاع التوسع الكبير في التعليم، التوسع الكبير اللي هو كان توسع مفاجئ لأي زول. وأنا دائما بذكر المفاجأة الكبيرة اللي نحن كان يعني وسبنا بها. أذكر اليوم أصلا أنساه، نحن كنا اساتذه في الجامعه مساعدين تدريس، وكنا كان معي دكتور عبد الرحمن كرار، بنقعد في الجامعه لوقت متاخر، وبعدين بنرجع من الجامعه بنقطع الكوبري كويس، وبعدين بنمشي كالداري لحد شنبات افري داي يعني، من المغرب كده بنكون ماشيين كالداري لحد ما نصل بيوتنا يعني، عبد الرحمن بيوته بالصافي، نمشي شويه قدام شنبات. فيوم نحن ماشيين راجعين وقفنا دايرين نشرب مويه في واحد من الدكاكين، سمعنا في الرادي انه والله في بيان هام حيوزع بعد قليل فترقبوه. فقررنا انا وعبد الرحمن بانه ما نمشي جنبات، انما نمشي لواحد من زملائنا اللي هم في النص يعني. فمشينا لزميلنا ياسر عبد الرحيم، هو في الصافيه يعني، ما 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 كان قريب شديد او ما بعيد شديد. فجاب لنا التلفزيون وسمعنا القرار اللي هو القرار كان بتاع التعريب من واحد،
كويس. بعدين تدبل الانتيك بتاع الطلاب، يعني اي جامعه تاخذ ضعف العدد بتاع. وبعدين كون لجنه، كان عمر بشير بانه اللجنه تدرس في امكانيه او في، يعني كان مقترح بانه تتحول الكليات التكنولوجيه الى جامعه. كويس، ده ثلاثه قرارات، ثلاثه قرارات مفاجاه. نحن كاساتذه كنا مساعدين تدريس، لكن على الاقل الحاجه دي كان الناس بيسمعوها، ما في كان عارف انه في احتمال لحاجه زي دي. فكان قرار مفاجئ، وبعدين طبعا اتنفذ القرار. لحظة انا شخصيا ما حضرت التنفيذ بتاعه، لانه في نفس السنه كان مثلا 90 ما بي بدايتها وما بي نهايه 89، ما بذكر كان التاريخ بالضبط كم، لكن ما بي في بدايه التسعينات. انا طلعت في نهايه 90، مشيت للدكتوراه، فما حضرت التنفيذ بتاعه. التنفيذ طبعا اللي هو دبلنج الانتيك، بعض الجامعات زي ريزيستد، زي جامعه الخرطوم، الجامعه طبعا ريزيستد التشينج الدبل يعني المفاجئ، صح كان في زيادات انكريمنتال. بعض الجامعات يعني كان في قرارات، قرارات ممكن تقول مفاجاه، قرارات غير مدروسه بانهم تدبل الانتيك، بعض الجامعات ايفن تو تريبل الانتيك. كويس، ودي طبعا ادت لتحطيم الجامعات دي، يعني الجامعات اللي كانت موجوده في الوقت ده كان في جامعه الجزيره وجامعه جوبا، جامعات كانت عريقه، جامعات ممتازه، ويل اكويبت، وفيها من فيها ويل ستاف. لكن فجاه يعني لقت نفسها مفاجاه بانه العدد بتاع الطلاب انضرب في اربعه. كويس، ده مثال، مثلا جامعه الجزيره العدد انضرب في اربعه، يعني وجود الطلاب ما في احتزاز يسكنوا فيها، فحصل كومبليت كولابس للسيستمز. جامعه الخرطوم الى حد كبير دي ريزيستد تشينج، وقدروا يعني التشينج اللي حصل كان تشينج انكريمنتال، يعني ممكن اقول التدهور كان تدهور انكريمنتال. كويس، كان في ريزيستنس كبير، ولحد الان طبعا جامعه الخرطوم تعتبر جامعه، يعني جامعه ريبيليانت الى حد كبير. كويس، فالزياده الكبيره بتاعت الاعداد ده طبعا ديفنتلي اثر على العلاقه بين الاستاذ والطالب، اثر على العلاقه بين الاستاذ والطالب من حيث الزياده الكبيره في اعداد الطلاب. طبعا برضو يعني حصل تشينج في انه اللانجوج اوف انستراكشن اتغيرت من انجليزي لعربي، عدد من الكليات ريزيستد تشينج، كليه الطب ريزيستد تشينج كومبليتلي، عدد من الجامعات، عدد من الكليات ريزيستد تشينج بارشلي، يعني ممكن اقول بارشلي، ممكن اقول انجليزي الان، مثلا زي كليه الهندسه وعدد من الكليات الثانيه. فهذه الكليات طبعا يعني عربت الموضوع للنهايه، فده طبعا ده تشينج كبير. فيما يخص الكواليتي اوف الطالب نفسه، فيما يخص الكواليتي بتاعت الطالب والكواليتي بتاعت الخريج في النهايه، طبعا انا الراي بتاعي طبعا مخالف لعدد كبير من الاراء اللي بتقول بانه حصل ديكلاين وحصل تدهور في الكواليتي بتاعت الخريجين. كويس، طبعا مع زياده الاعداد الكبيره بتتوقع بانه لا يخلق عدد ما لم زاد. كويس، بتتوقع بانه الاوفرول اوت كم، لانه انت زمان بتدرس مثلا في قسم بتدرس 100، هسه بتدرس 400. كويس، بالتالي ال 100 الاوائل ممكن تقارنهم بال 100 اللي كان كنت زمان بتاخذهم، يعني. كويس، فايف يو كومبير لايك ويز لايك، اف يو كومبير لايك ويز لايك، هتلقى انه الاوت كم الان، يعني الخريج بتاع توداي، اف يو كومبير ذا سيم خريج مع ذا سيم خريج في السنين بتاعتنا، ديفينيت الخريج بتاع توداي از ا لوت يعني كواليفايد، ا لوت بيتر كواليفايد ذان الخريج السابق. كويس، طبعا الراي ده انا طبعا راي صادم لكثير من الناس، لكن ذيس از وات اي بليف، يعني اف يو كومبير لايك ويز لايك، ديفينيت الخريج بتاع اليوم يعني بيتر من نواحي كثيره، يعني كل النواحي بتلقاه انه هو از ا لوت بيتر. كويس، ف طبعا الديس ادفانتجز الثانيه اللي هو المعامل والانفايرمنت العام وكده، طبعا الناس هسه طبعا يعني ممكن اقول ما عندهم اللكجري بتاع زمان، يعني. كويس، ريجاردليس اوف يعني طبعا الكومباريزون ما ممكن يكون قاسي شويه، يعني لكن الطلاب زمان كانوا الانفايرمنت كان ا لوت يعني انكريجينج، وكان ا لوت بيتر، وكان يعني كان بيساعد، لانه ناس يعني يكونوا مرتاحين في الادوكيشن بتاعهم، في التعليم بتاعهم، لكن ما بضروره الاتشيفمنت بتاعهم زمان كان احسن من الاتشيفمنت الحالي. فدي تخلي ذاته يا بروف يعني خلت الطالب يكون يعني انا شوف كل الطلاب السودانيين اللي درسوا يعني في الفتره الاخيره لحد الان في في بريطانيا مميزين. بالضبط، يعني مميزين ما شاء الله، يعني بينجحوا، بيكونوا بالزبط. يعني طوالي بيمشوا قدام يعني. لكن دي
تخيل بتجهدهم، لانك انت كانك انت بتنحت في باظافرك في الصخر يعني، فبتجهد الواحد، تخيل بتخليه يعني شويه كده ايموشن، اللي يكون بيكون يعني ما عارف اكاديميا هو بيكون قوي، لكن تخيل في الحاجات الثانيه بيكون شويه بتاثر عليه يعني. تتفق نعم معي؟ نعم طبعا طبعا. يعني واحده طبعا من المساوئ بتاعه السيستم الحالي اللي هو السيستم اتخلق في عهد الانقاذ، يعني انه المسؤوليه بتاعه الادوكيشن كلها انتقلت من الدوله الى المجتمع. فالطالب الطالب بتاع اليوم يعني من البدايه من الروضه يعني اهله بيصرفوا عليه في الادوكيشن بتاعه كويس، لحد ما يخش الجامعه ويتخرج من الجامعه الطالب ده يكون تقريبا هو معتمد على نفسه في كل حاجه الى حد كبير. الكلام ده انكلودنج الادوكيشن بتاعه في داخل الجامعه، يعني بتلقى انه الطلاب بيعتمدوا على نفسهم في اي حاجه كويس. فده بيديهم الاتيتيود بتاع انه الواحد عاوز تو ليرن، انا عاوز اطور نفسي. فالاتيتيود ده موجود بكثره عند الناس عند الشباب توداي كويس. يعني انا ممكن اقول فرانكلي الاتيتيود ده ما كان موجود زمان، يعني في الاجيال بتاعتنا الاتيتيود بتاع انك انت انا عاوز اي وونت تو يعني انا اي هاف تو كومبيت اي هاف تو كده اي هاف تو ورك هارد، لانه انا if I don't work hard I'm not going to achieve كويس. فده خلق الاتيتيود which is a very healthy attitude، انه الناس زي عاوزين يمشوا لقدام عاوزين يمشوا بمجهودهم. فبتلقى انه الناس بيبذلوا مجهود يعني over and beyond الاكسبكتيشنز بتاعت الاكسبكتيشن بتاعتهم even as educators. يعني تجي مثلا تتوقع الطالب يكون يعني عنده يعني limits معينه في الحاجه اللي انت بتتوقعها منه في الليكشرز ولا كده، تلقاه هو مشى well beyond الحاجه دي كويس، which is a very very healthy attitude towards the education بتاعهم، لانهم they know بانهم اذا كان if they don't take the education بتاعتهم ديل into their own hands هم ما حيكون عندهم مستقبل basically. فدي من ناحيه حاجه كويسه شديد، لكن برضه من ناحيه ثانيه انت تكون ظلمت الناس اللي هم يعني ما اعرف اقول شو، لكن الناس اللي ما انتبهوا لاهميه السايد ده من الـ من الـ من الـ من الاتيتيود. فبتلقى ناس بيكونوا ضايعين يعني في النص يعني، وبعدين بأعداد كبيرة، وبعدين في كثير من الأحيان بالمناسبة إنه الاتيتيود ده بكون سائد في مجتمعات معينة من الجامعات كويس. أنا ما داير تنام any names بتاع الجامعات، لكن بتلقى إنه الاتيتيود بتاع الكومبيتيشن وإنه الناس عايشين بقدام وعايزين يتحضروا لشنو وشنو كلام زي ده، بتلقاه منتشر وسط اتيتيودز، والاتيتيود بيكون منتشر في مجتمعات بعينها كويس. الجامعه الفلانيه تقول لك الناس دي عندهم منافسه عاليه وعايزين يمشوا لقدام وعندهم تطلعات وكلام زي ده. تمشي في بعض الحتات الثانيه تلقاهم الناس ريلاكس قاعدين كويس، بس منتظرين الاستاذ يجي يدرسهم ينتحروا من الشيتس ويمشوا يعني. وده في النهايه يكون الاتشيفمنت بتاعهم في النهايه يعني يكون ريلاتيفلي لو كومبيرد مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع السكسس بتاع الاخرين من زملائهم، جست لانهم they grew and they found themselves في the right place which inspires the right attitudes towards education والليرنينج. نحن ماشيين يعني خلاص اقتربنا من ثورة ديسمبر المجيدة. نعم طبعا 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 في جزئية مهمة برضو أنا بالنسبة لي لازم أذكرها، اللي هو الكونتريبيوشنز بتاعتنا والشغل بتاعنا فيما يخص الاندستري. وأنت ذكرت إنه أنا شغال مع ناس الكهرباء، أنا ما عاوز أتكلم عن الكهرباء كمشكلة، لكن عاوز أتكلم عن بعض المشاريع اللي إحنا خشينا فيها. وكان دكتور كرار قبل كم يوم برضو كان كاتب بوست وتناقشنا في بعض المواضيع اللي لها علاقة بالعدادات كويس. فالمشروع بتاع العدادات المفتكر بأنه مشروع رايب، ومشروع من واحد من المشاريع اللي إحنا يعني كميونيتي خاصة من الناس اللي شغالين في الشغل بتاع الانجينيرينج بالذات يعني نهتم بيه ونحاول ندرسه كموديل من الموديلز انه الناس ممكن يستفيدوا منه لقدام. فمعي مجموعه من الشباب المهندسين الممتازين، وانا بفتكر بانه من اميز المهندسين الموجودين معانا في السودان، طبعا ده بيصايد عدد كبير جدا من المهندسين الممتازين الموجودين في حتات مختلفه يعني في مواقع مختلفه من البلد. لكن انا بتكلم عن المجال بتاع الالكترونكس والمجال بتاع الديفلوبمنت لحاجه نحن فعلا محتاجين لها في السودان. فمجموعه من المهندسين ومجموعه من الليدرز يعني، ولازم اذكر الباشمهندس نصر الدين وهو يعني زول الليدر بتاع التيم والليدر بتاع كل الجروب بتاعنا في المجتمع
تعبد على الاعدادات، وانه زول عنده فيجن وعنده تصور، لانه احنا عاوزين يعني نمشي لوين بالحاجات اللي ممكن احنا نعملها لوكال هنا في السودان. فخشينا في مشروع ديفلوب العداد السوداني وكنا فيري سكسسفل فيه. فدي بس انا عاوز اتكلم عن التجربه بتاعتنا، بانه يعني الناس اللي عندهم اكسبيرينسز برا واستفادوا من النوليدج والاكسبيرينسز اللي they gained من from outside السودان، انه ممكن الحاجات دي تنقل الى السودان وتكون اكسبيرينسز ناجحه. لكن ده طبعا بيحتاج انه ناس يعني يكون في ساكريفايسز، يعني يعني حكايه انه زول يجي ويعمل زياره وبتعمل كورس كورسين وبتالي يعني صح انسبايرز الناس، لكن الوجود بتاع الاكسبيرينسز وزين التيمز انا بفتكر ده بانه واحد من الحاجات المهمه. الناس الموجودين خارج السودان ممكن يفكروا بانه كيف الحاجه دي ممكن تتعامل، يعني على اساس انه الناس هنا في السودان يستفيدوا منهم، يستفيدوا من خبراتهم، يستفيدوا من النولج من الـ من الـ من الاندستريز المختلفه اللي هم شاركوا فيها اوتسايد السودان. طيب نمشي للحته بتاعت الثوره. نعم. طلابك بيقولوا انه بروف شريف بطل من ابطال ثوره ديسمبر المجيده. والله يا اخي طبعا العكس هو الصحيح، يعني الطلاب اللي بيكتبوا في الكلام ده يعني هم الابطال الحقيقيين في الثوره. وطبعا دي حاجه ما دايره اثنين ثلاثه، يعني الجيل الراكب راس الجيل الشباب، ونحن بنحييهم. يعني نحن الى حد كبير في يعني الناس كانوا موجودين هنا في خلال الثوره من 19 ديسمبر الى ما بعد ديسمبر، يعني والفتره لحد يعني ابريل 7 ابريل والفتره بتاعت الاعتصام كده. نحن وينو يعني ديب ان اور هارتس، يعني وينو بانه الابطال الحقيقيين هم الشباب. فالفتره بتاعت الثوره دي طبعا كانت فتره غريبه وفتره يعني بيرس تشينج نحن بنتذكرها. وانا مشهور بانه حتى ايفن الناس اللي كانوا موجودين اوتسايد السودان، يعني هسه مرات لما تيجي بعض الميموريز وكذا والدور الكبير اللي لعبوه الناس الموجودين برا السودان والصوت يعني ونقل الثوره نفسها من الشوارع بتاعت الخرطوم والشوارع بتاعت يعني البحري ومدرمان وكذا والمدن المختلفه، يعني نقلوها الى 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 شوارع نيويورك وشوارع لندن وكذا وشوارع سيدني وكل اللي في كل العالم. يعني فكل زول في الثوره دي ليه بالدور بتاعه المتوقع منه. وعشان كده طبعا الثوره يعني بفتكر بانها او في حقيقه اذا فاق بانها يعني ثوره كانت يعني فريده من نوعها يعني. فهي ثوره بتاع الشباب، وانا بذكر نحن في شنبات يعني كان من الحتات الدائم يكون فيها كتمات يعني كويس، فنحن بنطلع بنعاين، لكن الابطال الحقيقيين والناس اللي كانوا بيجروا وبيتعرضوا للبمبان وبيتعرضوا للضرب وبيتعرضوا للاهانه وبيتعرضوا لاي حاجه كانوا هم الشريحه بتاعت الشباب اللي هم ممكن اقول من 30 عشان الناس ما الناس العجائز شويه ما يزعلوا من 30 واقل يعني كويس. الجيل الاكبر شويه ده يعني الدور بتاعه كان الى حد كبير كان سبورت الى حد كبير يعني كويس. بعد ذلك طبعا جاءت الايام غريبة يعني بتاعت الاعتصام نفسه 7 ابريل كويس. وطبعا يوم 7 ابريل نفسه كان يوم غريب شديد، وانا يعني انا دائما بحكي الاكسبيرينس بتاعتنا لانه كانت فيها مآسي شديده. يعني احنا في داخل كليه الهندسه الناس بتخيل الكليه والبوابه اللي هي فاتحه على وزاره الصحه في الحته بتاعت التور كويس، بقى احنا بنعاين بدون تفاصيل كثيره، لكن بدوا الشباب قبل كان المواعيد كانت الساعه 1 لكن زي 12 ونص كده سمعنا هتافات، فجينا جارين احنا مجموعه من الاساتذه كنا قاعدين جوا في الكليه كويس. فالناس بيهتفوا يعني حريه سلام وعداله الثوره خيار الشعب كويس بهتافات. فجوا ناس الامن من الشارع اللي هو من الشارع بتاع النيل والشارع من شارع الجامعه بدوا يضربوا في الشباب دي ضرب. بعدين احنا الفاصل بين الاثنين اللي هو البوابه بتاعت الحديد، يعني انا هاف تو سي الكلام ده لانه دي من الميموريز المهمه شديد بالنسبه لي. يعني فنحن واقفين في حته سيف والشباب ديل بيتعرضوا للضرب في السايد الثاني والمنظر قدام ضرب شديد كويس. بعض الناس قدروا يتلبوا جوا الكليه. طبعا جوا الكليه ذاته كان في مجموعه من الرباطه، بالنسبه للناس الحمد لله الناس ما عارفين المعلومه دي، مجموعه من الرباطه كانوا قاعدين جوا منتظرين الشباب ديل. لحسن الحظ يعني وجودنا نحن كاساتذه
يعني منع الشباب دين اللي هم الرباطه بانهم يضربوا زول يعني، فجس خلوهم يجروا يعني. لكن المنظر اللي هو حيظل في ذاكرتنا يعني، اللي هو الضرب هناك والبنات اللي ما قدروا يتلبوا، ونحن شايفين انهم يعني بنحاول نكسر البوابه عشان نفتحها لهم وما قادرين، والبومبان وكده فطرنا في النهايه نمشي يعني. لكن المنظر اللي حيظل في ذاكرتنا لازم اقوله هنا، لانه منظر كعب شديد يعني. فلا بعد ما دقوا البنات دي الناس الامن كويس، جات مجموعه من التاتشرز، فالناس الامن دي بيشيلوا البنات دي من كرعينهم ومن يدينهم وبيدعوهم في العربيه كويس، ردموهم فوق لبعض كويس، بعد ده غطوهم بمشمع، مش مجموعه من ثلاث مشمعات، وبعد ده طلعوا فوق لهم ركبوا فوق لهم والعربات لفت يعني كويس. فده المنظر اللي احنا شفناه نحن واقفين جوا الكليه، الفريق بيناتنا بس الباب بتاع حديد سياج يعني كويس، والبنات ديل بيضربوهم وبيدعوا فيهم والمنظر ده قدامنا يعني كويس. فدي كانت اخر ذكرياتي انا يعني. بعدك طبعا احنا يعني كنا في غضب شديد يعني، وطلعنا كلام زي 12 ونص، بعدك طب مشينا كده، ما ادري اقول بانهم ابطال ولا كده، لكن ده يعني sudden change of heart يعني، من القوات الامن اللي هي كانت قبل شويه بتضرب في الناس ديل كويس، وبعد شويه احنا ماشيين ورس القياده يعني، ورس القياده وناس الامن نفسهم واقفين بعيوننا يعني كويس، ما قدروا يضربونا يا جماعه، اضربونا. Why this happened يعني I have no idea كويس، I have absolutely no idea what happened بين 12 ونص لحد الساعه 1، والقرارات دي جات من وين؟ افتكر بانه دي حاجه من حياه الناس المفروض يدرسوها يعني. هل فعلا هم يتهزموا؟ هل فعلا يتهزموا؟ انا سيك الانسر واز نو، لانه كان لسه كان الكاباسيتي بانهم يضربوا لسه، لكن زي جاست ديسايد بانه والله يا اخي جاتنا اوامر بانه احنا ما نضرب. بعد طبعا الاعتصام وما حصل في الاعتصام كويس، وفضل الاعتصام يعني. برضو طبعا الناس اللي بتكلموا عن انه صح احنا كنا بنجي الميدان الاعتصام وكده كمتفرجين يعني، لكن الشباب ديل اللي هم الجيل الراكب راس هم الناس اللي كانوا قاعدين كويس، هم الناس اللي كانوا قاعدين من يوم 4 لحد يوم 2 يونيو ولا كده يوم فضل الاعتصام، الناس اللي كانوا قاعدين 24 ساعه. رمضان جاي احنا كنا بنجي صاحب بنين نفطر وكلام زي ده، لكن الشباب ديل هم اللي كانوا قاعدين كويس، فهم الابطال الحقيقيين. وهم يعني اي زول الان في بوزيشن اوف باور لازم يتذكر الحكايه دي، لان الشباب ديل يعني هم جابوا الثوره، وهم اللي وصلوا السودان للوضع الحالي كويس. انا بتكلم عن حياته الكويسه فيه في الوضع الحالي، اي حاجه سيئه في الوضع الحالي الليدرز والناس الديسيشن ميكرز هم المسؤولين منها. هم المسؤولين منها. فانا انا انا اي هوب بانه الثوره دي تظل ثوره، والشباب اللي هم فقدوا كثير من الحماس بتاعهم نحاول نرجع الحماسه الى الوضع بتاعه الطبيعي، وده ما بتم الا اذا كان في خطوات حقيقيه من الحكومه الحاليه من القيادات الحاليه بانهم تشو ريسبكت للشباب ديل، لانه يعني what we have seen throughout الثوره الشباب ديل هم قاده الثوره، هم اللي عملوا اي حاجه في هذه الثوره. وwe should always acknowledge الحكايه دي، ما الناس اللي بيجوا الجهات الكثيره جايه من برا والناس اللي ظهروا من جوا وكلام زي ده، نحن we know بانه في لطف يعني mistakes are happening are taking place، نحن we hope بانه الحكايه دي to be corrected. والليدرز في النهايه مسؤولين بانهم تليد، الليدرز مسؤولين بانهم تليد، ولازم الحكايه دي تصلح، ولازم الثوره تعود الى المجرى بتاع الطبيعي، ولازم الشباب ده يلقوا الحاجه اللي هم طلعوا من اجلها. يعني دي يعني الثمار خلاص نضجت يعني، ده كلام يعني، ده كلام ما كلام مفروض يعني، الكلام ده يعني الناس اللي بيسمعونا ديل كلهم يخطوه في الـ في الـ في الصفحات بتاعتهم، يكتبوه ويعملوا له كود، لانه صراحه ده الكونكلوجن، ده العصير بتاع 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 اللي حصل شنو في الثوره واللي حيحصل شنو. تمام فعلا يعني الثوره يعني قوموها السودانيين عامه والشباب خاصه، وللاسف يعني غطف ثماره يعني السلطويين يعني، بس بالضبط
بغض النظر عن النائب بتاعهم يعني. فيا شباب ما تجيفوا، الثوره مستمره، وده الكلام احنا بنقول فيه قبل الثوره، قلنا يا جماعه الثوره ما منك انت بس تضغط النظام، الثوره انه ذاته تكون حيه في 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 نفوسنا لحد ليلة ان نموت ويجي يستلموا اولادنا وهكذا يعني. فهو التغيير سنه الحياه، والتغيير لازم يكون متواصل يعني صراحه يعني. دي انا يعني يوميد ما ايديا يا بروف شريف الله يبارك فيك. طيب يعني الكلام الحديث معك ذو شجون يعني، وما يتخلي ساعتين، بس احنا قربنا لساعتين ما حتكفي، لكن بس حنمشي لمحطات صغيره كده وبعد ذاك يعني. طيب يا بروف، الجامعه بعد الثوره يعني، دي يمكن الحاجه المرحله رقم 4 شكلها كيف بقى يعني؟ هل يعني بدت تعود او ما مش تعود، دي شويه كده بدت يعني تمشي تفتش الطريق بتاع القديم، والله لسه الطريق بعيد يعني؟ والله ده طبعا سؤال صعب شديد. سؤال صعب. الجامعه طبعا، الجامعه يعني طبعا مسارات مختلفه يعني، كويس. الحركه الطلابيه طبعا ده سايد طبعا، لسه بتكلم عن الخرطوم، لسه الاتحاد يعني ما شايف فيه اكتيفيتي سيريس اباوت تكوين الاتحاد. انا ما اعرف هل ده قصور من الطلاب، هل قل الحماس بتاعهم، كويس. الجامعه على المستوى بتاع اداره الجامعه يعني، الاداره فيري كين بانه يعني، ما انا اتكلم باسم الاداره لانه انا طبعا هسه يعني اوفيشلي انا المدير العام بتاع مدينه التفكير التكنولوجيا، مع انه مواصل العمل بتاعي في الجامعه بدرس ولا حاجه، كويس. فما اقدر اتكلم، ما اقدر اتكلم باسم الجامعه لانه ما بمثل جهه رسميه في الجامعه، لكن بتكلم بس عن ملاحظاتي العامه يعني. ففي اهتمام من الجامعه، من اداره الجامعه، بانه الطلاب خاصه الاتحاد بتاع الطلاب يقوم، كويس. الاليه بتاعت انه كيف يقوم الطلاب الاتحاد دي، افتكر لسه من الحاجات اللي لسه ما في حاجه واضحه تجاهها، كويس. طبعا في حريات في الجامعه، دي حاجه ملاحظه يعني كل الجامعات يعني. انا هو بان الحريات تكون حريات بوزيتيف يعني، الناس ما يفسروها بانها حريات، لانه في طبعا في كثير من الناس طبعا بيجمب تلواقهم بحكايه انه الحريات دي بتعني اشياء مو كويسه، لكن حاجه احنا شايفينها في الجامعه من ناحيه بتاعت حريات، بتاعت يعني الحريات على في المفهوم العام بتاعها، انا بفتكر بانها it is a positive sign يعني. برضه في السايد فيما يخص العمل النقابي على المستوى بتاع الأساس، على المستوى بتاع يعني الموظفين والعمال وكده، برضو السيل في حركة يعني towards the formation بتاع النقابات، لكن لسه طبعا الناس منتظرين القوانين العامة اللي هي بتسمح لهم تكوين النقابات. فزول ممكن يقول بأنه في قصور عام فيما يخص يعني الدولة، لأنه كان متوقع الدولة تسرع يعني في العملية بتاع يعني تكوين النقابات والقوانين بتاعه النقابات والاطر العامه وكده اللي في المجال ده. ففي قصور فيما يخص الدوله من ناحيه بتاعه قوانين وسياسات، كويس. لكن الحركه يعني بتاعه في وزينه الاساتذه يعني استنفار عام وكده، بتحس بانه في حركه في بعض الحريات، في بعض الـ يعني بوزيتيف ساينس زي دي، كويس. طبعا بالنسبه للجامعه على مستوى الجامعات كلها طبعا حصل تغيير كبير في كل الادارات بتاعتها، نحن نهوب بانها تكون تغيير في الاتجاه الصحيح. يعني ما بالضروره طبعا يعني اي تغيير يكون يعني الاتيتيود العام، كان الناس كانوا بيفتكروا بانه والله يا اخي كوز مثلا انشال وكده، طبعا احنا اجينست، انا شخصيا اجينست، لانه يعني تسييس الامور في كثير من الاحيان ما بيديك النتائج الصحيحه يعني. يعني عندك 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 مشكله مع زول، ما نقدمه للمحاكمه، حاكمه يعني وخلي القانون ياخذ مجراه. فالتغيير في كثير من الاشياء سلو ممكن تقول، لكن انا بفتكر بانه اوفرول هو ماشي بالاتجاه الصحيح، والتجارب طبعا اثبتت لنا بانه التسرع في كثير من الاشياء دي قد يؤدي في كثير من الاحيان لنيجاتيف results يعني. فشوف مسارات مختلفة للحريات الناس بينادوا بها، وللديمقراطية الناس بينادوا بها، لكن الأمور ماشي سلو. أنا أهوب بأنه يعني الحكومة يعني تعمل الإجراءات الممكن تسرع
البروسيسز يعني، خاصه فيما يخص القوانين العامه واللوائح وكذا لتكوين النقابات، والدور بتاع النقابات نفسها حيكون شكله كيف، والعلاقه بين النقابات والمؤسسات بتاعتها شكلها حيكون كيف يعني. ففي عرض طبيبا فيما يخص الحكومه نفسها يعني. طيب يا جماعه، نحن ان شاء الله حنختم خلال 15 دقيقه من هنا. الناس اللي معانا في الزوم، اي واحد حاب يشارك يرفع يده عشان نديه الفرصه. طيب يا بروف، مدينه افريقيا التكنولوجيه، نعم، ادينا نبذه صغيره عنها يعني. والله المدينه طبعا هي مؤسسه تابعه للتعليم العالي، انشئت في 2008، وظلت المدينه يعني تقدم بعض الخدمات فيما يخص الشغل بتاع الحاضنات كويس، وفيما يخص رياده الاعمال. فده الدور الاساسي المفروض تقوم به المدينه، اللي هو احتضان للمشاريع، خاصه المشاريع البحثيه اللي يعني ممكن تكون يعني منتجه، ممكن تكون يعني منها فائده فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص المجتمع السوداني يعني. فقامت المدينه بمجموعه من المشاريع في السابق، والان عندها مجموعه من المشاريع وكذا. لكن طبعا الى حد كبير يعني نحن بنعمل بانه المدينة يكون لها دور أكبر. أنا بفتكر بأن لسه المدينة ما قامت بدور المفروض تقوم به هو على الوجه الكامل. طبعاً يعني ما أنا ما داري طبعاً ألقي اللوم على أي جهة تانية، لكن في كثير من التحديات تواجه المدينة زيها وزي أي يعني جهة حكومية أخرى يعني. فنتمنى بأنه يعني في الفترة الجاية، يعني في الفترة السابقة كان في كبير عدد كبير من الـ من الـ يعني من الاصلاحات ممكن تقول الداخليه وكذا، فيما يخص اشياء كثيره لها علاقه بالعمل العام يعني انسايد المدينه يعني. وبنتمنى بان في الفتره الجايه يكون في انطلاقه اوسع تورس يعني مشاريع اكبر واحتضان اكبر لعدد اكبر من الناس اللي ممكن يكونوا يساهموا بطريقه بوزيتيف في الاقتصاد السوداني وفي خدمه الانسان السوداني. طب قلنا ريادة الأعمال، شايف هيثم أخونا الكبير هيثم الكاسي، هو طبعا زارني هنا هيثم، فممكن اتفضل يا هيثم. والله يا أخي أنا عندي مداخلة ما لها علاقة بريادة الأعمال. أنا نعم اتفضل شوية، لكن بجد موضوع مهم وأنا عندي فيه مداخلة مهمة شديد يعني. الموضوع ده له علاقة في مواضيع يعني مهم شديد، لكن خلي له وقته، لأنه أنا صراحة يعني بجد يا بروف انت ذكرت حته مهمه شديده، اللي هي الاساتذه اللي كانوا معاك في المرحله بتاعت البدايه او الاساس، اللي هم الاستاذ حسن حامد، عثمان، نعم، استاذ عبد الرحيم، استاذ الفاتح، نعم. المداخله هي سؤالين في مداخله واحده يعني. انت هل بتحس انه طريقه يعني تعامل الاساتذه ديل معاك ودورهم في انه هم ينشوك نشأ كويس من ناحيه بتاع التعليم، نعم، كان سبب اساسي في انك لما بقيت استاذ مشيت؟ بس كيف انت جاوبت على الحته دي في الحته بتاعت انك انت في الرابطه بتاعت شنبات، لكن يعني انت لما انت حتتعامل مع الاساتذه مع الطلاب تذكرت، نعم، ذكرياتك مع الاساتذه ديل، دي حاجه، نعم. الحاجه الثانيه، انا كل الورش المعمله الايفنتات اللي بعملها وان ما كان عندها موضوع بتكلم حته التصوير، يا اخوان انتوا عندكم فرصه كبيره جدا انكم انتوا تتصوروا مع الاساتذه بتاعتكم. نعم. يعني انا لما كنت في الجامعه زمان ذاك يعني الموبايل كان فيه لكن ما كان فيه كاميرا، والكاميرا كان الا نعم. زمان الفلتر. فانا كنت متمني في يوم من الايام ان انا اتصور مع بروف كدوت الله يرحمه، لانه هو من الدكاتره اللي انا ممكن اقول يعني من دخلت الجامعه لحد هيثم الموجود حسي حاليا في دوله النرويج وعنده نعم. انجازاته كان ريفليكشن ل يعني ارشادات و بروف كدودة، نعم، وياسين سمع الكلام ده مني كثير. فسؤالي نعم. هم يعني الأساتذة زمان وأثرهم عليك، والسؤال الثاني حكاية التصوير وحبها يعني بجد نعم. يعني أنا واحد من الناس أول ما أفتح الفيسبوك ومشي بفتح الملف بتاعك، لأنه بتخلينا نعيش معاك، اللي هو الصور بتاعت الأطفال بيلعبوا اليوم الجمعة، يجيبوا الخدار ماشيين يفطروا، كل التفاصيل دي بتخلينا نعيش معك، حتى يعني انك تربط ما بين الاحداث اللي حصلت زمان زي المدرسه وتهدى الحيطه وحسي، فوثقتها لنا وخليتنا نعيش معك الاحساس ده. فجاوب لنا الحتتين دي في عجاله. اي طبعا
يعني الذكريات. انا طبعا الغريبه يعني انا دائما بوصي الناس بانه يعني يحتفظوا بالذكريات بتاعتهم يعني. وبعدين توثيق الذكريات نفسها من الحياه الغريبه يعني، انك انت في وقت من الاوقات بتكون فيري باشنت اباوت اباوت الباست بتاعك يعني. انا ما اعرف يعني هل يعني احنا، انا واحد من الناس بديت التصوير والاحتفاظ بالصور وكده والاهتمام بالحاجات بتاعتي يعني من وقت بدري كويس. فما اعرف ما اعرف التريجر بتاع هل كان في احساس بانه الحياه دي حتكون مهمه بعدين. I have no idea، لكن بس كان عندي احساس بانه الحياه دي مهمه، انا لازم يعني اوثقها في الوقت ده. فالتصوير يعني كهوايه ممكن اقول، بذكر نحن في الكلام يكون سنه 72، نحن صغار يعني يكون عمرنا 13 14 سنه في الوقت ده او 12 سنه. فامي الله يرحمها كانت ماشي الحج كويس، فقامت سالتنا قلت لها اولادنا اجيب لكم شنو كويس. انا قلت لها اجيب لي كاميرا. بعدين عندي اخوي راشد قال لها ده الكوره، ففعلا مشت جابت الكوره وجابت الكاميرا كويس. طبعا الكوره لعبنا بيها وكلام زي ده، وفي النهايه طبعا اختفت، لكن الكاميرا يعني صورنا بيها اجمل الصور في الوقت ذاك. احنا ناس صغار يعني قصه سبيان يعني، وسبع ما بس بنصور يعني نلقى ناس بنصورهم يعني كويس، لكن الصور دي اتضح بانها اكستريملي فاليوبل ليتر اون. وبعدين استمرينا يعني نصور وكده ونحتفظ بالصور اللي عندنا وكلام زي ده. لحد ليتر اون يعني تحصلت على كاميرات احسن كويس، برضه كانت في ظروف مختلفه يعني. فاي هاد ذا اوبورتيونيتي بانه ثرو اوت انا ممكن تقول حياتي كان عندي كاميرا كويس، بعدين بصور وبحتفظ بالصور بتاعتي. بعدين كنت بعتبر نفسي زول فشل شديد في الصور يعني، ممكن اديك اي حاجه لكن الصوره بتاعتي اللي انا بديك يعني كويس، ولا تحاول يعني. فذيس از واي يعني اي هاد اوبورتيونيتي تو دوكيومنت يعني احداث كثيره في الوقت ذاك. وبعدين الحكايه استمرت معي حتى لما مشيت الماجستير، عندي مجموعه كبيره جدا من الصور، مشيت للدكتوراه برضه مجموعه اكبر، بعدين بحتفظ بالصور يعني. وبعدين طبعا مع الديجيتال ترانسفورميشن اللي حصل يعني كمان الحكايه دي بقت ممكن تقول هوس اكثر من انها تكون يعني جست هوبي يعني. فبنطلع يعني، عندي واحد من الهوبيز الغريبه شديد يعني هسه، وفي حقيقه برنامج يعني مستمر فيه يعني، ده لسه ما راح النور يعني. بنطلع يعني بعد كل يومين ثلاثه يوم اربع يوم بعد كل اسبوع كويس، بنمشي بنصور شارع في شنبات يعني، من بدايه الشارع بنصور سايد بجاي سايد بجاي كويس، ناخذ لنا زي 30 40 صوره في الشارع ده بس كويس. بعدين بنيجي راجعين البيت بنكتب اسماء الناس الساكنين في الشارع، البيت بجاي فيه فلان بجاي فلان كده كويس، كل الاسماء يعني. بعدين بنمشي لناس لانه ما بتكون عارف محافظ كل الناس، بلاقي انت ساكن في البيت تبدا اسماء الناس دي بجاي، هو جيران بجاي منو بجاي كده نكتبهم يعني. بعدين عندنا ناس الصفحه في الفيسبوك هي صفحه برايفت لسه ما طلعناها يعني، نحن بس مجموعه زي ثلاثه ولا اربعه يعني باشنت اباوت الموضوع ده كويس. فبنفتكر بانه نحن لازم يكون عندنا يعني ديجيتال ميموري لشنبات في وضعها الحالي يعني، في خلال سنه ولا كده نقول دي شنبات سنه كده 2020 2021 كويس. فكل زول مزول من منطقه من شنبات قاعدين نصورها وبنكتب اسماء الناس كده كويس. برضه طبعا عندنا الباشن الثاني اللي هو بنمشي بنصور المعالم الرئيسيه في الخرطوم يعني، نمشي للاسواق كويس، نمشي للكباري كويس، برضه الشوارع المهمه وكلام زي ده يعني. يعني جلس احساس بانه والله يا اخي ده منظر نحن لازم تكابشر المنظر ده بشكله الحالي يعني. وطبعا بنفس المستوى عندي طبعا الباشن بتاع انه اصور الناس كويس، الناس في شنبات اهلنا. وبعدين عندي طبعا يعني ناس بقيت معروف في شنبات كويس، انه يوم العيد يعني معلم مهم في شنبات يوم العيد انه شريف شايل الكاميرا كويس بعد الصلاه يعني كويس. دي حاجه بيقول الناس كلهم متوقعوا يعني. انا لما مرات بصادي بسافر بريطانيا فالناس بيعرفوا انه شريف ما في، انه شريف المعيد مع اولاده في لندن، لانه يعني بيجي بعدين في الوقت بتاع بعد الخطبه طبعا، بعد الصلاه طبعا في الاول بعد ذلك الخطبه، فبيجي بدري شديد بقعد قدام. طبعا الاوبجيكتيف بتاعي طبعا ما اقدر ادعي بانه انا جاي عشان اصور بس، لكن الصلاه بلس يعني كويس. فبوقف على حيلي مع جنب الامام وبصور الناس كويس، بكونوا قاعدين طبعا كده يكابشر كل الناس يعني تقريبا في يعني من وشوشهم يعني قدام يعني كويس. بعد ذاك الناس بيقوموا طبعا بيسلموا على بعض. دي بالنسبه لي دي لحظه مهمه، لازم اصور الناس كويس في الـ في الـ في السيتنج ده، في كل عيد الغريب في كل عيد بعمل الحركه دي
الحاجه الثانيه برضو يعني في السيتنج دي which I realized when it was extremely important يعني انه بصور الناس يعني بكل زور بصوره براوي يعني الناس اللي بقدر طبعا الانفيون يعني الحاجه المهمه بانه الناس بيكونوا well dressed في اليوم ده يكونوا لابسين كويس يعني فاي مانج تو كابشر extremely good photographs لناس يعني very difficult انك تتحصل على صور كويسه يعني لهم في في في, في اليوم العادي من اليوم يعني ف اي حد ذا تشانس بانه تدوكيمنت يعني عدد كبير جدا من الناس في شنبات من اهلنا وحتى من الناس اللي ساكنين معانا في شنبات وكذا و فعندي اهتمام يعني اهتمام ممكن اقول غريزي يعني بالمعدة. طيب احنا قبل ما ناخذ المداخله من الزوم في اخونا عماد الفيل في من الفيسبوك قال لك يا ابو شريف لينا لقطه صوره في يوم حفل تخريجكم جامعه الخرطوم ومعانا الاخ سيف الدين الطيب والاخ ابو شرف وسوف اجدها وستكون ب يعني عندكم ان شاء الله. يا سلام دي حتكون صوره جميله شديد. طبعا الصور بتاعت التخريج دي انا ما اعرف قلت اسمه عماد؟ عماد نعم عماد الفيل عماد لا جميل شديد بس خليه يرسلها لي ان شاء الله دي حاجه تكون جميله شديد. طبعا في اليوم بتاع التخريج احنا عندنا مجموعه كبيره من الصور ما بي هو اذا ارسل لي واحد انا القى برضه مجموعه من الصور يعني ارسل له يعني نعم فعندنا مجموعه من الصور الغريب الصور بتاع التخريج دي بالذات انا قاعد استعملها استعمال شويه ديفرنت يعني لانه طبعا احنا تصورنا في التخريج كويس بعدين نحن طبعا كاشخاص واقفين لابسين الروبات وكده لكن الصور الناس الظاهرين من ورا في الباك جراوند يعني بتديك سبيكتروم للمجتمع الجامعي الناس لابسين شنو البنات لابسات شنو كويس اللي هي دي الحياه الطبيعيه كانت في الجامعه فيري انترستينج يعني طبعا بحاول اتفادى انه انشر النوع ده من الصور يعني لانه بتوقع انه الفيميل زي ذاتهم يكون طبعا هسه الحكايه شويه دي لكن يعني فروم هيستوريكال بوينت اوف فيو بتديك فيري جود سناب شوت اوف الشكل بتاع الجامعه وال ونوع الملابس وكده اللي لابسينها الناس خاصه الفيميلز في الحياه الجامعيه عموما يعني. نعم. شكرا جزيلا لعماد وانا بنتظر الصوره منه. خلاص ان شاء الله. طيب طبعا من دواعي سرور الاستاذ انا ذاتي الان بدرس وكده فلما تلقى واحد من الطلبه بتاعك يعني مشى لقدام يعني تمام؟ فانا اتذكر كان في سنه 2000 ولما كنت شغال هنا بدرس في جامعه الصصي فمشيت كان في كونفرنس في قاعه اليزابيث كوين في لندن فقاعه ضخمه جدا جدا وحاجه يعني هيستوريكال يعني فلما خشيت في الاستقبال لقيت واحده من الواقف في الاستقبال واحده من الطلبات اللي انا درستهم فما تتخيل يعني البنت دي يعني احترمتني كيف فعشان كده نحن بندي اسي على الفرصه لواحده من طالباتك تعرف عن نفسها تفضل يا دكتوره او باشمهندسه مايسه السلام عليكم يا مرحبا مساء زين اهلني ابرف فرصه سعيده شديد وانا محظوظ شديد اني اكون قاعده في اللايف يعني في الزوم واتكلم معاك واسمع ونستك كلها وكده انا الغريب ما لاحظت عليك انا ما لابس النظاره فمو ملاحظ للناس ايوه انا ذاتي كاتبه ميساء احمد فعشان كده بس انا ميساء احمد كنت عارفها لكن أيوة ما عشان في الناس الموجودين في اللايف اوكي ايوه جبال ما كنت خاطه صوره وكده عشان ما عامله ساين ان وكده ايوه فشكرا دكتور ياسين شكرا شديد شكرا لكل الشباب اللي قاعدين هنا يعني مرات بيقوموا يقولوا انه الزول لما يكون يعني من اصحابك استاذك كده فشهادته بتكون مجروحه صح يا دكتور ياسين فبروف شريف استاذي وصاحبي واي حاجه وصاحب العائله كمان اسرتنا وكده فانا فخوره بالحاجه دي خالص 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 حاجه تانية اللي هي يعني ما هقول كتير وحاشكر فيه وكده هو اصلا غني عن التعريف يعني وغني عن الحاجات دي كلها فمن الحاجات اللي كان قالها انه بيوصل الباحثين ان هم يعني يستعينوا بانه اذا في حاجه معينه ما عارفينها اعرفوا عنها اسالوا اي زول وكده انا شويه ما بعرف في تركيا انه عانيت شويه من انه انا مثلا حاجه ما عارفها اصلا الحاجه دي في السودان ما كان عندي اصلا يعني انه انا حاجه ما عارفها اكيد عندي بروف شريد عندي باقي الاساتذه والدكاتره في جامعه السودان اللي انا قريت فيها يعني وكده كل الناس متوفرين فهنا ما في حاجه زي دي يعني ما في حاجه انه انا
مثلا ممكن امشي لو زول تاني استفيد منه، اذا مثلا ما لقيت مثلا عند المشرف بتاعي او عند زول معين اكيد حرجع لناس السودان يعني. فما عارفه راي البروف شنو في الحياه، لانه انا مثلا في ايا كان كنت قاعده وين مثلا بغض النظر عن البلد انا فيها، فلو طبعا الدكتوراه لانها مجال واسع خالص، وبعدين هي اهم فتره في فتره من يعني من الفترات اللي الزول بيمر بها، والمعلومات بتكون كثيره خالص يعني، اي حاجه الزول ما بيحاول يعرفها براه بتكون صعبه يعني. اوكي ممكن تعرفها براك لكن حتاخد منك زمن طويل. فهو كبروف يعني انه ادى نصيحه للباحثين، ف نصيحته شنو اذا الزول مثلا ما قدر يتحصل على حاجه، ما لقى الزول مثلا يساله في حته معينه بالضبط، استعين بمنو يعني؟ ممكن مثلا زي ما انا قلت مثلا في حالتي انا حاقوم مش استعين باساتذتي في السودان، اكيد هم ما بيقصروا. انا اي زول مثلا يقوم يقول له عندي هنا، يقوم يقول لي عندك انت بروف شريف، عندك بروف راشد، عندك البروفات اللي قاعدين في السودان كلهم يعني انا بعرفهم، فهم ما شاء الله عليهم ما بيقصروا. بس الزول مرات بيكون يعني ما انا اصلا اطالبه هنا يعني، او انا المفروض استفيد من الناس اللي قاعدين هنا يعني، مش عشان هنا يعني، عشان اولا المفروض الجا لهم هم حتى هم بعدين الجا للناس الثانيه في حته زي دي. فنصيحتك ليش يا بروف في الحته دي. ثاني حاجه انه انت كنت اتكلمت عن انك اديت محاضره عن المهنيه والحياه زي دي، فاحنا ما عارفه يعني ممكن اطالب بانه مثلا الناس المهتمه كلها انه نعمل محاضرة عن المهنية في زوم يوم من الأيام يعني، يا دكتور ياسين رأي شنو؟ فممكن أي زول مهتم إنه يحضر المحاضرة دي، بروف شريف يقوم يديها لنا أونلاين، عس إننا فوضنا الفرصة إننا ما حضرناه وإحنا ما قاعدين في السودان. آخر سؤال معلش يا بروف. آخر سؤال، كنت تكلمت برضو عن إنه الجامعات لما الإنغاز حولت الجامعات يعني المعاهد التقنية مثلا زي جامعة السودان، هي انا الجامعه اللي ارقيت فيها جامعه السودان علوم التكنولوجيا، هي كان اصلا معهد فني. هل لما تبقى جامعه يعني المستوى بيقل ولا رايك شنو يا برو؟ ما اعرف انه هو طبعا حتى قبل كم يوم كان ناس الجامعه ذاتهم الاساتذه وكذا بيتكلموا عن حاجه زي دي، انه هم ما كان المفروض تتحول من انستيتيوت او كذا لجامعه تبقى جامعه وكذا، فهل بيأثر في هنا يعني انه الكفاءة بتاعت الجامعة بتقل ولا الناس المتخرجين منها مثلا كمهندسين ولا كتكنيشن ولا كده بتقل ولا كيف؟ دي كل الأسئلة بروف معلش هي كثيرة. ما في مشكلة. طيب مرة ثانية الله يشرف كثير شديد إني أنا أكون من طلبتك من الفرنس عنك وقاعدة هنا في الزوم كمان عشان أحضر المناسبة بتاعتك، شكرا كثير شديد. شكرا جزيلا للباشمهندسة الأستاذة ميساء، وفعلا يعني هي من الطلاب المتميزين اللي كان درسهم في جامعة النيلين، وأشرفت عليها يعني كان لي شرف بأنه كنا مشرف عليها في الماجستير، ووصل التواصل متواصل يعني، وهي طالبة في تركيا في سكاريا مش كده سكاريا أي كويس. طبعا 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 يعني أنا طبعا أنا متأكد بأنه it is difficult بأنه إنه الواحد to get information من الأساتذة في تركيا يعني. أنا أصدق بأن الشعب التركي شعب ظريف يعني و friendly ويعني الغريب كبير كنا مع الأتراك في جامعة أفريقيا العالمية، وهم يتبرعوا بمعامل ممتازة جدا للجامعة، فحتى كان موجود السفير التركي وعدد من الشخصيات التركية يعني، فهم normal يعني they come across as very friendly people يعني، وعندنا تجارب كويسه معاهم يعني، وتعاون كويس مستمر مع الاتراك. فانا I'm sure بانه you will be able to find somebody to help يعني كويس في الانفايرمنت بتاعك يعني كويس. طبعا انت برضه ذكرتي بانه والله يا اخي الناس الموجودين في السودان يعني بتخصصات مختلفه وكده، I'm sure بانه الناس ما بقصروا يعني، and they will provide الحاجه اللي بيقدروا to provide. دي طبعا دي فور شور، دي ما لازم يكون فيها مشكله يعني. الحاجه الثانيه طبعا الواحد اذا الواحد اضطر بانه يعتمد على نفسه في النهايه طبعا يعني الكلام بتاعي الجبال انا قلت بانه you should go back to basics يعني، وتحاول تنطلق ثاني من جديد، لانه اذا كان اصلا في حاجه قدامك انت ما عارف تمشي في الاتجاه او ما عارف تحلها كيف يعني، فبالتالي it will be possible بان الواحد to go one or two three four steps backwards، على اساس انه الواحد يعرف بانه هو المشكلة بتاعته كانت وين، وبعد ذلك يمشي
يواصل من جديد يعني. فطبعا يعني انا ما اعرف الادفايس العام حيكون شنو، لكن افتكر بانه الزول ممكن يعني بي 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 يعني يعني اكسبلورينج البوسيبيليتيز دي كلها ممكن يعني تو ريزولف الحاجه اللي هي واقفه في طرقه، او اتليست انا اي هوب بانه الشخص يكون ايبل تو دو الحكايه دي. طبعا بالنسبه للمحاضره بتاعت المهنيه انا ما عندي اي مشكله بانه تو ارينج يوم ثاني على شنو انا تو ديليفر المحاضره دي هنا في زوم، وتكون موجوده في في يعني للناس في سرو الفيسبوك، لانه من المحاضرات اللي انا بفتكر بانها لانه المهنيه طبعا بتخص كل المجالات، ما حي لها علاقه بس بالهندسه اللي كل المجالات، فممكن انا يعني تورينج الحكايه دي مع الاخوان اللي هم ليدرز في الجروب والمانجرز في الجروب. الحاجه الثانيه طبعا السؤال بتاعي كان عن تحويل الجامعات والمعاهد لجامعات، وهل الحكايه دي عندها تاثير سالب على الجامعات ولا لا؟ طبعا يعني عدد من الجامعات البريطانيه في اثناء وجودنا نحن في بريطانيا خاصه في التسعينات، في نهايه التسعينات عدد كبير جدا من مناسبه الجامعات تحول من 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 بوليتكنيكس من 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 كليات تقنيه يعني او بوليتكنيكال انستيتوتس تحولت الى جامعات، وفي النهايه اصبحت جامعات كبيره وجامعات عريقه يعني في كل المدن الموجوده في في في, في بريطانيا كويس. تحويل بوليتكنيكس الى جامعه ما حاجه جديده على السودان، وما حاجه جديده وما حاجه سبيسيفيك بس على 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 جامعه السودان كويس. طبعا الفتره بتاعت انا طبعا فيري ديفيكال فور مي تو سي بانه حاجه صح ولا غلط يعني كويس، لانه التجربه كلها بتاعت التعليم او بتاعت الثوره بتاعت التعليم العالي كلها ككل يعني اذا كانت فيما يخص الجامعات كانت اوريدي موجوده كجامعات زي جامعه خرطوم، جامعه الجزيره، جامعه جوبا كويس، حتى انكلودنج جامعه النيلين اللي هي كانت جامعه موجوده، حتى جامعه النيلين ذاتها فيها طبعا كثير من المشاكل لانه يعني كانت بنيت اصلا على انه يتخلصوا من الكادر المصري، يعني كل الكادر المصري كان تيكن كير اوف الجامعه، كله طردوه بيزكلي يعني كويس، يعني ما كان ترانزيشن ما كان سموز، فالترانزيشن ذاته كان ترانزيشن ثوري الى حد كبير في الوقت ذاك بالمنظور بتاعهم هم، لانه كانت بيعتبروها ثوره بتاع التعليم عالي، ثوره بتاع التعليم عالي كويس، والشغل بتاع الاكسبانشن كده. طبعا في البروسيس دي يعني صح حصلت اخطاء، وبالتالي ممكن يقول كان في ضحايا في وقت من الاوقات. جامعه السودان اليوم جامعه عريقه وجامعه كبيره وجامعه ستيل اكسباندنج يعني، وجامعه عندها مستقبل واعد يعني بالامكانيات بتاعتها الكبيره المتاحه. حتى انا امس بالمناسبه كنت في زياره لكليه الطب في جامعه السودان، كمان انت ما تكون عارفه بان في كليه الطب يعني. لا عارفه. عندهم بس هم في سنه ثالثه طبعا الطلاب بتاعهم. ايوه في سنه ثالثه كويس، عندهم بعض المشاكل وطبعا دي حاجه طبيعيه في اي حته مقابل المشاكل. مشينا زرنا الجامعه وزرنا كده في جامعه سوري زرنا الكليه، كليه كبيره، كليه فيري ويل ايكويبد وعندها مستقبل كويس، حتى حيبنوا جنبها في مستشفى حتبنى جنبها طوالي. يعني انا بتوقع بانه الكليه بتاعتهم فيري سون يعني حيكونوا افضل من كليات بتاع الطب ليها 15 سنه كويس، لانه نازل فيري سيريس اباوت الكليه دي اكستريملي سيريس يعني، والكليه عندها مستقبل واعد. الكليات الثانيه يعني انت طبعا جيت من جامعه من الهندسه يعني من الكليات يعني انا ممكن اقول الاساس بتاعها صح، الاساس اللي كانوا بيدرسوا فيها وكده كانوا اساتذه في يعني في البوليتكنيك كويس، لكن they had the opportunity بانهم يعني to retrain themselves، ما بالضروره كلهم كانوا بي اس جي هولدرز، لكن they did يعني a very good job يعني to get the system بتاع الادوكيشن وكده في جامعه السودان يعني going on. انا I'm not saying بانه ما كان في مشاكل، كان في مشاكل واي حاجه، لكن يعني النتيجه بتاعت انه جامعه السودان اصبحت جامعه انا افتكر بانه overall يعني عندهم contribution very positive يعني towards higher education في السودان. عندهم حاجه هسه ممتازه جدا، عندهم كليات ممتازه جدا، عندهم infrastructure ممتازه جدا كويس، عندهم المقدره بانهم انهم to invest and to reinvest في الجامعه to strengthen اي حاجه موجوده فيها، وبالتالي ممكن يعني في very very strong promise لانه انه الخريجين يعني to go from strength to strength. اوكي okay؟ لكن في نفس الوقت انا نصين بانه ما كان في مشاكل في
وقت من الاوقات، خاصه السنين الاولى لثوره التعليم العالي، والكلام ده بينطبق على كل الجامعات كويس. يعني انا عندنا القسم بتاعنا احنا في قسم الكهرباء، يعني بعد الدستركشن اللي حصل للاساتذه، الاساتذه طردوهم، والاساتذه شردوا، ان العدد من الاساتذه بالمناسبه شردوا من اللي هنا لانه كانوا خايفين. يعني nobody can deny الفاكت انه الفتره بتاعت التمكين كانت فتره شرسه كويس، وكانوا بيستعملوا فيها السياسه بتاعت you are either with us or against us، يا اما انت معانا عديل يا اما انت ضدنا، ضدنا بننتقم منك كويس. ففي ناس كثيرين شردوا لانهم they knew في الوقت ذاك انه هم ما مع النظام، وبالتالي كان احسن لهم يشردوا. انا ما داير اذكر اي اسماء، لكن بعض المستمعين اللي بيسمعوا الكلام ده بينو انه انا قاصد منه من الناس. ففي وقت من الاوقات الجسم بتاعنا قسم الكهرباء اللي هو كان اقوى جسم في كليه الهندسه من ناحيه بتاعت الستافنج ليفلز، فجاه بيجوا الناس بيفكروا بانه نحن اتس بيتر بانه تو كلوز الجسم ده لانه ما في اساسه كويس. لكن الناس بمجهود بسيط، مجهود بتاع عدد بسيط جدا من الاساسه، نفرين او ثلاثه، they manage بانهم انه الجسم ده تو سيرفايف، جست تو سيرفايف كويس. وانا ام شور اذا في خريجين من الوقت ده they know exactly what I'm talking about. يعني ممكن يكون عندك استاذ واحد بيدرس ثلاثه مواد اربع مواد نفس الاستاذ كويس، يجيك خش لك سيركس بعد شويه يجيك كوميونيكيشن كوزات ويجيك كده نفس الاستاذ كويس. ليه؟ لانه ما في اساسه، ما في يجيبوه من وين كويس. فالحصل في جامعه السودان، حصل في جامعه النيلين كويس، حصل في جامعه الخرطوم، حصل في اي حته ثانيه، وحصل في كل الجامعات اللي اتولدت كويس، جاز بقرارات سياسيه انه لا عاوزين نعمل الجامعه الفلانيه كويس. تعملوا جامعه ما في اي حاجه، ما في اي حاجه كويس، ويجيبوا لك طلاب كمان كويس. فشنو يعني صح حصلت ميستيكس عندك جامعات هسه قايمه، يعني الناس ما يعني وي شود نوت ثينك بانه اي حاجه عملت في 30 سنه السابقه هي خطا، وتواز بيتر بانه جس يكون في جامعه الخرطوم وجامعه الجزيره وجامعه جوبا، الثلاث جامعات المعروفه يعني، بلس جامعه القاهره فرع الخرطوم. لكن في جامعات قامت حصلت فيها مشاكل، صح في ضحايا، انا ما ادري اقول بانه الضحايا دي حاجه كويسه، لا دي حقيقه حصلت. لكن الناس الجامعات اللي عندهم دي يعني حاولوا يحافظوا عليها ويحاولوا تسترينثن الجامعات دي بحيث انه المستقبل يكون افضل من الماضي، والمستقبل البعيد يكون افضل من المستقبل القريب. طيب يا جماعه، لانه زمن يعني زمن عصرنا شديد يعني، بس بندي مداخله اخيره لعاطف معنا في تفضل يا عاطف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عاطف احمد الامام، باحث في هيئه البحوث الزراعيه وطالب دكتوراه في جامعه ايجا في ازمير تركيا. اهلا يا مرحبا. شكرا كثير دكتور ياسين على البرنامج. صراحه انا القاعدين نحن الواحد بيجي تعبان وزهجان وقرفان من الدكتوراه ومن القرايه الكثيره، بيستمد به يعني الطاقه الايجابيه من شباب اللي قدام. صراحه انا هسه جاي من الجامعه وما عملت اي حاجه، قام استاذ ما طلعت وقاعد احضر في اللايف. الله يبارك فيك، مشكور يا استاذ. بارك الله فيك، شكرا كثير كمان بروف شريف يعني على السرد الجميل، وال يعني كده فيه حاجه تصوريه، زول بتخيل الحاجات اللي انت بتحكي فيها يعني، وبعدين التفاصيل الدقيقه اللي بتقول فيها دي يعني حاجه ممتعه جدا. الله يبارك فيك. انا حضرت لك محاضره 2015 في جامعه النيلين عن كتابه الاوراق العلميه ونشر الاوراق العلميه. نعم. فيعني ما شاء الله، يعني غير انك سردك جميل وتفاصيلك حلوه، في انك انت زادك يعني بحاجه شبابيه كده ومع الطلبه، يعني صراحه العلاقه اللي بينك وبين الطلبه علاقه مميزه، تخلي الواحد يتمنى كان انه يقرا الهندسه يعني، ولا يخش يعني في حاجه معاك فيها. فسؤالي في انه ذكرت انه التفاصيل الدقيقه اللي بتتذكرها انت في الروضه واستاذ الروضه بسردي كده ظريف، الحاجه دي التركيز الدقيق ده له علاقه بالنجاح يعني، في نجاح الزول في مستقبله يعني، وفي في انه في 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 يتطور، له تاثير مباشر على الحاجه دي، التميز يعني في الحاجه دي. دي حاجه والله يعني، شكرا لانه صراحه احنا جيلنا ده بقى فاقد الحاجه دي يعني، فاقد التركيز، بقينا مركزين على الكليات والجزئيات الصغيره دي ما مركزين معها يعني، واظن دي يعني
دي اثرت علينا كجيل يعني، ما هسه جيلنا ده الحاجه الوحيده اللي عمل يعني اللي غفرت لنا حياتنا دي، بانه يعني قام في الثوره دي بفعل حقيقي وادى للتغيير. دي اكثر حاجه ممكن تكون يعني شالت السلبيه اللي كنا بنعتونا بها يعني كثير. نعم. اضافه لحاجه ثانيه، جيل الستينات والسبعينات اخذ يعني فرصه يعني ما تلقت ثاني يعني في 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 السودان. نعم. يعني صراحه من التعليم، مع انه العالم كله كان طالع من حروب عالميه وكلام كثير ما كان فيه حاجه، لكن رغم الحاجه دي تلقوا تعليم ممتاز ومميز جدا. نحن جوانا احساس كجيل بانه يا اخي نحن ذات الجيل بتاع الستينات والسبعينات ده هو ضيعنا نحن يعني، لانه كل جيل باسس للجيل اللي بعده يعني صراحه. عدوا علينا كلها انقلابات عسكريه، عدوا علينا كلها مشاكل حزبيه، عدوا ضيعونا ضياع شديد. خلاص دايرين منك تعليق للاحساس الجوان المحل تجاه الجيل ده يعني، تعليق لنا على التغذيه. شكرا لك جزيلا يا ابو روف. الله يبارك فيك. اول شكرا جزيلا على المقدمه، وسعيد بانك كنت من الناس اللي حضروا المحاضره. انا طبعا في جامعه الليل انا قدمت المحاضره دي عدد من المرات يعني، فشكرا جزيلا يعني، واتمنى انه الناس اللي بيحضروا كده يكونوا استفادوا من المحاضره دي يعني. اكيد يا فايده كبيره يا ابو روف. الله يبارك فيك. طبعا بالنسبه للتفاصيل والاهتمام بالتفاصيل وكده، انا طبعا ذكرت قبل انه البالانس يو هاف تو جيت ذا بالانس رايت يعني. في بعض الناس زي جيت انفولف في التفاصيل اكثر من اللازم وبضيعوا نفسهم في التفاصيل كويس، وفي بعض الناس بيلوز التفاصيل وبالتالي كلامهم كله بيكون تنظير يعني كويس، يقول لك نبني كده وبتاع، لكن ما بيقدر يحط خطوتين فوق لبعض ليه؟ لانه ما بيهتم بالتفاصيل كويس. فالبالانس دائما انت يو نيد تو جيت البالانس رايت، وانا الكلام ده خليك بقى ذكرته بشويه اسهاب يعني. فبعدين قلت انه يعني الادفايس اللي ادانا له الاستاذ زمان انك يو شود ستارت فروم ذا هول تو ذا بارك، يعني ارسم الخريطه البره في الاول كويس، وبعدين تعال خط التفاصيل بتاعتك بالتفاصيل اللي انت عاوزها يعني كويس. فالكومبرومايز بين الاثنين انا بفتكر من الحياه المهمه شديد يعني، بتحدد المسارات بتاعتك وبعدين بتديك المقدره بانك انت تو دو ثينكس يعني، تو جيت ثينكس كومبليتد يعني. الناس ما بيهتموا بالتفاصيل دي اصلا، ما بكون عندهم فول ستوب للحاجه اللي هم بيعملوا فيها يعني كويس. فلازم انت تكون عندك اهتمام بالتفاصيل، تكون عارف بان التفاصيل عاوز يمشي فيها لتو ليفل من الليفلز اوكي. الحاجه الثانيه طبعا انت علقتها يعني رايت لي اباوت الاجيال السابقه كويس، وانا الاجيال السابقه انا عندي فيها راي ما انا متفق معك اتفاق تام يعني كويس. وبعدين قاعد اتهمون بالمناسبه الاجيال السابقه، وانا سبقيت منهم يعني كويس. بقول لهم انتوا جيل، انتوا بقول لهم انت يو ار سمبودي كويس، يا او يو ار دوس كويس، هو جوت ايفريثينج لكن يو جيف ناثينج باك كويس. ده طبعا اتهام، واتهام انا يعني قاعد اصير عليه يعني. يعني الاجيال اللي هم الاجيال بتاعت الخمسينات والستينات ما بين السبعينات كويس، ما بين الجيل بتاعنا نحن ذاته يعني كويس، احنا ممكن نعتبر اخر جيل ممكن يكون يعني كان لقى اللكجريز اللي جوا اللي قبلينا يعني. الناس اللي بعدينا ما لقوها لحد كبير يعني كويس. لكن الجيل بتاعنا او الاجيال السابقه بالذات، احتمال الجيل بتاعنا شويه يعني كان فيه بعض الحاجات البوزيتيف يعني. فالناس ديل they got everything كويس، يعني كل الادوكيشن اللي جو فري اللي يقول كده ما بعرف شنو، مشوا بإحساس وعملوا اي حاجه كويس، لكن الكونتريبيوشن بتاعهم towards الاشياء الثانيه كويس، انا بفتكر انه الكونتريبيوشن ضعيف. تخيل الكونتريبيوشن ضعيف يعني مثلا واحد من الاساتذه القدام يعني كويس، بيقول لي يا شريف يا اخي انت زول بروفيسور يعني، تمشي تدرس سنه ثانيه ثالثه، انت بس المفروض بس تدرس ناس الماجستير. ده طبعا ده تيبيكال اكزامبل للجيل اللي هو ما عاوز تو جيف اي حاجه باك، لانه they think بانهم they are a lot higher than الاجيال دي كويس. وده طبعا اتهام، وانا قاعد اقوله بغضب يعني، لما اقوله لهم بقوله بغضب يعني كويس. يعني نازل يعني كل اهتماماتهم والاتشيفمنتس بتاعتهم الى حد كبير، طبعا بتكلم عن الفاست ماجوريتي منهم ما كلهم، الفاست ماجوريتي منهم الكونتريبيوشن بتاعتهم والاتشيفمنتس بتاعتهم كانت لنفسهم كويس، ما اتشيفمنتس للبلد، ما اتشيفمنتس للكوميونيتيز بتاعتهم. فدي بروفايد سيرفيسز، دي بروفايد اتشيفمنتس، عملوا حاجات كثيره جدا لكن لانفسهم كويس. الاتشيفمنت الكونتريبيوشن بتاعهم تورس
تورس البلد، الكونتريبيوشن بتاعهم تورس الكوميونتي ضعيف للغايه. وده اتهام وانا بتفق معاك انت مع الجيل الراكب راس، وقاعد اقوله دائما في كل المحاضرات بتاعتي، وقاعد اقوله حتى إذن في للاجيال السابقه لما يلقى الفرصه وفي حتلاقي الفرصه يعني. فانا بتفق معاك، وده طبعا دوركم انتوا الجيل الجيل الذي ظلم يعني كويس. يعني انا بفتكر بانه انت شو تيك الكلام ده اون بورد، انا دائما بجون الطلاب ناس متميزين من كليه الهندسه من كليات وغيرها كويس، بقول لك انا والله يا اخي بس انتهي من الدراسه بتاعتي دي سايب السودان ده فور جود كويس. الكلام ده قبل الثوره وبعد الثوره على 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 حد السواء يعني. طبعا الناس دي اللي عندهم حق يعني، لانهم ما لقوا، الدوله ما قدمت لهم حاجه. بقول لك يا اخي انا ليه اقعد يعني، انا من الروضه انا قاعد اهلي ربوني يعني، اهلي دفعوا لي، اهلي علموني، حتى ايفن في الجامعه انا درست برايا يعني. كويس، ليه why should I give anything back يعني. فانت لو ما كان عندك الاحساس بتاع انك انت يعني انت you have been saved in the past، وفي ناس ضحوا من اجلك، انت ما تكون عندك الاستعداد النفسي ولا الاستعداد اللوجيكال يعني بانك انت to give something back، لانه you haven't taken anything من ال من ال من ال من ال من الكوميونتي يعني. يديك العافيه يا بروف. يا جماعه ثلاث ساعات، فعثمان بز عليك الله، لانك انت رافع يدك، انا ما داير اخذ لك يعني، فتكون دي اخر مداخله، لانه 3 ساعات على البروف زاده كثير يعني، اكثر من 3 ساعات حقيقه يعني. اتفضل عثمان. سوري عثمان، تعمل ميوت يا عثمان. السلام عليكم، شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله. معكم دكتور عثمان ياسين حج الصافي، واسمه الثاني بالنسبه للشمباتة محمود. ايوه ياسين حج الصافي. ايوه بالضبط. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا اخي، مرحب بك يعني، سرو المسافات وال والله. فزي ما قال الاخ عاطف، انا جيت من المكتبه ولا من القرايه، انا برضو خلصت الشغل وقاعد معك بالساعات دي كلها. الله يبارك فيك يا شرفتنا كثير والله. والله لنا الشرف، شكرا جزيلا للمنتدى انه استضاف دكتور شريف الليله. وافتكر يعني الاهميه بتاعت اللغه ده مش في انه يعني تاريخ لحياته الطويله ان شاء الله، لكن هي يعني حافز لكل الشباب، ومش في شمبات بس، لكن في شمبات في كل السودان. وان شاء الله يعني ربنا يعني يقدروا على خدمة البلد ويطور البلد شوية يعني تحت يده. أنا لما دخلت المقابلة يعني كانت مدخلة شوية، ففي حاجة بس داير يعني بعد التعقيبات داير أقولها، يمكن دكتور شريف ما قالها. أول حاجة طبعا لازم ندي الفضل نحن الشمبات لبروفيسور أحمد عبد الرحمن العاقب اللي هو نسيب دكتور شريف، هو كان بيحفز يعني اولاد شمبات وبناته في النجاح، وكان بيعد لنا جائزه للدخول للثانوي العالي والثانوي العام، وافتكر حتى من الاوليه كانت فيه. نعم. ويعني رحمه الله عليه. كويس. بعدين الدكتور شريف ذكر الفتره بتاعت رابطه طلاب شمبات في الجامعه، وانا كان لي الشرف اكون استاذ بتاع الفيزياء يعني، وكان مميز من الزمن ذاك، ودي محفوظه له. فالدائرة أقول إنه أحكي لكم قصة. أنا بعد كم 30 سنة قابلت أستاذ خليفة ونسا، وكان أستاذي في الأولية في شمبات الشرقية. نعم. فسألته قلت له شيخ خليفة، بقول له شيخ خليفة، قلت له شيخ خليفة لحد هسه شغال في التدريس؟ قال لي والله أبدا. قال لي عثمان أنا حقول لك حاجة. قلت له شنو؟ قال لي في أول أنت كنت قاعد هنا، ومحمد النيل كان قاعد هنا، والسير قاعد هنا، وبكر أحمد العيب كان قاعد هنا. لا شو. وده كان كلامه كان صح. ده بعد 30 سنة من، قال لي أنت كنت يعني ما أولادنا عارفين أمكم، عارفين أبواتكم، وكان اهتمام شخصي لكل الأساتذة بتاع الشمبات يعني، لهم فضل كبير جدا جدا يعني لكل الناس اللي تعلموا في شمبات يعني، ده فضل مبالغ فيه. كانوا منافسة بين شمبات الشرقية وشمبات الغربية في البنات والأولاد يعني، دي كانت سمة. فعشان كده نسبة التعليم يعني في شمبات عالية جدا جدا. دكتور شريف برضو ده رجع لفترة
كلكم وصلتوا يعني شكر وخطيتوا في السبعينات والثمانينات، لكن السبعينات احنا نحن السبعينات كويس. انا شخصيا يعني شنباتي لكن قريت في حنتوب، وفي حنتوب كانت وجدت جامعة الخرطوم، فجاء الحكاخو دكتور شريف عن جامعة الخرطوم ده كان في حنتوب، وفي حنتوب قابلنا ناس حتى كانوا بيدرسوا الثانوي العام في مدرسة اسمها ذات الراسين كويس. فالحكومة كانت يا دكتور بس معليش، آسف آسف جدا الزمن بس معليش يعني كويس يعني كلامك جميل وحلو وكل شيء، لكن قطعنا كويس بس ده اختم لك سريع يعني. جداً. فالكان انه فعلا الحكومه كانت في الوقت ذاك يعني موفر للطالب السكن من الثانوي العام للعالي لحد الجامعه، وبتعلمه وبترسله احسات وتعمل له ده كله. الوقت ذاك ده كله يعني كان جيد على التعليم، قاعد سليله تقول ده دعم يعني. الحكومه في الوقت ذاك لا كانت حكومه ماركسيه ولا كان حكومه عندها ذهب ولا عندها بترول، كان عندها كلها يعني معتمده على الموارد الاساسيه بتاعت البلد، الزراعه والزراعه والحيوانيه. فدي يعني بس لانه في ناس كتار جدا جدا من الجنريشنز الجديده دي ما عاشوا الفتره دي، فعشان كده دي بفتكر انها مهمه جدا جدا عشان نذكرهم بها. وانه الناس حاسه لما بيتكلم عن الدعم، طيب اللي كان حاصل الزمن ذاك نقول ده على شنو؟ ما دار طويل، وشكرا جزيلا يعني، وربنا يوفقكم ويوفق الجميع. الله شكرا يا دكتور. الله يعطيك العافيه. شكرا جزيلا على المداخله وعلى الذكريات الجميله، وتحياتنا لكل الاهل يعني. انت طبعا ذكرت الدعم، لكن انا برضو احكي لكم حاجه بسيطه خالص يعني فيما يخص. طبعا ذكرت الكلام عن الداخليات وان الطلبه كانوا في الداخليات وكذا من الثانوي العام والابتدائي وكلام زي ده، لكن انا بس ذكرت الدكتور ابراهيم وكير وهو من شرق السودان، فكان بيحكي لي بانه هم طلبه في كانوا حالمين يعني مع اهلهم محركين يعني رحل وكذا في شرق السودان، فصادف جاني ميري حايم هناك كويس، فصادفهم في حته، فقام سالهم قال لهم الاولاد دول بيمشوا المدارس وين؟ قال لهم مدارس شنو يا زول؟ احنا ناس لافين، مدارس دارس ناس يكونوا قاعدين. فطوال نميري طلع قرار بانه الناس ديل يكونوا في الاساتذه متحركين معهم، الاساتذه متحركين مع الناس ديل. فناس ابراهيم وكير ديل جيل الاساتذه كانوا متحركين معاهم، يتحركوا معاهم مع الـ مع الـ مع الـ مع القبائل بتاعتهم، كل ما ينزلوا في حته ينصبوا الخيام بتاعتهم ويفتحوا الفصل بتاعهم، يتحركوا ثاني يلملموا ويمشوا ثاني. فدي ده جيل طلعوا بقوا اساتذه بتاع الرياضيات وبروفيسورز وكلام زي ده، بسبب انه الحكومه اهتمت بانه الناس لازم يتعلموا. يديك العافيه بروف يعني، ونحن خلاص يعني نقترب نحو ختام يعني اليوم الرائع يعني، يوم بحق بشهاده كل الناس اللي حضرونا، يوم ما عاد يعني. وانا والله كنت بتمنى انه يعني يكون نواصل يعني، لكن للاسف نحن يعني كنا طلبناك ساعتين، انت اديتنا ساعه وعشر دقائق زياده يعني، بقينا دخلنا في الساعه 11 وحاجه عندكم في السودان ولا 12. فكتر خيرك كثير يا بروف، وسعيدين جدا، والتحيه والتقدير لكل الشمباتة ولكل جامعه الخرطوم واساتذه وطلاب ولكل المعلمين في السودان ولكل الناس الناجحين في السودان. كلمة أخيرة يا بروف قبل ما نختم. والله شكرا جزيلا لمجموعة الباحثين السودانيين وكل الشباب اللي ساهموا في إعداد البرنامج ده، وأنا عارف بأنه في مجموعة كبيرة يعني behind الكواليس يعني كان لهم دور كبير في أنه اللايف ده يظهر بالشكل بتاعه، وأتمنى بأنه يعني الكلام اللي قلته والونسة والكلام الكثير الدار يعني يكون مفيد يعني للناس، والناس ياخذوا منه الجيد ويتناسوا الحياة الما مفيدة يعني. وأتمنى لكل زول سمع اللايف يعني كل التوفيق والنجاح، ولكل أهلنا في داخل السودان وخارج السودان وفي كل بقاع العالم، وأتمنى للجميع يعني كل السعادة ولأسرهم ولأولادهم كل التوفيق والنجاح، وشكرا جزيلا. كنت أول غدومي إلى لندن أوائل الخمسينات، وقسم العالم إلى قسمين، إما خير واضح وإما شر واضح، ثم نتيجة لمكابدة العيش في مجتمع له قيم مختلفة واقترابي أكثر من الثقافة الأوروبية ومتابعة المسرح خاصة مسرح شكسبير، أخذت أفهم إن قضية الخير والشر أكثر تعقيدا مما كنت أظن.
شكرا كثيرا بروف شريف، وشكرا لكل الشباب الحضر معنا اللايف، والى اللقاء ان شاء الله في خميس اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.